زي ما قلنا كده بالسكال. يلا هنعمل شوية أطلس كده للسكال راديوجرافس. أول حالة مالتيبل سكلروتيك ليجنز في السكال. احنا قلنا قبل كده أول ما نلاقي مالتيبل سكلروتيك ليجنز في السكال أول حاجة نفكر فيها الباجيت، لأن السكال ما بيجيش فيها سكلروتيك ميتاستاسيس. ماشي، اسمها كوتون وول أبير. الحالة دي هنا هايبر أوستوز أوف ذا فرونتال بون، اسمها هايبر أوستوز فرونتاليس انترنا، تيجي دايما في البوست مونيفوزر فيمين. دي سولت اند بيبر سكال طبعا اوف هايبر باراثيرويدس. كده دي رين دروب ابيرنس مالتيبل اوستيوليتيك ليجنز اوف فاريبل سايز كاونتس ان تنز كاونتس ان هاندرز. قصدي يعني العدد مهم دايما في الحاله اللي زي دي اللي هي مالتيبل مايلوما، بعكس المتاسس اللي غالبا بتبقى اقل من 10 يعني، لكن المالتيبل مايلوما غالبا كاونتس ان هاندرز بالمئات. ده برضه بالاضافه ان المندبل غالبا بيبقى انفولفد في حالات المالتيبل مايلوما. طبعا دي كاركترستيك جدا اللي هي ايه، هير دروب ابيرنس، هيرون اند ابيرنس. قصدي بيحصل ايه بقى، برومينانت سكند بون ترابيكولي في المنظر ده، ويحصل الريزوربشن للاوتر تيبل فيدينا الهيرون اند ابيرنس طبعا مع كورنيك هيموليتيك انيميا. دي برضه فيها ديفيوز كالفيليار ثيكنينج. ماشي، فيها ايه اكسباندد بوني سيلا، فيها بروجنسيزم او فيوز مانديبولار انيميا طبعا مع الاكروميجالي. سيلفر بيتن ابيرنس يحصل مع ايه، مع حاجه من الاثنين، يا اما انكريز انتركرينيال تنشن يا اما كرينيوس انستوز. يحصل سكالوبنج للانر تيبل اوف ذا سكال. اخر لا دي اللي قبل الاخيره اظن، في ديفيوز سكلروزس اوف ذا سكال بيت. ده بيحصل دايما مع ايه، مع الفايبرس ديسبليزيا. مالتيبل فيرميان بونز، فيرمان دي طبعا اسم العالم الدنماركي اللي اكتشفها اللي هي ايه، انتراسيوترال بونز. طبعا دي ليها ديفرنشال دايجنوزيس كتير هنقوله في الحاله الجايه. حاله زي دي مثلا فيها مالتيبل فيرميان بونز وايه وابسنت كلافيك، يبقى اسمها ايه، كليدوكرينيال ديسبليزيا. العيان اللي عنده كلينو كرينيال ديسبليزيا عشان فيه ابسنت كلافيك بيقدر يجيب الاثنين شولدرز على بعض بالمنظر ده. اسباب الفيرميان بونز او انترا سيوتشرال بونز، في البيكن بيكتوزيس، الكليد كرينيال ديسبليزيا، استوجينس امبرفكتا، الدوارفيزم وكريتينيز. دي اسباب الفيرميان بونز. دي طبعا برضه سكار راديوجراف في الطفل. كارديوجراف في بيدياتريك طبعا التيز باين انها ما حصلهاش اربشن، باين فيها ايه وايدنينج في السوتشر. الحاجات اللي بتعمل وايدنينج في السوتشر في السكال اربع حاجات، يا اما فراكشر طبعا ده بيبقى لوكالايز واخد سوتشر واحد اسمه دايستاتيك فراكشر، يا اما انكريز انتركينيال تنشن مثلا هيدروسيفلس او لارج تيومر، يا اما مثلا حصل انفلتريشن للسوتشر ده زي اللوكيميا او ميتاستاتيك نيوروبلاستوما، وبعض الميتابوليك ديس اوردر اللي بيبقى فيها ديفيشنت مينراليزيشن زي الريكتس والاوستيوماليشيا. اوكي، يبقى دي الحاجات اللي بتعمل سيوتشر دايستيزس او وايدنينج في السوتشر. لوكالايز يبقى فراكشر، دايستاتيك فراكشر، انكريز انتركينيال تنشن خصوصا مع الهيدروسيفلس، السيوتشر انفلتريشن، حاجتين لازم تكون حافظهم اللوكيميا والميتاستاتيك نيوروبلاستوما، وبعض الميتابوليك ديس اوردرز اللي بيبقى فيها ديفكتيف مينراليزيشن زي الريكتس والاوستيوماليشيا. حالي طبعا باين قوي ان فيها انفلتريشن في السوتشر وفي الديورا في طفل صغير، عملنا له سي تي ابدومين لقينا رايت ادرينال كالسيفايد ماس، فدي طبعا ميتاستاتيك نيوروبلاستوما. المالتيبل ليتيك ليجنز اوف ذا سكال بنقسمها باول حاجه في السنجل ليتيك ليجنز وفي المالتيبل ليتيك ليجنز. السنجل ليتيك ليجنز ده دايجرام ليهم كلهم، هنبدا كده اول واحده بالترتيب دي ايه، اول حاجه اكسبانسايد نيرو سوتشر، طبعا هنا هي المفروض غالبا بتبقى في الميد لاين انها نيرو ذا سوبير سيرشر سوتشر، نيرو ذا سيرشر سوتشر، لكن هنا نيرو السوتشر الثاني بقى اللي هو فرونتو زيجوماتيك سوتشر وبيكسبان سايد وراوند بالمنظر ده، فدي غالبا دي ديرمويد سيست. هنا مثلا الحاله دي برضه في اوستيوليتيك ليجن في السكال، لكن تحتها اريا اوف انسيفال ماليشيا، فدي غالبا ايه جروينج سكال فراكشر او ليبتومنينجيال سيست.
برضه لما تكون نير الساينس وفي جنبك سوفت تيشو قديمه، ممكن تفكر في فرونتال بون اوستيومايلايتس. الباجيت ديسيز بتبقى احيانا بتاخد لارج ليتيك اريا بالمنظر ده، اسمها اوستيوجروس سيركمسكريبتا. الهيمانجيوما الكاركترستيك بتاعها انه بيبقى ليها سان ري ابيرنس. لما تلاقي ليتيك ليجن في طفل صغير وليه ايفرتد ايدج بالمنظر ده، او بيفلد ايدج قصدي بالمنظر ده، لازم نفكر في ايزونوفيل كرانيولوما، وخصوصا لو مالتيبل. لو عيان بقى اولد ايج والايدجز بتاعته الريجولار، المنظر ده لازم نفكر في ايه؟ ليتيك ميتاستاسيس. طب لو سنجل، دول السنجل. لو مالتيبل بقى، في بعض النورمال فاريانس بنشوفها زي مثلا ايه، البارايتال فورامينا بيبقوا بايلاترال وسيمتريكال، وعند الهاي بارايتال بون. لو جنب جنبك ديورال ساينس، لكن لازم تفكر في اراكنويد كرانيوليشنز. دول الاثنين دول نورمال فاريانت. احنا قلنا برضو قلنا برضو البيدياتريك في، لو لقينا مالتيبل ليتيك ليجن وليهم انفيرتد ايدج، نفكر في ايزونوفيليك جرانولوما. لو لقينا اندوستريال سكالوبينج بالمنظر ده، شايفين في كذا حاجه بتعمل اندوستريال سكالوبينج او سكالوبت سكالوب. الانكريز انتراكرينيال تنشن مع الهيدروسيفلس، الكياري مال فورميشن، الكرينيو سينستوزيس، كل ده بيعمل سكالوبينج في الام ار تي. في الادلت بقى، لو لقينا مالتيبل ليتيك ليجن، احنا قلنا لو هم فيو ان نمبر وليهم الريجولار ايدجز، خصوصا لو معاهم سوفت تيشو كومبوننت، هتفكر في متاسس. لكن لو النمبر بتاعهم كتير والايدج تحت بتاعتهم سموث وهم ليهم درين دروب ابيرنس، هنفكر طبعا في مالتيبل مايلوما. لو يعني لو ليهم سولت اند بيبر ابيرنس، وممكن يكون معاهم براون تيومر كمان في الفيشيال بون، خد بالك، هنفكر في هايبر باراثيرويدزم. اللوكالايز كالفيريال ثيكنينج برضه الحاجات اللي بتعملها، الحاجات المهمه. لو في الفرونتال بون، هنفكر في ايه؟ هايبر اوستوز فرونتالس انترنا، وخصوصا انها كاركترستيك داز نوت كروس ميد لاين. الفايبر ديسبليزيا تبقى يونيلاترال وليها جراوند جلاس ابيرنس. المننجيوما برضه بتعمل هايبر اوستوز في السكال، ازاي تفرق بينها وبين الفايبر ديسبليزيا؟ اول حاجه الايج طبعا، دي اقل من 30 سنه، لكن المننجيوما عمرها ما تيجي قبل ال 30 الا لو طفل صغير خد راديشن، ممكن يجي له مننجيوما قبل ال 30. ماشي، فالايج مهم جدا في تفرقه المننجيوما والفايبرس بليزيا. ثاني حاجه الدنست، يعني الفايبرس بليزيا غالبا بيبقى ليها جراوند كلاس دنست. الاوستيوما او ايفرو اوستيوما لازم بتاخد الاوتر تيبل اوف ذا سكال، عمرها ما بتيجي في الانر تيبل ابدا. لو شفت المنظر ده من جوه غالبا دي بتبقى كالسيفايد مننجيوما، لكن اللي بتاخد اوتر تيبل بس هي الاوستيوما او ايفرو اوستيوما. احيانا برضه بتلاقي هايبر اوستوز واخد نص الهيمسفير زي في الحاله دي، وفيها هايبر نوموتايزيشن في الساينسز وفي الماستويد اير سيلز في نفس الناحيه. السندروم دي مشهوره واحنا بنحبها طبعا، بيبقى معاها هنا اطرف اللي هي ديك دافيدوف ميسون سندروم. يبقى دي اسباب اللوكالايز كالفيريال سيل. الديفيوز بقى كالفيريال ثيكنينج في الطفل صغير، طبعا لازم نفكر في الاوستيوبتروزس، قلنا دي قبل كده. لو لقيت معاها اكسباندد بوني سيل، لو فيها سوفت تيشو ماس، لازم تفكر في اكروميجالي. ماشي، الهيرون اند ابيرنس في السي تي اللي هو ايه؟ كرونيك هيموليتيك انيميا، سولت اند بيبر ابيرنس اوف هايبر بارثيرويدز. اخر واحده دي بيبقى فيه ديفيوز سكليروزس، بيبقى واخد الاوتر تيبل والانر تيبل اللي هو الايه؟ الباجيت. هندخل بقى على الحاجات اللي في البرين. ديفرنشال دايجنوز في انترا فنتريكولار ماسز، هنبدا باللاترال فنتريكل. هنا في ماس في الفرونتال هورن، وهنا في البادي، وفي هنا في الترايجون. ده في الادلت الاول، هنبدا بالادلت. هنا في ماس في الثيرد فنتريكل، واخر واحده هنا في ماس في الفورث فنتريكل. في اللاترال فنتريكل في ادلت، لو لقينا ماس في الفرونتال هورن، الكرايتيريا بتاعت الماس مش مهمه بقدر اللوكيشن. يعني اللوكيشن هو اللي بيقول لك الاول الماس دي غالبا ايه يعني. الفرونتال هورن اول حاجه نفكر فيها الصب ابندايموما، خلاص ماشي. تاني حاجه السنترال نيوروسايتوما برضو ممكن تيجي في الفرونتال هورن، لكن دي كانت الصب ابندايموما. في البادي وخصوصا لو اتاتش ذا سيبتم باللوزدم وليها سوليد وسيستيك كومبوننت، هنفكر طبعا في السنترال نيوروسايتوما. لو في الترايجون، لو كانت هوموجينيوس انهانسنج وليها لو سيجنال في تي 2، لازم نفكر طبعا في المننجيوما. في الثيرد فنتريكل بقى طبعا في الادلت، بس هي يانج ادلت يعني الصراحه مش فيري اولد ادلت، اللي هي هايبوثلاميك اوبتيك كازم جليوم، خلاص.
الفورث فنتريكل حاجه من الاثنين، يا اما كورويد بلكسس بابيلوما يا اما سب ابندايموما، برضه الاثنين ممكن يجي في الفورث فنتريكل في ادر. نفرق ازاي؟ الكورويد بلكسس بابيلوما طبعا بتبقى ماركت انهانسي خلاص وليها لبيوليتي سيرفيس، لكن السب ابندايموما في 50% من الحالات ما بيبقاش داز نوت انهانس، 50% فقط، ده رقم واحد. رقم اثنين، السب ابندايموما مع انها جايه في اللور فورث فنتريكل لكن مش بيبقى معاها هيدروسيفل عكس الكورويد بلكسس بابيلوما. ففي ماس هنا في اللور فورث فنتريكل قلنا نون انهانسنج ونوت اسوشيتد ويز هيدروسيفلس، فدي غالبا سب ايمنتايموما برضه. ده في الاذر نفس الكلام في التي 2 سيجنال بتاع، بس يهمني قوي ان المننجيوما له سيجنال في التي 2. طب في التشيلدرن بقى لا، الديفرنشال دايجنوس هيختلف. في الفرونتال هور لو لقينا انهانسنج ماس في الفرونتال هور في التشايلد، اول حاجه نفكر فيها اللي هي ايه؟ السب ابندايمال جاينت سيل استروسايتوما في الاطفال اللي عندهم تيمرس سكليروس. طب في البادي طبعا لو ليها لوبيوليتد سيرفيس وماركتلي انهانسد بالمنظر ده كرويد بلكسس بابيلوما او كارسينوم. دي طبعا ماس برضه نفس الكلام لوبيوليتد سيرفيس وماركتلي انهانسنج بس معاها بارينكيما الاديما، فدي تخلينا نفكر في كرويد بلكسس كارسينوما اكتر شويه يعني. في الثيرد فنتريكل في كذا حاجه بتيجي في الاطفال او في اليانج ادلتس حتى في الثيرد فنتريكل، طبعا قلناها دي قبل كده اللي هي ايه؟ هايبوثلاميك اوبتيك كازم جليوما. في ماس هنا جايه في الفلورال ثيرد فنتريكل يهمني قوي انها نون انهانسنج يعني، طبعا ده باين ده فحص ويز كونتراست. في ماس في الفلورال ثيرد فنتريكل ونون انهانسنج، فدي طبعا ايه؟ هامرتوما، هايبوثلاميك هامرتوما او تيبر سيناريوم هامرتوما. في برضه لو لقينا ماس في الثيرد فنتريكل او سوبرا سيلر ومعها كمان ماس فين في الباينير ريجن، لازم التو ماسز دول لازم تخلينا نفكر في جيرمينوما. كاركترستيك اول ان يبقى الاثنين ماسز مع بعض اللي هم ايه؟ جيرمينوما في السوبرا سيلر ريجن وفي الباينير ريجن، بس مش هي الوحيده اللي حاجه بتعمل حاجه، برضه الباينيو بلاستوما احيانا بتبقى اسوشيتد معاها في السوبرا سيلر بينت في الاطفال اللي عندهم ريتينو بلاستوما، ممكن تلاقي سوبرا سيلر بينت ومعاها باينيو بلاستوما. فدي يعني مش باثوجينومونيك قوي يعني، بس اول حاجه تقولها الجيرمينوما طبعا. فورث فنتريك في الاطفال ما عندناش غير حاجتين نيوبلاستيك ماسد اللي هم الابندايموما والميدالوبلاستوما، الاثنين شبه بعض بالظبط، بس يعني احيانا الابندايموما لو اكستندنج ثرو ذا نيو فنتريكولار فرامينا ده يشككنا اكتر في الابندايموما، لو فيها مايكروسيستيك تشينجز برضه تشك اكتر مع الابندايموما. خلاص هندخل دلوقتي على الباثولوجيكال انتراكلينيال كالسيفيكيشن، ازاي بتعمل ديفرنشال دياجنوزيس للانتراكلينيال كالسيفيكيشن. ماشي عندنا طريقتين، اول حاجه الويز ماس والوزاوت ماس، يعني لو لقيت كالسيفيكيشن ويز ماس تفكر في ايه، وبعد كده في الوزاوت ماس تفكر في ايه. فالويز ماس هيختلف حسب اللوكيشن اوف ذا ماس، يعني لو لقيت ماس في الفرونتال لوب يبقى دي غالبا ايه؟ اوليجودندروجليوما. طب في التمبرال لوب خصوصا لو سيستك فيها مارجنال كالسيفيكيشن اللي هي جانجليوجليوما. طب لقيت ماس في الفرونتال هورن هندخل بقى دولت الاثنين انتر اكزيال. طب لو في انتر فنتريكلر لو لقيت ماس في الفرونتال هورن كالسيفايد غالبا طبعا صاب ابندمال جاينت سيل استروسايتوما في واحد عنده ايه؟ تيبرس سكليروز. طب في البادي اتاتش ذا سيمتوم بلوسدم وفيها سيستيك تشينجز وفيها كالسيفيكيشن هنفكر في سنتر نيوروسايتوما. طب في الفورث فنتريكل لو فكر لو لقينا كالسيفيكيشن هنفكر اكتر في الابندايموما اكتر من الميدالوبلاستوما. طب في السوبرا سيلر ماس لو لقينا سوبرا سيلر ماس وفيها ريموف كالسيفيكيشن بالمنظر ده زي الثلاث حالات دول هنقدر نفرق بينهم ازاي؟ بالدنسيتي، لو هي سيستيك دنسيتي يبقى دي طبعا كرينيو فارنجيوما، طبعا لو هايبر دنس هنفكر في انيوريز، طب لو ايزو دنس اكتر حاجه طبعا الماكرو ادينوما. طب ليه يا دكتور مش حاطط المننجيوما؟ المننجيوما ما بيبقاش ريموف كالسيفيكيشن بالمنظر ده، يبقى يعني ديفيوز كالسيفيكيشن سنترال لكن مش ما بتعملش ابدا مارجنال كالسيفيكيشن. طبعا الاكسترا اكزيال ماس كالسيفايد ماس على طول خلاص ده ما عندكش غير الايه؟ المننجيو. يبقى ده الديفرنشال دياجنوزيس اوف انتراكلينيال كالسيفيكيشن ويز ماس. طب وزاوت ماس بقى هنقسمها ازاي؟ اول حاجه لو بايلاترال ماشي لو جاي ريفورم او لو فوكال كالسيفيكيشن. لو بايلاترال كالسيفيكيشن واخد الديب جراي ماتر واخد الوايت ماتر هنفكر طبعا في الميتابوليك ديس اوردرز وخصوصا الباراثيرويد ديس اوردرز. سواء هايبر باراثايروديزم او هايبو باراثايروديزم او سودو هايبو باراثايروديزم كلهم بيعملوا انتراكلينيال كالسيفيكيشن، ده اهم حاجه الصراحه. طب لو لقيت في طبعا فيري رير كالسيفيكيشن
بيجي عند الكورتيكو وايت ماتر انترفيس بالمنظر ده او جوكس كورتيكال بيحصل بوست راديشن اسمها مينراليزنج مايكرو انجيوبسي فيري رير يعني. يعني من الاثنين دول بقى اللي هم البري فنتريكولار كالسيفيكيشن، واحده فيهم تيوبروس سكليروز والثانيه ترش انفكشن، ازاي تفرق؟ لو لقيت برين اتروفي يبقى ده طبعا ترش انفكشن، تيوبروس سكليروز نوت اسوشيتد وذ برين اتروفي. صحيح الطفل بيبقى منتالي ريتاردد لكن مفيش برين اتروفي، فالبرين اتروفي ده يقول لك ان العيان ده عنده ترش انفكشن. لو لقيت مايجريشن ديس اوردر، لو لقيت سيريبيلر هايبوبليزيا، لو لقيت حتت من الوايت ماتر فيها لوكوماليشيا، كل ده يقول لك ان ده ترش انفكشن. اوكي خلاص، يبقى الاثنين بريفنتريكولار، يا اما ترش انفكشن يا اما تيبرس كلوز. نيجي بقى للجاي الفورم كلاسيفيكيشن. لو فوكال غالبا بتبقى ايه؟ كرونيك انفكشن وحصل فيها كورتيكال لامينر نيكروز، بيعمل لك جاي فورم كلاسيفيكيشن. طب لو واخد سيريبرال هيمسفير بالكامل، أو طبعا هنفكر في الاشتير جوبر سندروم اللي بيبقى معاها ليفت سيريبرال، بيبقى معاها سيريبرال هيم اتر. اوكي يبقى جاي فورم كلاسيفيكيشن، لو فوكال كرونيك انفكشن و كورتيكال لامينر نيكروز، لو هيمسفيريك يبقى اشتير جوبر سندروم. اوكي طب لو لقينا الفوكال لو لقينا الكلاسيفيكيشن ده فوكال يعني لا بايلاترال ولا جاي فورم، هنفكر في حاجتين، يا اما فاسكولار مالفورميشن يا اما كالسيفايد جرانيولوما. تفرق بينهم ازاي؟ الفاسكولار مالفورميشن غالبا هتلاقي فيه ادجيسن انسيفالوماليشيا نتيجه للستيل فينومين. طبعا انت عارف مع الفاسكولار مالفورميشن البلد بيهرب من الارتريز للفينز على طول وما بيعديش على الكابيلاريز، فده بيعمل اسكيميا، والاسكيميا دي تعمل انفاركشن بعد كده جلايوزس. فغالبا لما تلاقي كالسيفايد فاسكولار مالفورميشن غالبا هتلاقي فيه ادجيسنت جلايوز. طب لو ما لقيتش يبقى ده غالبا جرانيولوما. عندك احتمال الاثنين، يا اما تيوبركلوما يا اما سيست سيركوز. ازاي تفرق بالعدد؟ يعني التيوبركلوما حتى لو مالتيبل مش هتلاقي واحد اكتر من اثنين في نفس المقطع، ماشي؟ يعني لو حتى مالتيبل جرانيولوماس في التي بي لا يمكن تلاقي اكتر من اثنين في نفس المقطع، لكن السيست سيركوز هتلاقي اكتر من 10 في نفس المقطع. يبقى ده اهم فرق بين السيست سيركوز والتيوبركلوما هو العدد. اوكي يبقى ده الايه؟ differential diagnosis في intracranial calcification. قلنا with mass according to the location of the mass، وال without mass على حسب برضو distribution بتاعه bilateral ولا localized ولا focal. okay. هنخش بقى على differential diagnosis في intracranial enhancement. طبعا الباثولوجيكال في حاجات طبعا physiological بيحصل فيها intracranial enhancement، طبعا انتوا اكبر من كده، دي سؤال first يعني، زي مثلا الديورة والكولويد بلكسس والبلود vessels، دي كلها ممكن يحصل فيها فيسيولوجيكال انهانسمنت، لان والبيتيوتري جلاند والباينيال جلاند لان ما فيهمش بلود برين بارير. خلاص لكن انت طبعا لو سالت هتساله في الباثولوجيكال انهانسمنت، فعندي الباثولوجيكال انهانسمنت حاجه من الاثنين، يا اما مننجيال يا اما برينج. المننجيال في الباكي مننجيال وفي الليبتو مننجيال. الباكي مننجيال اللي هي الباكي مننجيال يعني الديورال انهانسمنت، والليبتو مننجيال اللي هي البايا والاراكنول. ازاي تفرق بينهم؟ الديورا ما بتدخلش جوه الصلصال، لكن البايا بتدخل جوه الصلصال، فلو لقيت الانهانسمنت داخل جوه الصلصال يبقى ده ليبتومنينجيال انهانسمنت، لقيته مش داخل يبقى ده ديورال انهانسمنت. ماشي؟ في انواع مختلفه من البارينكيمال انهانسمنت، جايري فورم، بيريفنتريكولار، سوليد نودولار، ورينج انهانسمنت، هنقول كل واحد فيهم على حده. هنبدا بالايه؟ بالمننجيال. لما تلاقي باك مننجيال انهانسمنت لو لوكالايز اكتر حاجه طبعا تفكر فيها المننجيوم، لكن لو ديفيوز اكتر حاجه بتعمل ديفيوز انترا باكي مننجيال انهانسمنت هي ايه؟ انترا كرينيال هايبوتنشن. الناس بقى بوست اوبراتيف او مركب فنتريكولو برتونيال شام، فالبريشر جوه البرين بيقل، فبتلاقي دايما معاه ايه؟ ديفيوز باكي مننجيال انهانسمنت. ممكن تلاقي كمان معاه سب ديورال هيماتوما. اوكي طب لو مالتيبل بقى، لو مالتيبل ديورال نفكر في ايه؟ اول حاجه تفكر فيها المالتيبل مننجيوماتا برضه، يعني مننجيوما ومالتيبل. طب ايه تاني؟ الميتاستاسيز، ديورال ميتاستاسيز، اللوكيميا، الليمفوما، ساركويدوزيس، كل ده ممكن يعمل مالتيبل نودولار ايه؟ انهانس. طب الليبتومنينجيال انهانسمنت الحمد لله الديفرنشال دياجنوز بتاعها قليل، حاجه من الاثنين، يا اما ليبتومنينجيتس يا اما ايه؟ يا اما سيدلينج ميتاست، يا اما ده انفكشن يا اما سيدلينج ميتاست. هل من الايمجنج ده تقدر تفرق؟ لا، الاثنين شبه بعض بالظبط، الاثنين بيعملوا ليبتومنينجيال انهانسمنت، يا اما تلاقي ماس يا اما تلاقي ساين ثانيه يعني ان انت ان العيان ده عنده انفكشن. طب البارينكيمال انهانسمنت قلنا الجاي ريفورم والبريفنتريكولار والنودولار انهانسمنت والرينج انهانسمنت، ده اهم واحد، ده دايما اللي بيتسال. لما تسال رينج انهانسمنت ما تقوليش والنبي ابسس وميتاست، لا قسمها خليك جدع يعني. في ريجولار رينج انهانسمنت، في ريجولار رينج انهانسمنت، في
في incomplete ring enhancement, في ring enhancement اسمه mural nodule. Final differential diagnosis بتاع الوقت. الجايروفورم انهانسمنت طبعا بيحصل مع السب اكيوت انفكشن اللي هو اللكشري برفيوجن، هتعرفه ازاي؟ غير ان هو جايروفورم هتلاقيه دايما ان هو واخد فاسكولار تريتوري. اوكي؟ طيب البريفنتريكل انهانسمنت زيه زي الليبتومنينجيال انهانسمنت اللي بيعملوا حاجتين، الانفكشن بس ساعتها بدل ما هنقول ليبتومنينجيتس او منينجيتس هنقول هنا فنتريكولايتس، وبرضه الايه السيدلينج ميتاستاسيس، وساعتها هنقول هنا في سب ابندمال اكستنشن، هنغير الاسم بس الباثولوجي هما الاثنين واحد، اما انفكشن يا اما ميتاسيس. خلاص. طب السوليد نودولار انهانسمنت في عندنا حاجتين، يا اما ميتاسيس يا اما جرانيولوما. الميتاسيس طبعا بتبقى عند جري وات انترفيس وغالبا بتبقى مالتيبل، برضه الجرانيولوما الايديما حوالين الميتاسيس بتبقى ديسبروبورشنت مع السايز، يعني هتلاقي سمول فوكال ليجن كده وحواليه ايديما كتيره غير عكس الجرانيولوما شويه. خلاص. طب نيجي بقى للرينج انهانسمنت. لو ريجولار رينج انهانسمنت عندك احتمالين لا ثالث الامر اللي هم ابسس وميتاسيس. خلاص. هتفرق بينهم ازاي؟ طبعا بفيلم الديفيوجن، اللي معاه ريستريكت ديفيوجن هيبقى الابسس. طب الريجولار رينج انهانسمنت غالبا جليوما طبعا، او خصوصا الهاي جريد جليوما او جلايبلاستوما مالتي فور، برضه الميتاسيس احيانا بتبقى الريجولار، يعني خد بالك. يعني هتفرق بينهم ازاي؟ بالفيلم البرفيوجن لو انت اتزنقت. طب الانكمبليت رينج انهانسمنت طبعا ده ايه؟ في مفكتف ام اس. الرينج انهانسمنت وذ ميورال نيديول عندنا ثلاث احتمالات بيختلفوا حسب الايج. لو طفل صغير يبقى هنقول بايلوسيتيك استروسيتوما، لو ادلت يبقى هيمانجيوبلاستوما، لو اولد ايج يبقى سيستيك ميتاستاسيس. ماشي. دي الاشكال المختلفه برضو قلت اجمعها لكم، الهايبوكسيك اسكيميك انسيفالوباسي في الاطفال. عندنا حاجه من الاثنين، يا اما مايلد يا اما سيفير. المايلد بياخد بريفرال باتر والسيفير بياخد سنترال باتر. سنترال باتر يعني ايه؟ بياخد البيزال جانجليا والثلاماين. بياخد ايه في البيزال جانجليا؟ بياخد البستير بيوتامين والفنترو لاترال سالاموس. طبعا دي عايزه بقى شرح ان احنا نقعد نشرح الاناتومي ازاي السالاموس بيتقسم، بس هنحفظها هنا البستير بيوتامين والفنترو لاترال سالاموس. اوكي. باين قوي هنا في ريستريكتد ديفيوجن، واحيانا ياخد حاجه اسمها البيرولاندك كورتكس، ده برده من ضمن السنترال بقى. نيجي بقى للمايلد. يعني المايلد على حسب، يعني السيفير ده ما بيفرقش هل الطفل ده بري تيرم ولا فول تيرم، هياخد السنترال باترن دي، هياخد البيوتامين او الثلامين. طب لو مايلد هايبوكسيك اسكيميك انسفالوباسي على حسب الايدج بتاعه، لو هو فول تيرم بيعمل لنا ووتر شيد انفكشن بالمنظر ده. طبعا انتوا عارفين الفاسكولار تريتو بنقسمها بالخطوط دي. اوكي. دي الانتيريور سيريبرال فاسكولار سيريتري، ودي الميدل، ودي البوستيرور، اللي ما بينهم بقى اسمها الووتر شيد اريا. فمع الهايبوكسيك اسكيميك انسفالوباسي الانفاركشن بيحصل في الووتر شيد اريا بالمنظر ده. وده بيحصل امتى؟ لو الطفل ده ايه فول تيرم. ده لو بري ماتيور طبعا دي كلنا حافظينها، اللي هي بيري فنتريكو وايت ماتر فوليوم لوس، ماشي، والريجولار فنتريكولار وول، بتحصل في الاطفال بري ماتيور اللي هي ايه بيري فنتريكولار لوكوم مانيشن. يبقى دي الهايبوكسيك اسكيميك انسفالوباسي. برضه الديفرنشال دياجنوز ده مهم جدا وبيجي كتير، اللي هي ديس اوردرز اوف كورتيكال ديفلوبمنت. انا مش عايزك تحفظ الستيجز هل هي بروليفريشن ولا مايجريشن ولا اورجنايزيشن، لكن تحفظ كل واحده على حده يعني. ماشي. البروليفريشن اول واحده دي غالبا بتبقى مايكروليسينسيفالي اللي هي ايت شيب برين بارينكيما او فيري سموث برين سيرفيس. اوكي. يا اما مثلا انكريز بروليفريشن صوره اللارج سيريبرال هيمسفير والفنتريكل بيبقى دايليتد، يعني ده كاركترستيك قوي ان الفنتريكل بيبقى دايليتد في الهيمسفير الكبير، وطبعا بيبقى معاه كورتيكال سيكننج، فدي هيميميجال انكيف. احيانا بيحصل هامارتوماتوس بالريفليشن اللي هي ايه، تلاقي فيه ابنورمال جري وايت ماتر انترفيس، واحيانا توصل للفنتريكل اسمها ترانس مانتل ساين، والباثولوجي اسمه ايه فوكال كورتيكال ديسبليزيا، نوع برضو من الكورتيكال ديفلوبمنتال ديسبر. ثواني عشان احنا وقفنا عند الفوكال كورتيكال ديسبليزيا والترانس مانتل ساين اللي هي ابنورمال سيجنال جايه من جري كورتيكال جري ماتر لحد الفنتريكولار سيرفيس. في برضو بقى نوع بقى من نيو بلاستيك بروليفريشن نيو بلازم، بس هي نوع من المايجريشن ديسوردر اللي هي ايه
طبعا بيبقى كورتيكال وسب كورتيكال وليها بابلي ابيرنس ونون انهانسنج ان بوست كونتراست ايمجز اللي هي دي ايه دي نت ديس امبريوبلاستيك نيورو اثيريال تيوب. خلاص نيجي بقى خلصنا البروليفريشن نيجي للمايجريشن ديسوردر. انا ما يهمنيش تحفظ الستيج بس تبقى عارف كل واحده على حده يعني. خلاص نيجي بقى للمايجريشن ديسوردر الباكي جايريا اللي هي ايه مالتيبل او فيو برود جايراي ويز كورتيكال ثيكنينج ماشي. ده نوع فيري رير من الباكي جايريا اسمه كابل ستونلس انسيفال. ان الانر سيرفيس بتاع الكورتكس هو اللي بيبقى الريجولر مش الاوتر سيرفيس. ده فيري رير يعني معاه زيجزاج شيب برين ستيم يعني انوماليز ثانيه بس ده فيري رير. نيجي بقى للاكتوبيك مايجريشن. خلاص عندنا في منه نوعين يا اما نودولار يا اما بان. النودولار في منه كذا نوع منه يعني ممكن يبقى لوكلايزد او ديفيوز. خلينا في ده هو ده الموست كومن اللي هو سب ابندمان نودولار هيبت اتيروتوبيا. خلاص لكن الباند ما فيش منه غير سب كورتيكال. طيب بالمنظر ده سب كورتيكال باند هيتيروتوبيا. اخر ديس اوردر اوف كورتيكال ديفلوبمنت اللي هو اورجنايزيشن احيانا بياخد الكورتكس بس اللي هو ايه البولي مايكرو جايريا احيانا بياخد الهول كورتكس بيبقى فيه سي اس اف كليفت ما بين السب اراكنويد سبيس والثيكا سيستم. طبعا دي مشهوره قوي اللي هي ايه الشيزن سيفل دي طبعا اوبن ليب ودي كلوزد ليب. ازاي الفرق بين الباكي جايريا والبولي مايكرو جايريا كبير جدا يعني. هو طبعا دي فيو فلات جاي فلات برود جايراي ودي مالتيبل سمول جايراي بس في فروق بينهم اهم يعني. اول حاجه ان البولي مايكرو جايريا غالبا بتبقى لوكالايز لكن الباكي جايريا ديفيوز على الاقل بتاخد اثنين لوبس يعني تاخد فرونتال وبرايتال. لكن البولي مايكرو جايريا لوكالايز تبقى بيري سيلفيان وممكن تبقى يونيلاترال. فانت لو لقيت يونيلاترال مايجريشن انومالي مش هتنفع تكون باكي جايريا هتكون فقط بولي مايكرو جايريا. دي برضو انومالي ثانيه لو انت خدت بالك هنا في ابسنت سبتم باللوسدا خلاص وهنا باين الاوبتيك كازم هايبو بلاستيك او سمول انسايد يبقى ده سبتو اوبتيك ايه ديسبليزي. طبعا السبتو اوبتيك ديسبليزيا في ناس بتعتبرها المايلد فورم اوف هولوبروزن سيفت. ده طبعا مالتيبل ايمجز ده طبعا نورمال برين بارينكيما سيريبرال هيمسفير ويل سيبريتد الفالك سيريبراي موجود البيزال جانجيا والثلاميس سيبريتد. لكن هنا هنلاقي ايه لان الفرونتال هورن فيوز توجذر وابسنت سيبتم بالاصدم بس الفالك سيريبراي ايه موجود والبيزال جانجلي والسلامين نوت فيوز توجذر فده لوبر تايب اوف هولوبروزن سيفت. هنا طبعا عندنا سنجل فنتريكل خلاص الانتيرو فالكس مش موجود لكن البوستيرو فالكس موجود البيزال جانجليا ممكن تكون فيوز لكن الثلامين نوت فيوز فده سيمي لوبر تايب اوف هولوبروزن سيفلي. ده بقى الالوبر تايب مفيش فالكس سيربراي خالص البيزال جانجلي والثلامين فيوز توجذر وعندي ايه سنجل هيمسفير يبقى ده الوبر تايب اوف ايه هولوبروزن سيفلي. طبعا كل واحده من الهولوبروزنسيفالي بيبقى معاها فيشيا انوماليز مختلفه يعني وكل ما كانت الهولوبروزنسيفالي سيفير كل ما كانت الفيشيا انوماليز مور سيفير. ندخل بقى في الديفرنشال دياجنوستس على في سيستيك ليجن في شويه نورمال فاريانس كده لازم تبقى حافظينهم. طبعا ده كيفام سيبتم بلوزدم وكيفام فيرجي بيبقى فلاسك شيب التريانجلر ان شيب ده بيبقى كيفام فيلم انتربوستم. خلاص برضه في الريترو سيليبرال سيستيك ليجن ده بيبقى ميجا سيسترنا ماجنا. لو لقيت مالتيبل سمول سيست في البيزر جانجليا لازم تفكر في دايليتد فيركاو روبن سبيس كل دولت نورمال فين. لما تلاقي سيست في البرين وهايبر انتنس في التي 1 خلاص ده بانديكيت ان السيست دي ليها هاي بروتين كونتين. حسب اللوكيشن هنشوف الديفرنشال دايجنوز. حسب اللوكيشن نشوف الديفرنشال دايجنوز. لو هي في الروف الثيرد فنتريكل لازم نفكر في الكولويد سيس وخصوصا لما بتبقى ويدجت بتوين ذا فرامنا اوف مونرو. لو في السله يبقى راست كليفت سيس. طبعا دي الموست رير فيهم اللي هي انتيرو تو برونكادا او في الابر سيرفايكال كور اللي هي ايه نيورو انتريك سيس. يبقى دي طب ايه اللي خلى السيس دي ليها هاي بروتين كونتنت لانها كلها تمانية يا شباب. يبقى دي سيس انتراكرينيال سيس واندوديرمال اوريجن
مش شرط كلهم ان انت تلاقي ليهم برايت سيجنال في التي 1، ممكن تلاقي لو سيجنال يعني في التي 1 او سلايتلي ايزوتنس. الكولويد سيست اللوكيشن طبعا كاركترستيك عن الفنتريكل، الراست ليفت سيست في السله، الانتيرو تو ذا مدلة اوبلنجاتا النيورون. السيستيك ليجن اوف ذا بوستيرو فوسا، انومالس سيستيك ليجن اوف ذا بوستيرو فوسا السبيكترم ده برضه مهم. طبعا اول حاجه بتلاقي فيربال هايبوبليزيا في الحاله الاولانيه دي، وفي لارج سيست كوميونيكيتنج وذ ذا فورث فنتريكل، يبقى ده دي هوكر مالفورميشن. طبعا واخد بالك ان البوستيرو فوسا اكسباندد والسيركولار هيروفيلي او الكونفلونس اوف ذا ساينس هنا بتبقى اليفيت. لكن لو لقينا في فيرمان هايبوبليزيا وفي سيست كوميونيكيتنج وذ ذا فورث فنتريكل لكن البوستيرو فوسا نوت اكسباندد خلاص، والستريت ساينس والكونفلونس اوف ذا ساينس في مكانهم الطبيعي، يبقى لازم ايه نقول ده داندي هوكر فعلا. طبعا دي ريرست فورم اوف بوستيرو فوسا اللي هو ايه بدل من هنا بقى بدل ما في ريترو سيربيلر سيست هتبقى انفرا سيربيلر سيست وكوميونيكيتنج مع الزفورت فيندريك برضه، فدي اسمها بيرسيستنت بليكس بقى خلاص، ما بيبقاش معاها فيريمان هايبوبليزيا ولا حاجه، وبرضه دي ما بيبقاش معاها فيريمان هايبوبليزيا بتبقى ريترو سيربيلر سيست بات نوت كوميونيكيتنج وذ ذا فورث فنتريكل، فدي غالبا ميجا سيسترنا. طبعا الانسيدنس اوف هيدروسيفلس 75% مع الداندي ووكر مال فورميشن، 25% مع الداندي ووكر فاريانت، 100% مع حالات البرسيستنت بليكس باوتش خلاص، لكن الميجا سيسترنا ماجما نوت اسوشيتد وذ هيدروس. هنيجي بقى للديفرنشال دايجنوز اوف سوبرا سيلر سيستيك ليجنز ماشي. لو هي سي اس اف ايكويفالنت سيجنال في كل البالس سيكونس يبقى اركنويد سيست، لو معاها ريستريكتد لو لقينا سوبرا سيلر سيست ومعاها ريستريكتد ديفيوجن يبقى نفكر في ابيدرمويد سيست خلاص. لو فات سيجنال فات سيجنال زي بالمنظر ده نفكر في درمويد سيست. لو ليها يعني برايت سيجنال في التي 1 او لقينا في التي 2 ان ليها انترا سيستيك نيديول بالمنظر ده هنفكر في راسك ليفت سيست. لو مالتي لوكولار سيست في السوبرا سيلر ريجن وخصوصا طبعا لو طفل صغير مع ان ليها سكند بيك يعني، او لقيت معاها كالسيفيكيشن هنفكر في كرينيو فارنجيوما خلاص. لو لقيت ليها يونيلوكولار سيست وليها ثيك انهانسنج وول هنفكر في سيستيك ماكرو ادينوما، وخصوصا لو لقيت معاها هيموريج او لقيت فلويد ليفل هتفكر في سيستيك ماكرو ادينوما، يبقى ده الديفرنشال دايجنوز اوف سوبرا سيلر سيست. البوستيرو فوسا سيست الاكسترا اكزيا سيست ماشي. لو لقيت بريبونتاين سيستيك ليجن اوف سي اس اف ايكويفالنت سيجنال يبقى ده اركنويد سيست. لو لقيتها برايت في التي 1 احنا قلناها اللي هي النيورو انتريك سيست. لو لقيت رو ريترو سيربيلر يبقى ريترو سيربيلر اركنويد سيست، لو كوميونيكيتنج يبقى ده دي اوكر فاريان. لو لقيت سيستيك ليجن في السي بي انجل نفس الكلام سيجنال سي اس اف ايكويفالنت سيجنال انتنسي يبقى اركنويد سيست. لو لقيت معاه ريستريكتد ديفيوجن يبقى دي ابيدرمويد سيست. لو لقيت الانترا اكزيال بقى بوستير فوسا سيست احنا قلنا ايه السيستيك ليجن وذ ميورال نيديول، لو طفل صغير يبقى دي بايلوسيتيك استروسايتوما، لو ميدل ايج يبقى هيمانجيو بلاستوما، وخصوصا لو لقيت في التي 2 مالتيبل في الساي اوف سيجنال فويد نتيجه للهاي فاسكولاريتي، لو اولد ايج يبقى هتفكر في ايه طبعا الفاسكولار مال فورميشن احسن حاجه بتبان فيها الجريديان ماشي، او الاس دبليو اي دلوقتي افضل، كل دول اس دبليو اي بيبين الفاسكولار مال فورميشن اوف ذا برين فيري ايزلي. دي كل انواع الفاسكولار مال فورميشن تقريبا خلاص. لو لقيت مالتيبل ليجن راوندد احيانا بيبقى ليها لوبيوليتد سيرفيس خلاص، دي غالبا كافرنوما. في واحده شبه الكافرنوما بالظبط تيجي في البرين ستيم بس الكاركترستيك انها بتبقى سنجل، عمرها ما تبقى مالتيبل ابدا، اللي هي ايه كابيلاري تلانجكتيزيا خلاص. دي واحده زي اللي عامله زي الشجره دي او كابيت مودوز ابيرنس دايليتد ميدالا ريفين، وفي برانشز درينك في الدايليتد ميدالا ريفين يبقى دي اسمها ايه فينوس انجيوما خلاص. دي صعبه شويه بس هي بتيجي، بيبقى فيها هيمي اتروفي فيها دايليتد فينز في المننجيز ومعاها دايليتد ميدالا ريفينز واصلين لحد الكرويد بليكس، دي الاشترج ويبر لما بتشوفها في الاس دبليو اي او حتى في الكونتراست ممكن هتشوفها برضو بالمنظر. نيجي بقى الاثنين دول صعبين يعني، دي سهله شويه في نايدس طبعا ماشي، في دايليتد ايه فينوس كولاترال
او درينينج فينز في الكورتيكال فينز والسب دي والسب ابيندمال فينز بدي ارتيريو فينس مال فورميشن. دي سهله، لكن دي بقى هي الصعبه بقى اللي هي ارتيريو فينس فيستولا، بتلاقي دايليتد فينز في السب اراكنويد سبيسز بس مش بتلاقي معاها نايدس، فده ديورال ارتيريو فينس فيستولا. اللي بياخدوا انهانسمنت منهم قليلين يعني او اقل منهم، يعني الكافيرنس الكافيرنس مال فورميشن او الكافيرنوما داز نوت انهانس، والاي في ام برضه او البايل اي في ام داز نوت انهانس، لكن بقيه الحاجات ممكن تلاقي فيها انهانسمنت، يعني الكابيلر ترانجكتيزيا انهانس، الفينس انجيوما بتنهانس، الاشتير جوبر سندروم طبعا هتلاقي فيها ليبتو مننجل انهانسمنت، والكرويد بليكسس الابسي لاترال كرويد بليكسس هتبقى انهانسنج وانلارجنج. خلاص الاي في اف برضه ممكن تلاقي الفينس فيها انهانس. ايه الفرق بقى بين الاي في ام والاي في اف اللي احنا عاملين نقوله؟ احنا قلنا الاي في ام اول حاجه فيها نايدس، لكن الارتيريو فينس فيستولا ما فيهاش نايدس. الاي في ام غالبا بايل بتاخد سبلاي من الانترنال كاروتيد ارتري، لكن الاي في اف غالبا ديورال بتاخد سبلاي من الاكسترنال ايه كاروتيد ارتري. دي اهم فرقين ما بين الاي في ام والاي في اف. طبعا الانيوريزم يعني كتشخيص سهل، بس هو بيبقى يعني مدخل لاسئله تانية بقى، ان انت يقعد يسالك في الفاسكولار اناتومي وبتاع. ماشي، فده انترنال كاروتيد انجيوجرام وده انترنال كاروتيد ارتري انيوريزم. خلاص ده برضو انترنال كاروتيد انجيوجرام، ده انتروبوستير فيو وده لاترال فيو. خلاص ده طبعا الانتيرو سيربرال ارتري وده الميدل سيربرال ارتري. امال الانيوريزم ده فين؟ ما بين الرايت الليفت والرايت انتيرو سيربرال، فده في الانتيرو كوميونيكيتنج ارتري، يبقى ده انتيرو كوميونيكيتنج ارتري انيوريزم. ده الموست كومن تايب اوف انيوريزم هو الانتيرو كوميونيكيتنج ارتري. خلاص ده اللي طالع بقى من البوستيرو سيرفيس، هو البوستيرو كوميونيكيتنج ارتري انيوريزم، بيطلع بعد الاوفثالميك ارتري على طول. ماشي، ده برضه بوستيرو كوميونيكيتنج ارتري انيوريزم. ده بقى ايه؟ طبعا ده مش انترنال كورت انجيوجرام، ده فيرتبرو بازلر انجيوجرام، وده بازلر تيب جاينت انيوريزم. ده الموست كومن لوكيشن اوف جاينت انيوريزم. كلمه جاينت انيوريزم يعني الانيوريزم اكبر من 2.5 سم، والرقم مهم لازم تبقى حافظه. خلاص لما تلاقي انيوريزم اكتر من 2.5 سم يبقى ده اسمه جاينت انيوريزم. الموست كومن لوكيشن هو البازلر تيب، ده طبعا برضه فيرتبرو بازلر انجيوجرام، بس الانيوريزم هنا طالع من البرانش اللي طالع من الفيرتبرا. طبعا احنا عارفين البرانشات البوستير الفاصه اللي هم البايكا والايكا والسوبيرو سيربيلا. البايكا طالع من الفيرتبرال والايكا طالع من نص البازلر والسوبيرو سيربيلر طالع من اخر البازلر قبل البايفوركيشن، قبل الترمينال بايفوركيشن انتو بوستيرو سيربيلر. فطبعا الانيوريزم اللي طالع من البرانش اللي طالع من الفيرتبرال يبقى ده بايكا انيوريزم، لكن اللي طالع من نص البازلر احنا قلنا يبقى ده ايه؟ ايكا انيوريزم. اللي طالع من اخر البازلر فوق ماشي يبقى ده سوبيرو سيربيلر ارتي انيوريزم. الانسيدنس اوف انيوريزم سؤال مهم طبعا. الانتيرو سيركيوليشن بيبقى 90% والبوستيرو سيركيوليشن 10%، اهمهم طبعا الانتيرو كوميونيكيتنج ارتري انيوريزم ده الموست كومن 40%. السوبرا كلاينويد انترنال كاروتيد ارتري 30% والميدل سيربرال ارتري بايفركيشن 20%. لكن الانسيدنس بقى اوف جاينت انيوريزم، احنا قلنا جاينت انيوريزم ده الايه؟ اكتر من 2.5 سم، بتختلف بقى شويه. يعني تلاقي البوستيرو سيركيوليشن تبدا تظهر اكتر مع الجاينت انيوريزم، يعني دي كانت 90 و10%، هنا ايه 65 و35%، 35% من الجاينت انيوريزم في البوستيرو سيركيوليشن. خلصنا السي ان اس، هندخل على السباين. ده برضو اسئله كلها مهمه، يعني الحاله دي جت قبل كده، بيبقى فيه طبعا ابسنت لور سيكرال سيجمنت وبلانتد ايه كونس مدلارس. كونس مدلارس بدل ما هي منتهيه بيبقى شارب كده، لا بتبقى بلانتد. طبعا ده ايه؟ سيكرال اجينيس، ده تايب 1. خلاص في نوع تاني من السيكرال اجينيس او ده تايب 1 تاني؟ ثواني كده يا شباب. ده النوع الاولاني من السيكرال اجينيس او كودا ريجريشن سندروم اللي بيبقى فيه بلانتد ايه كونس مدلارس. في النوع التاني رير بقى بالمقارنه بالتايب 1 ده، ان هو الكونس مدلارس بيبقى الكورد بيبقى تيزر، ممكن يبقى معاه سرينجوميليا او معهاش، المهم يبقى تيزر كورد معاه الايه؟ مع السكرال اجنسي، يبقى ده تايب 2. السؤال ده مهم. خلاص. طبعا دي ايه واضحه قوي ان انت عندك اثنين هيمي كورتس في الاكزيال. ماشي؟ فدي اسمها ايه؟ دايستيماتوميليا. كمان معاها انومالي ثانيه في ساينس ثانيه هنا.
هتلاقي السيكل ساك تنت شيب عامل زي الخيمه، فدي اسمها دورسال ديرمال ساينس مع الدايستماتوميليا. الدايستماتوميليا برضه سؤال مهم، في منه نوعين، يا اما في بوني ريدج وتو سيبريت ديورال ساكس يبقى تايب 1، يا اما تايب 2 اللي هو نو بوني ريدج والسنجل ديورال ساك والاثنين هيمي كورتس موجودين في سنجل ديورال ساك يبقى تايب 2 اوف دايستماتوميليا. دي بقى اسمها ايه؟ دي لايبو مايلو سي. الكورد طبعا تيزرد وفي جوكستا كورتيكا جوكستا ميدالري لايبوما خلاص وكونتينوس مع السب كوتينيوس فات يبقى اسمها لايبو مايلو سي. دي برضو الكورد تيزر وفي ديفكت هنا بوستيريور نيورال اش ديفكت والليبتو مننجيس هيرنيتنج الباول ارتنويد في ريترو سيربيلر سيست، بس السيست دي كفر بسكين وسب كوتينيوس فات فدي مننجو سيل خلاص. ليه مننجو سيل؟ اوريكم كده في الحاله اللي جايه دي، لان دي مثلا مايلو مننجو سيل. المايلو مننجو سيل دوز نوت يعني داز نوت كفرد باي سكين او سب كوتينيوس فات، لكن المننجو سيل لا بتبقى كفرد باي سكين وسب كوتينيوس فات. يعني المننجو سيل كلوز سباينال ديستروفيز، لكن المايلو مننجو سيل اوبن سباينال ديستروفيز. يبقى دورسال ديرمال ساينس قلناها برضو في حاله الدايستماتوميليا خلاص. يبقى السيكل ساك تنت شيب وفي ساينس، احيانا بيبقى معاها سيست بره بتبقى ابيدرمويد سيست او درمويد سيست، وارد جدا انها تبقى اسوشيتد مع الدورسال ديرمال ساينس. دي انترا ديورال لايبوما برضو خلاص في اخر السباينال كورد برضو بتعمل كورد تيذرنج. دي حاجه برضو اسمها فايبر لايبوما اوف ذا فايلم تيرمينال، ان الفايلم ترمينال بيبقى فيه ايه سمول لايبوما كده صغيره، ممكن يبقى معاها كورد تيذرنج وممكن معاها شيء. ده برضو ايه تيزرد كورد، مهم جدا ان تيزرد كورد نتيجه للثيكنينج اوف ذا فايلم ترمينال. هو نورمال الكورد بينتهي فين؟ عند في الادلت عند اللور بورد اوف ان 1، لكن في التشيلدرن عند ال 2 3 تحت ال 3 يبقى ده تيزرد كورد. ده ايه ده؟ في سيستيك دايلاتيشن وفي في السنترال كانال في الكونس ميدالاس اسمها ايه؟ فيفث فنتريكل خلاص. دي انواع دي تقسيمه السباينال ديسترافيز، الاوبن بس فيهم كل الباقيين دول كلوز ما عدا المايلو مننجو سيل هي الوحيده الاوبن. يعني ايه كلمه اوبن؟ معنى كلمه اوبن سباينال ديسترافيز مش معناها انها في بوستيرو نيور اش ديفيكت، ما كلهم فيهم. معنى كلمه اوبن سباينال ديسترافيز انها داز نوت كفرد باي سكين او سب كوتينيوس فات فاتحه الشارع، لكن كل بين كل السباينال ديسترافيز بيبقى معاها كفرد باي سكين او سب كوتينيوس فات. دي برضو مهمه وجت لي اساسا في الماجستير، ان هو في فيوجن في الـ في الـ في السيرفايكال فيرتبري خلاص. اهم حاجه ان انت ازاي تفرق هل ده كونجينيتال ولا اكوايرد. هو اكوايرد ممكن يحصل اه طبعا بوست انفلاماتري سينستوز او حتى بوست اوبرتي، لو حط بون جرافت هنا هيحصل سينستوزس في الفيرتبري. ازاي تفرق؟ اهم فرق لو لقيت في فيوجن في البوستير اليمنتس يبقى ده ياكد طبعا ده اكيد كونجينيتال، لان لا الانفلاماتري ولا البوست اوبرتيف هيحصل فيوجن في البوستير اليمنت ماشي. في فروق ثانيه طبعا اللي هي شورت انترو بوستير ديامتر وكونكيف انتيرو سيرفيس ماشي، لكن اهم فرق اللي يعني فيري شو ان انت لما تلاقي فيوجن اوف ذا بوستير اليمنتس يبقى ده كونجينيتال سينستوز. لو لقيت طبعا مالتيبل ليفلز اوف سينستوز هتفكر هتقول ان دي كليبل في الانوما. في انوماليز ثانيه طبعا في الفيرتبرا زي دي اسمها باتر فلايز الفيرتبرا، بيبقى فيها سنترال ديفكت في الفيرتبرا ماشي. دي برضو انوماليز ثانيه دي اسمها هيمي فيرتبري، دي فورميشن انومالي ان الفيرتبرا الجزء بتاعها الثاني ما اتكونش. احيانا بيبقى في دي اسمها فورميشن انومالي، احيانا بيحصل حاجه اسمها سيجمنتيشن انومالي ان الفيرتبري تلحق نوع من السينستوزس برضو خلاص. فدي برضو هيمي فيرتبري بس ايه سيمي سيجمنتد هيمي فيرتبري. يعني ايه سيمي سيجمنتد؟ يعني مفصوله من ناحيه ولحمه من الناحيه الثانيه. يبقى دي هيمي فيرتبرا عاديه كومبليتلي سيجمنتد، لكن دي سيمي سيجمنتد هيمي فيرتبرا. احيانا بتبقى لحمه من ناحيتين اسمها نون سيجمنتد هيمي فيرتبرا او انكارسريتد هيمي فيرتبرا خلاص. هي دي انكارسريتد هيمي فيرتبرا. ده برضه الحالتين دول مهمين قوي، يعني ازاي تفرق بينهم ان هنا الاودونتوي بروسيس هنا سيباريتد وهنا سيباريتد، بس هنا المارشن بتاعت السيبريتد اونتوي بروسيس سموث ويل كورتيكيتد
فدي طبعا اس اودونتويديوم، لكن ده طبعا بوست تروماتيك باين ان هي الريجولار خلاص، فده بوست تروماتيك لكن ده اس اودونتويديوم. برضه حاجه تانية مع الاس اودونتويديوم ان انت ممكن تلاقي معاها هايبرتروفي اوف ذا انتيرو ارش اوف اطل، يعني شايف هنا الانتيرو ارش قد البوسير ارش، لكن هنا في الحاله دي الانتيرو ارش اكبر بكتير جدا من البوسير ارش، ده بيبقى دايما اسوشيتد مع الايه؟ مع الاس اودونتويديوم. هنا في بيكنج في الفيرتبرا، طبعا الحاجات اللي بتعمل بيكنج مهم جدا تبقى حافظ الليسته اللي هم ايه؟ الاكوندروبليزيا والميوكوبوليسكاريدوز، طبعا الميوكوس طب هو اللي بيعمل سنترال بيكنج خلاص. ايه تاني؟ بس هم دول تقريبا، او في حاجه ثالثه بتعمل البيكنج في الفيرتبرا، اه الكريتينيز ممكن يعمل بيكنج برضه في الفيرتبرا. اللي بيعمل سكالوبنج بقى في الفيرتبري خلاص، ايه اسباب السكالوبنج؟ ممكن تلاقي انترا ديورال ماس، تظهر لو نيورو فايبروما طبعا بتعمل سكالوبنج في الاول، ابن دايموما بتعمل سكالوبنج في البوستيرور اوف ذا فيرتبري، الديورال اكتيزيا في الناس اللي عندهم نيورو فايبروماتوزس او مارفان سندروم برضه معاه ديورال اكتيزيا فبيعمل ايه؟ بوستيرو سكالوبنج في الفيرتبري. الاكوندروبليزيا برضه معاها سكالوبنج، ليه؟ عشان بيبقى في رينارو سباينال كانال، سباينال كانال ضيقه جدا في طفل صغير، فالسباينال كورد مش لاقي مكانه الديورال ساك، فبيقعد يعمل سكالوبنج في البوستيرور كورتكس او ذا فيرتبرال بارت. برضه الميوكوبوليسكاريدوزيس ممكن برضه هتلاقي فيه بوستيرور سكالم في الفيرتبرا، مع ان السباينال كانال مش ضيقه ولا حاجه، لكن هتلاقي فيه سكالم. الانتيرور سكالبنج طبعا اقل بكتير وما بيتسالش زي البوستيرور سكالوبنج، يعني اللي بيعمل انتيرور سكالبنج في الفيرتبرا مثلا اورتيك انيوريزم، لو في لينف نود في عيان عنده لينفوما ممكن تلاقي فيه انتيرور سكالبنج. التي بي الانتيرور تايب اوف تي بي بيعمل انتيرور سكالبنج في الفيرتبرال بارت. ده سؤال طبعا مهم جدا وبيجي على طول، اللي هو ايه؟ فيرتبرا بلانا او فلات فيرتبرال بارت. طبعا في طفل صغير اهم حاجه طبعا في الاطفال الصغيرين اللي بتعمل فيرتبرا بلانا هي الايزينوفيليك جرانيوم. المشكله ان هم بعد ما يعني جت حاله فيرتبرا بلانا، وطبعا كل الناس قالت ايزينوفيليك جرانيوم، قالوا ايه كمان؟ ايه كمان يعمل فيرتبرا بلانا في الاطفال؟ لازم تقول ليمفوما، برضه الليمفوما ممكن تعمل فيرتبرا بلانا في الاطفال. اوكي؟ في الادلت بقى، في الناس الكبار قوي العواجيز يعني اللي عندهم اوستيوبروزس، احيانا بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم فراكشر في الفيرتبرا نتيجه الاوستيوبروز. بعد كده بعد ما بيحصل فراكشر يحصل ايه؟ يحصل افاسكولار بون كروز في الفيرتبرا، وتلاقي فيه فاكيوم كليفت جوه الكولابس فيرتبرال بطن خلاص، اللي انت شايفه ده الخط الاسود ده، ده اسمه ايه ديسيز؟ ده اسمه كاملز ديسيز، بوست تروماتيك اوستيوبروتيك افاسكولار بون كروز اوف ذا فيرتبرال بون. ده على فكره نقطه يعني مش قليل، يعني بنشوفه على طول خلاص. مشكلته ان انت لو عملت بون سكان هتلاقي فيه انكريز ذا ابتيك، انت لو لقيت فيرتبرا بلانه وفي واحد كبير هتقول ولقيته مالتيبل، ممكن تشك ان هم ميتاسيس، تعمل لهم بون سكان تلاقي انكريز ابتيك، وده بيحصل قدامي شفته يعني. لكن الكاركترستيك ليها بقى ازاي تفرق؟ ان انت تلاقي فيه ايه؟ فاكيوم كليفت جوه الفيرتبرال بادي، انت طبعا متعود على الفاكيوم كليفت جوه الديسك، لكن لو لقيته جوه الفيرتبرال بادي يبقى ده باثوجينومونيك للكاملز ديسيز او بوست تروماتيك اوستيوبروتيك افاسكولار بون نكروز. خد بالك برضو الهيمانجيوما، طبعا انت متعود على الهيمانجيوما اللي بتبقى برايت في التي 1 نتيجه انها تكون فات كونتينيك، احيانا تبقى نون فات كونتينيك ماشي، فلو عملت فيرتبرا بلان او نون فات كونتينيك هيمانجيوما هتقول دي متاسس على طول، ازاي تفرق؟ انا هقول لك بقى ازاي. في التي 2 الهيمانجيوما حتى لو كانت نوت فات كونتيننج بتبقى شايني برايت، لكن المتاستاز عمرها ما تبقى شايني برايت في التي 2 خلاص، فدي مهمة قوي. يبقى الهيمانجيوما في التي 2 بتنور حتى لو نوت فات كونتيننج، ما تخافش لو لقيتها شايني برايت في التي 2 ده اكيد انها مش متاستاز. برضو اللي بيعمل فيرتبرا بلانا للتي بي خصوصا السنترال تايب بيعمل كولابس في الفيرتبرا، ومعاها طبعا بري فيرتبرال اسس وانترا فاينال ابيدورال اسس. ايه طبعا انواع التي بي مهمه قوي، يعني الانواع مختلفه، ده سؤال مهم جدا. في طبعا اللي هو باراديسكال تايب اللي بياخد الفيرتبرال اند بليتس وممكن ياخد الديسك، في السنترال تايب اللي هو بياخد فيرتبرال بادي زي الحاله اللي فاتت دي، برضه ممكن يعمل لها فيرتبرا بلانا او ما يعملهاش، ومع هنا بيتيورال انهانسمنت. في الانتيرور تايب اللي احنا قلنا بيعمل سكالوبنج للانتيرور فيرتبرال بادي، وفي البوستيرور تايب ده الموست رير بقى اللي بياخد البوستيرور اليمنت ويعمل لك بوستيرور بيدور ابس، ده الموست رير يعني شفته مرة واحدة في حياتي، لكن دولت كلهم بيجوا. أنواع التي بي سبوندايلايتس مهمة. مارجنال باراديسكال تايب، سنترال تايب، أنتيرور سب الأوستيال تايب،
وايه وبوستيرو ابندسيال تايب. ابندسيال اللي جاي من ابندسيس يعني. طبعا اناتومي كده بسيط، ده طبعا الرايت ابر لانج لو، ده الرايت ميدل لانج لو، ده الرايت لور لانج لو، ده الليفت ابر لانج لو، خلاص، وده الليفت لور. هي دولت الثري لوبز على بعض يعني. ده الرايت، رايت ابر، ميدل لور، ده رايت ابر، ده رايت لور، وده الاوبليك فيشر، وده الاوبليك فيشر، وده الهوريزونتال فيشر. اوكي. ايه بقى الحاله دي؟ انا هوصف عشان موضوع الوصف ده عامل مشكله كبيره. في طبعا الليفت لانج فيها ايه؟ الديفايند اوباستي في الليفت لانج. طبعا الابر والميدل وريلاتيفلي سبيرنج اللوب. خلاص؟ عامل سلويتنج ايه؟ الانتير ميديستاين. تمام. عامل سلويتنج ايه؟ للانتير ميديستاين. خلاص؟ لكن البوستير ميديستاين انا اخباره ايه؟ نص الويتد. ازاي؟ ان انا شايف المارجن بتاع الديسيندنج ثراسك اورتا، شايفينه؟ ده الديسيندنج ثراسك اورتا المارجن بتاعه ويل ديفاين، فده اكيد مش عامل له سلويتنج. لكن الليفت كاردياك بوردر مش شايفه، فده اللي يبقى ليفت لانج ال ديفايند اوباستي عامله سلويتنج للايه؟ للليفت كاردياك بوردر. بس كده لا طبعا، في معاها ساينز اوف ايه؟ ديكريزد فوليوم. ايه ساينز اوف ديكريزد فوليوم؟ خد بقى من جوه لبره، في كراودنج في البروكو فاسكولار مارك، ماشي. في الهايلم برضه اليفيتد شويه، ماشي. في بقى ندخل بقى بره بقى المدياستايم اللي مش شيفتد، الريب والديافراجم اليفيتد بالمقارنه، المفروض الرايت ديافراجم اعلى من الليفت. خلاص؟ الريبز كراودد، كل دي ساينز اوف فوليوم لوس. بس ماشي، فكل ده يقول لك ان العيان ده عنده كولابس. بس فين؟ طبعا الليفت رانج عندك يا ليفت ابر يا ليفت لور. بما ان عامل سلويتنج للانتيرو ميديستاينم فده ليفت ابر لوب كله. انا لو حاله الدكتوراه هجيب الليفت ابر لوب اصعب يعني، لكن لو في الماجستير هجيب بقيه اللوبز يعني. يبقى ساينز اوف كولابس باختصار كده، لو انت يعني ده في اللاترال سهل قوي ان هو باين. طبعا عشان خاطر الاوبليك فيشر ما بيبانش، خصوصا بتاع الليفت لوب ما بيبانش في الاي بي، فانت مش شايف الفيشر ديسبليسمنت، لكن تقدر تشوفه في اللاترال كويس. هنا الاوبليك فيشر ديسبليس ذا انتيرو مع الكولابس. نيجي بقى للساينز اوف كولابس. احنا قلنا الساينز اوف كولابس يعني كل اللي انا قلته ده، عندي ما قلتش غير حاجتين، يا اما انكريز دنسيتي ومعاها السلويت ساين، يا اما ايه ديكريز فوليوم. ايه دي؟ هم عندك اثنين جروبس للساينز اوف كولابس، يا اما انكريز دنسيتي يا اما ديكريز فوليوم، ما فيش اكتر من كده. خلاص؟ يبقى انكريز دنسيتي او ديكريز فوليوم. الديكريز فوليوم بقى ازاي؟ بتشوفه ازاي؟ في اللنج احنا قلنا كراودنج للبرونكو فاسكولار مان، في الفيشر هتلاقي ديسبليسمنت، الهايلم يحصل له ديسبليسمنت، المديستاينم يحصل له شيفت، ابسيلاترا شيفت طبعا، الديافراجم اليفيتد، الشيفت الشيست وول يحصل كراودنج في الريبس. طب الانكريز دنسيتي هتلاقي بقى السلويت ساين. طب دي على حسب اللوب بقى، كل لوب ليه يعني. الرايت ابر لانج لوب هيعمل سلويتنج للايه؟ الرايت ابر مديستاينم، الرايت ميدل يبقى الرايت كاردياك بوردر، الرايت لور لوب يعمل سلويتنج للرايت هيمدايفراج. طب الليفت ابر لوب يعمل سلويتنج للليفت كاردياك بوردر. طب والليفت لور لوب يعمل سلويتنج للليفت هيمدايفراج. فاهمنا؟ خلاص؟ يبقى الساينز اوف كولابس كده باختصار، يا اما انكريز دنسيتي ومعاها سلويت ساين، يا اما ديكريز فوليوم ومعاها ايه ديسبليسمنت. ده اللي اسمه ابر لوب كولابس في السي تي. ده برضه كذلك في السي تي، شايفين هو الليفت ابر لوب لما يحصل له كولابس يبقى ديسبليس ده انتيرو، فبيعمل سلويتنج للليفت كاردياك بورد، لكن الليفت لور لوب العكس يعني. دي امثله للوبز لوبر كولابس كلها بقى عشان نحفظهم يعني. اهو هنا طبعا تريانجولار اوباستي عامله سلويتنج رايت كاردياك بوردر، وما تنساش الساينس اوف ديكريزد فوليوم، سمعها بقى ماشي. في كراود حتى لو مش شايفها ما دام شخصتها سمعها. كراودنج للبرونكو فاسكولار ماركينج، خلاص. ابسي لاترال ميدياستاينال شيفت، دايفراجماتيك اليفيشن، كراودنج الريبس، ماشي. الرايت ميدل لانج لوب كولابس يعني الساينس اوف ديكريزد فوليوم بتبقى مش واضحه قوي لان الميدل لوب صغير في الحجم، لكن هتلاقي السلويت ساين ان هو طبعا ايه الاوباستيس عامله سلويت للرايت كاردياك بورد. الرايت لور لوب كولابس نفس الكلام، انكريز دنسيتي عامله سلويتنج للرايت هيمدايفراج مع ايه؟ ساينز اوف ديكريز فوليوم. احنا الليفت ابر لوب كولابس شرحناه اهو، خلاص. يبقى في هيزي انكريز دنسيتي في كل اللانج وعامله سلويتنج للليفت كاردياك بورد ومعاها ساينز اوف ديكريز فوليوم. نفس الكلام الليفت لور لوب كولابس، دي جت المره اللي فاتت والناس ما عرفتش توصفها يعني.
خلاص انا لما اوصفها اوصفها ازاي؟ اقول ليفت ريترو كارديك تريانجولار وبس، عامله سيرويتنج للبوستيرو مدياستاينم، لان انا مش شايف ديسندنج ايه ثوراسيك اورت، انا حافظ يعني فاهمين. خلاص يبقى اول حاجه انكريز دنس ريترو تريانجولار وبس، عامله سيرويتنج للديسندنج ثوراسيك اورت. خلاص بعد كده نقول الساينز اوف ديكريزد فوليوم، حتى لو مش شايفها كويس قول كراودنج للبرونكو فاسكولار ماركينج، خلاص ابسيلاترال ميدياستاينال شيفت ده فراجماتيك اليفيشن. هتقول لي يا دكتور مش باين اليفيتد قوي، لا بقى هو قد الرايت هيمي دايفراجم، الاثنين بقى قد بعض، المفروض الرايت اعلى، الريبز بقت كراودد. يبقى ما تنساش الساينز اوف كولابس انكريزد دنسيتي وديكريزد فول، ده اللوبر كولابس في اللاترال فيو، ده الرايت ابر لوب كولابس، الميدل لوب كولابس، ده الرايت لور لوب كولابس. في اللاترال بيبقى شبه الليفت لور لوب بالظبط، الليفت ابر لوب كولابس بيبقى ديسبيسد انتيريور. ده كل الباترنز في كولابس، يعني احنا قلنا اللوبر كولابس هم دول برضه تاني، لكن دي كل الباترن. في عندك انتاير لانج كولابس، كل اللانج حصل فيها كولابس لما بتعمل اوستراكشن لبين برونكس، ممكن تجي لك حاله زي دي، وخصوصا لو فيها ديسبليسد تشيست تيوب ولا حاجه. يبقى في الانتاير لانج كولابس اللي هي كومبليت باسيفيكيشن اوف ذا هيمي ثوراكس. خلاص هقول لكم ازاي تفرغوها من بقيه الحاجات. وفي اللوبر كولابس قلناهم كلهم، رايت ابر رايت ميدل رايت لور ليفت ابر وليفت ايه لور. في الايه السيجمنتال كولابس ماشي خلاص، وفي اللينير اتليكتس او اللي احنا بنقول عليها اتليكتاتيك بان. اخر نوع ده برضه مهم اللي هو الراوند اتليكتس، اللي بيحصل دايما نتيجه لايه؟ بعد ريزوليوشن اوف بلورال فيوجن، يعني عيان عنده بلورال فيوجن وخف، وخصوصا لو العيانين اللي عندهم اسبستوزس ماشي، بيحصل ايه حاجه اسمها راوند كولابس. تعرفها ازاي؟ هتلاقي فيه ماس كده اباتنج البلورال سيرفيس، وهتلاقي الريبز ايه دايركتد توردز الماس، اسمها كومت تيل ساين، ان البرونكو فاسكولار ماركينجز بيبقوا دايركتد توردز ذا ماس، ده ياكد لك ان دي راوند كولابس. يبقى دي ديفرنت باترنز اوف كولابس. طب الايتيولوجي بقى اوف كولابس، يعني احنا قسمنا الكولابس بالساينز الاول، قلنا انكريز دنسيتي وديكريز فوليوم صح، وبعد كده قلنا كولابس بالباترن حسب اللوكيشن، انتاير لانج ولا لوب ولا سيجمنت ولا سب سيجمنتال ولا راوند بالشكل. بعد كده بالايتيولوجي، كل واحد ليه سبب، ايه اسباب الكولابس. في مثلا اللي هو برونكيال اوبستراكشن، وخصوصا اللوبر كولابس غالبا بيبقى برونكيال اوبستراكشن يعني. اوكي ماشي. في نوع تاني اللي هو اسمه اوبستراكتيف كولابس او ريزوربشن كولابس. في النوع التاني اللي هو الباسيف كولابس، اللي هو بيحصل مع البلورال افيوجن او النيموسور. في السيكاتريشيال كولابس نتيجه الفايبروز، سواء مثلا اولد انفكشن زي تي بي او بوست راديشن ماشي، ممكن يعمل سيكاتريشيال كولابس. اخر نوع بقى من الكولابس اللي هو ايه؟ ادهيزف كولابس، الاطفال اللي عندهم هايلاين ممبرين ديزيز او ديفيشنسي في البلمونري سيرفاكتر، اللنج مش هيحصل لها اكسبانشن اساسا، فهتلاقي اللنج فيها ايه؟ ديفيوز جرانيولار دنسيتي معها ديكريزد، معها ايه؟ ديكريزد فوليوم، لان اللنج نوت اكسباند. يبقى ده ايه؟ ريسبيراتوري ديستريس سندروم او هيلان ميمبرين ديزيز او ادهيزف كولابس. يبقى دي انواع الكولابس اكوردنج للايتيولوجي. سؤال مهم برضه، تيجي نطبق، تعالى نطبق على الحاله دي. هنا في رايت لور لانج زون انكريزد اوباسيتي، ال ديفايند اوباسيتي، عامله سلويت اوبليتريتنج ذا رايت دايفراجماتيك سلويت، لكن الرايت كاردياك سلويت هنا بريزرفد. خلاص هل معاه ساينز اوف ديكريزد فوليوم؟ لا. هل في ديستاينال شيفت؟ لا. الدايفراجم اليفيتد؟ لا. كراودنينج؟ لا. مفيش اي ساينز اوف فوليوم لوس، فدي طبعا ايه؟ كونسوليديشن. نفس الكلام بقى، يعني الرايت ابر لوب كونسوليديشن بيعمل سيرويتنج للرايت ميدياستاينال بورد، الرايت ميدل لوب للرايت كاردياك بوردر لكن الدايفراجم باين، الرايت لور لانج لوب سيرويت للرايت هيمي دايفراجم لكن الرايت كاردياك بوردر باين، الليفت ابر لانج لوب بتحس ان اللانج كلها فيها كونسوليديشن، لكن لما تعمل لاترال فيو باين قوي ان هي واخده الابر لانج لوب فقط ماشي، وهتلاقي الحته اللور لانج زون دي سبير وعامله سلويتنج للليفت بورد لكن معاها ساينز اوف فوليوم لوس ماشي. لو واخد بس الليجولار سيجمنت اوف ليفت ابر لانج لوب هتعمل سلويت للليفت كاردياك بورد ماشي، الليفت لور لانج لوب كونسوليديشن هيعمل سلويت للليفت دايفراجماتيك بوردر لكن الليفت كاردياك بوردر بريزيرف، معهاش طبعا ساينز اوف فوليوم لوس. يبقى دي ايه؟ كل انواع اللوبر كونسوليديشن. اسباب اللوبر كونسوليديشن، هل ممكن تفرقها من الايمجنج؟ صعب، يعني مثلا دي نيمونيا ودي بالمونري انفكشن ودي بالمونري كونتيوجن،
ودي كانت برونكو الفلر كارسينوما. هل تقدر من الايمجنج صعب ان انت تفرق اسباب اللوبر كونسوليديشن ماشي او سيجمنتال حتى كونسوليديشن، بس لو قال لك ايه اسبابهم اديك عرفته. البالمونري طبعا انفكشن لو عامل طبعا ميدياستاينال ويندو معاها بالمونري امبوليزم تقدر تشخصها يعني. انتيوجن مثلا لو لقيت جنبه فراكشر ريبس ممكن تشخصها. إيه مثلا هنا لقيت مالتيبل انلارجد ليمف نودز، والله ممكن تقول دي نيوبلاستيك يعني، سواء برونك الفلر كارسينوما او حتى ليمفوما. لكن البايلاترال كونسوليديشن ممكن يبقى فيه كلوز تقول لك ان انت تشخصها يعني، ده عيان عنده بايلاترال ايه بالمونري كونسوليديشن. طب ده ايه؟ هل ده انفكشن نيمونيا يعني ولا بالمونري اديما خلاص ولا بالمونري هيموريج؟ تعال نبص ازاي. هل في ساينز تانية ساعدنا؟ في ساين شايفين الخطوطة بالعرض دي طبعا مشهورة يعني، اسمها ايه؟ كيرلي بي لاينز، دي تقول لك ان العيان ده عنده انترستيشال اديما. طب سبب ايه هنا؟ يبقى العيان ده عنده بالمونري اديما. هل هو عنده هارت فيريال؟ لا طبعا. ليه؟ لان الكاردي ثوراسيك ريشيو بريزيرف مش كبير، الهارت مش كبير، فدي نون كارديوجينيك بالمونري اديما، او اسمها الثاني ايه؟ ARDS ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. تعرفها ازاي؟ بالمونري اديما سواء الفلر مع انترستيشيا وتلاقي الكاردي ثوراسيك ريشيو نور، يبقى دي نون كارديوجينيك بالمونري اديما. طبعا السهله بقى حبيبتنا اللي هي ايه؟ الفلر اوباستيز كيرلي بي لاينز ماشي، ومع ايه الكارد ثراسيك ريشيو انكريز، فدي كارديوجينيك بالمونري اديما. وخصوصا طبعا يبقى العند عنده هارت فيلر، وخصوصا لما تلاقي عنده بايلاترال برومننت ابر لوب فيسل نتيجه البالمونري كونجشن. طب ما لقيتش البي لاينز دي، يبقى دي مش اديما، حاجه ثانيه يعني، ممكن تكون هيموريج، ممكن تكون برونكو نيمونيا، مش عارف اسمه ايه ده، كوفيد، مش هقدر اقول. خلاص يبقى البايلاترال الفلر اوباستيز برضه الديستريبيوشن مهم. لو لقيتها ديفيوز، الحاجات اللي بتعمل ديفيوز اللي هي واخده اللانكس بايلاترالي وسيمتريكالي، الايديما برضه ممكن تعمل ديفيوز، النيمونيا، الهيموريج، لكن البات وينج اللي هي بيري هايلر غالبا مع الايديما، لكن النيمونيا ممكن تعمل كده على فكره يعني. البات وينج ده مش شور ساين ان هي ايديما. طب الريفرس بات وينج بقى يعني واخده البريفرال وسايبه السنترال، ايه الحاجات اللي تعمل؟ اول حاجه الايزينوفيليك نيمونيا والكوفيد طبعا دلوقتي بيعمل ريفرس بات وينج، والايزينوفيليك نيمونيا والكوب اللي هو كريبتوجينيك اورجانايزد نيمونيا برضه بيعمل ايه؟ ريفرس بات وينج. المالتي فوكال الفلر اوباستيز طبعا اكتر مع البرونكو نيمونيا اكتر من اي حاجه ثانيه ماشي، يعني الايديما رير انها تعمل حاجات. يبقى ده الديفرنشال دياجنوز اوف بايلاترال ايه الفلر اوباستيز. بالكونتنت بقى بالايتيولوجي، في عندك ترانسيوديت إديما، اكسيوديت نيمونيا، بلاد هيموريج، سيلز مثلا زي الليمفوما والبرونك الفا كارسينوما، او لايبوبروتين زي الالفا لابروتينوما. نيجي بقى للكومبليت باسيفيكيشن اوف ذا هيميثوراكس. خلاص عندك ثلاث احتمالات، يا اما التراكيه او الميدياستاينم مزقوق، يا اما التراكيه والميدياستاينم سنترال، يا اما التراكيه والميدياستاينم مشدود ناحيه الحته اللي هي اللي فيها كومبليت باسيفيكيشن، او اسمها اللي اسمها الثاني كومبليت وايت اوت. لو مزقوق يبقى ده بالنورال افيوجن. خلاص لو التراكيه مشدوده يبقى ده كولابس اوبستراكتيف كولابس، بس انت هنا عامل كولابس للمين عامله اوبستراكشن للمين برونكس، حصل كولابس لكل اللان ماشي. لو التراكيه سنترال وخصوصا لو معاها اير برونكوجرام يبقى ده نيمونيا ماشي. يبقى دي ثلاث احتمالات للاي كومبليت باسيفيكيشن اور كومبليت وايت اوت. الميدياستاينم مزقوق، التراكيه فوق والهارت تحت، يبقى ده بلورال افيوجن ماسيف طبعا بلورال افيوجن. خلاص الميدياستاينم مشدود، التراكيه والخصوصا والهارت تحت، يبقى ده ايه اوبستراكتيف كولابس. التراكيه سنترال والميدياستاينم سنترال، ولو معاها ايه برونكوجرام يبقى دي نيمونيا سهله يعني. نيجي بقى للحاجات اللي بتعمل هوا في الشيست كلها، هنقولها كلها على بعضها طبعا. دي سهله جدا، هنا نو برونك باسكولار ماركينج، في كولابس في اللنج ومع ايه ميدياستاينال شيفت وديبريشن للديافراج، فدي تنشن نيوموثوراكس سهله يعني. لو طبعا على طول هسالك ايه اسباب النيوموثوراكس بعدها على طول، في سبونتينيوس وتروماتيك. سبونتينيوس برايمري في الثين تول ادرس، الشباب اللي تلاقيهم طوال قوي ورفيعين غالبا يعني لايبل ان هم يجي لهم نيوموثوراكس. سكندري مثلا عيان عنده بالمونري انفيزيما ماشي، او سيستيك لانج ديسيز ماشي. التروماتيك بقى ممكن تكون
نون ايوتروجينيك بنتريتنج تروما مثلا السكينه او مثلا حادثه عربيه او ياتروجينيك بس ياتك وانت بتاخد بايوبسي او بتعمل بوست بريشر فنتليشن. طبعا عيانين كتير جدا الكوفيد اللي اتحطوا على جهاز الفنتليتور جالهم نيوم سورة ان هم بيعملوا لهم بوست بريشر فنتليشن. انواع طبعا النيوموثوراكس، في كلوز نيوموثوراكس واوبن نيوموثوراكس واي وتنشن نيوموثوراكس. الفرق بينهم ايه؟ التير اوف ذا بلورا اللي حصل، هل التير اوف ذا بلورا ده اتقفل خلاص فمش هيدخل هوا تاني ولا هيخرج، يبقى ده اسمه كلوز نيوموثوراكس. فضل مفتوح ماشي الهوا داخل خارج يبقى ده اسمه اوبن نيوموثوراكس. امال التنشن ده ايه القصه؟ الديورال تير اللي حصل عامل فلاب بالمنظر ده، كل ما العيان يعمل انسبيريشن الهوا يدخل، يعمل اكسبيريشن يقفل الفلاب، يعمل انسبيريشن تاني يدخل هواء، يعمل اكسبيريشن يقفل الفلاب. دي طبعا ايمرجنسي النيموثوراكس هيفضل يزيد على طول مش هيقف، فده معنى كلمه تنشن نيموثوراكس. الهواء الاولاني اللي هو الهواء في البلوره ان هو النيموثوراكس ماشي. طيب نيجي بقى الهواء في كده ما طلعش الالم ما الاكل يبرد في الهواء تاني الهواء في الميدياستاينم خلاص اللي هو ليه ستريكي ابيرنس في المنظر ده يبقى ده نيوم ميدياستاينم ماشي. في اير اندر دايفراج بايلاترال على الرايت سايد وعلى الليفت سايد فده نيوم بروتنيا. لو لقيت اير في تحت البريكارديوم ده نيوم بريكارديوم. في هنا ده الاير ده فين؟ الشيست وول بين الاستريكس بتاعت البكتوراليس ميجر ماسل في السبكوتينيوس فات يبقى دي اسمها سيرجيكال انفيزيشن. نيجي بقى للافيوجن ماشي. طبعا ده مودريت بلورال افيوجن. نيجي نوصفه ازاي؟ هوموجينيوس اوباستي اوبليتريتنج ذا ليفت كوستوفرينيك انجل اند رايزنج تو ذا اكزيلا اسوشيتد ميدياستاينال شيفت اوف ذا سايت از نوت. فده غالبا مودريت او ماركت بلورال افيوجن ماشي. طب وده اسمه ايه؟ هايدرو بقى نيوموسورا غير مع اوبليتريتد كوستوفرينيك انجل وفي اير فلويد ليفل فده هيدرونيوم مع رايت ابر لوب كولابس الناحيه الثانيه. النوع ده من الافيوجن يبقى لونج الفيشر فيبقى اسمه ايه؟ انسيستد بالنورال افيوجن او فانتوم تيومر. ليه فانتوم تيومر؟ اول ما العيان ياخد دايوريتكس التيومر دي بتختفي على طول عشان كده اسمها تسمت فانتوم تيومر. دي اسمها احنا بنقول عليها انسيستد بس اسم صح ان انت تقول ليكويليتد بالنورال افيوجن بتبقى دي شيب وعامله اوبليتريشن للايه؟ للكوستوفرينيك انجل. فده ايه؟ لوكيليتد بلورا فيوجن. خد بالك ممكن يكون امبايما اللوكيليشن ده يعني ساين ان ممكن يكون ايه؟ ان يكون ده امبايما يعني. اخر نوع ده الصعب شويه اللي هو ايه؟ مصاب المونيك افيوجن مش صاب المونري لا صاب المونيك. بيبقى في اللور ريسيسز بتاعت البلوره ماشي وبيعمل ابارنت كلام مهم ابارنت اليفيشن اوف ذا هيمودايفراجم يعني تحس ان الهيمودايفراجم اليفيتد بس هو مش اليفيتد ولا حاجه. عرفت ازاي ان هو مش اليفيتد؟ ان الجاستريك اير بابل اهي فالديافراج من فوق الجاستريك اير بابل على طول فالحكايه في الحته دي فوق الديافراج مش ده الديافراج اليفيتد. احنا بنقول عليها ابارنت ابارنت يعني ظاهري ابارنت اليفيشن اوف ذا هيمودايفراج. عرفنا ازاي ان هو مش اليفيتد؟ اول حاجه الجاستريك بابل في مكانها. ثاني حاجه بتلاقي الايبكس بتاعت الاليفيشن تلاقيها لاترال شويه لكن لما تلاقي الديافراج اليفيتد بتلاقي الايبكس في النص شويه يعني خلاص خلاص. فده ايه؟ apparent elevation of the hemidiaphragm. لكن ده elevated diaphragm يعني الجاستريك اير بابلز واضح انها واصله لحد الاخر هنا لكن هنا الجاستريك اير بابلز في مسافه بينها وبين الحته دي فده diaphragm مكانه هنا لكن ده sub pulmonic effusion. دي اهم ساين. عملنا له سي تي اتاكدنا ان ده فعلا sub pulmonic effusion. اوكي اخر حاجه بقى بتيجي في البلورال كالسيفيكيشن لما تلاقي بايلاترال بلورال كالسيفيكيشن وفي هولي ليف ابييرنس بالمنظر ده عامل زي ورقه الشجر فتفكر في ايه؟ في الاسبستوزس خلاص. لكن لو يونيلاترال تفكر في التي بي لكن البايلاترال بلورال كالسيفيكيشن يبقى اسبستوزس. يبقى لما تلاقي ابارنت اليفيشن اوف ذا هيمودايفراج والابكس لاترال وتعمل لاترال فيو تلاقي ان الافيوجن داخل جوه الاوبليك فيشر ده ياكد لك ان ده سب بالمونيك افيوجن مش ايه؟ مش اليفيتد دايفراج. طبعا اسباب الاليفيشن اوف ذا دايفراج مهمه. خد بالك اسباب الاليفيشن اوف ذا دايفراج
مش من ضمنها السبالمونيك افيوجن، ده بيعمل ابارنت اليفيشن، هتحطه في الاخر لوحده يعني. ماشي، فاسباب الاليفيشن اوف ذا دايفرام في حاجات اباف ذا دايفرام زي الكولابس. ماشي، ودي اسمها بيك ساين. خد بالك ان الابر لوب كولابس لما بيعمل اليفيشن دايفرام ممكن يعمل ايه، تنتنج للدايفرام من المنظر ده، انه بيشد على البالمونري ليجمنت. ايه في اسباب في الدايفرام مثلا زي ايه، الفنتريشن، او مثلا لو عيان عنده برونكوجينيك ماس وعامل انفلتريشن للفرينك نيرف يبقى فرينك نيرف بولسي برضه بيعمل اليفيشن دايفرام، او بيلود ذا دايفرام بقى حاجات زق الدايفرام من تحت زي مثلا الكولون. في الشلاديتي سيندروم بيحصل انتربوزيشن للكولون ما بين الليفر والدايفرام، هيباتيك ماس سواء سيستيك ماس او سوليد. خلاص صف رينك ابسس، في هنا باين قوي ان في اير فلويد على الرايت سايد، طبعا دي مش استومك اكيد، ومع الليفيشن دايفرام فده ايه صف رينك ابسس. يبقى اسباب الليفيشن اوف ذا دايفرام في حاجات اباف ذا دايفرام كولابس، عند الدايفرام انفنتريشن وفرينك نيرف بورسي، بلوز دايفرام صف رينك ابسس هيباتيك ماس او كرونيك انتربوزيشن او ستيشن. نيجي بقى للايه، احنا قلنا قبل كده الكومبليت باسيفيكيشن اوف ذا هيميثوراكس، هناخد هنا اليونيلاترال هايبر ترانسليوسنس. دي مهمه يعني، ايه الفرق بين دول؟ حالتين مهمين يعني، اليونيلاترال هايبر ترانسليوسنس ايه الفرق بينهم؟ هنا في يونيلاترال هايبر ترانسليوسنس بس في ايه كونترالاترال ميدياستينال شيف، لكن هنا في يونيلاترال هايبر ترانسليوسنس بس في ابسيلاترال ميدياستينال شيف. طبعا اهم حاجه هنا في الاطفال اللي هي فورن بودي انهاليشن بتعمل بارشل اوبستراكشن للبرونكاس، فالاير يدخل وما يعرفش يدخل، فيعمل لك ايه هايبر انفليشن للشيست، باين طبعا ان هنا في ديب بوست فرينك سال. اوكي، فده غالبا فورن بودي انهاليشن، لكن لما تلاقي يونيلاترال هايبر ترانسليوسنس ومعاها ديكريزد فوليوم اهم حاجه تفكر فيها الايه، اللي هي الماكلويد سيندروم. تعالى اوريكم حاله انا مقرشفه يعني في سي تي ده كرونر. خلاص اللنج دي طبعا هايبر ترانسليوسنت على الليفت لنج، هايبر ترانسليوسنت على الرايت لنج، وفيها ديكريزد فوليوم، ده اكيد مش هايبر انفليشن. ليه مش هايبر؟ لانها الفوليوم بتاعها اقل، لو كان ده يونيلاترال هايبر انفليشن كان الفوليوم بقى اكبر، ومعاها كمان برونكيت، فده ياكد ان العيان ده كان عنده اولد انفكشن والعيان ده عنده ماكلويد سندروم، او اسمها دلوقتي الجديد سيور جيمس سندروم. في السي تي برضه لو عمل نفس العيان لما عملنا الاكزيال سي تي، واضح ايه بقى؟ ان الرايت بالمونر ارتر كبير جدا، لكن الليفت برضه بيبقى تقريبا مش باين خالص، فيري سمول ان سايز اللي هو الليفت بالمونري ارتر. خلاص، فبرضه في الماكلويد سندروم خد بالك ان البالمونري ارتري بيبقى سمول ان سايز بالمقارنه بالناحيه الثانيه. مش شرط ان العيان ده يكون عنده بالمونري ارتري انتربشن او انومالي، لا هو هو صغير لان اللنج دي صغيره. اسباب اليونيلاترال هايبر ترانسليوسنت دي ماكلويد سندروم طبعا. ماشي، هايبر ترانسليوسنت ليفت لانج. اسباب اليونيلاترال هايبر ترانسليوسنت كلها مهمه، كلها بلا استثناء يعني، في حاجات تكنيكال، حاجات في الشيست وول، حاجات في البلورا، حاجات في البرونكاي، حاجات في البالمونري بارينكيما. ماشي، او في البالمونري ارتري يعني، ده عيان عنده يونيلاترال هايبر ترانسليوسنت بس انا مش شايف ميدياستينال شيفت، وشايف ان الهايلم قد بعض بالظبط. الدكتوره قالت وي كان سي بالمونري هايبوبليزيا. بص يا دكتور، هو البالمونري هايبوبليزيا شبه مش في الحاله دي طبعا، شبه الماكلويد سندروم بالظبط، قريب منها جدا. طب تفرق ازاي؟ البرونكيتس. ماشي، البرونكيتس عمره ما يحصل مع البالمونري هايبوبليزيا ابدا، لكن عشان الماكلويد سندروم كانت اولد انفكشن هتلاقي معاها شويه برونكيتس، ممكن يبقى مايلد بس اكيد موجود، لكن البالمونري هايبوبليزيا هتلاقيها نورمال لانج بارينكي. اوكي، دي حاله يونيلاترال هايبر ترانسليوسنس، الهايلم قد بعض بالظبط، مفيش اي ميدياستينال شيفت، عملنا له اكزيال سي تي باين قوي طبعا ان هو ابسنت ايه بكتوراليس ميجور مصر او كولانت سندروم. الحاله دي برضو مهمه وبتنزل في يونيلاترال هايبر ترانسليوسنس بس واخده لوب واحد طبعا، ومعاها كونترالاترال ميدياستينال شيفت، فدي كونجنتال لوبر انفيزيما مهمه قوي يعني، فدي كونجنتال لوبر انفيزيما. لما تلاقي لوبر هايبر ترانسليوسنسي طبعا اهم حاجه الكونجنتال لوبر انفيزيما خصوصا في الاطفال. في حاجات ثانيه زي لما لو لقيت
وما فيش صوت. يبقى لما تلاقي لوبر هايبر ترانسليوسنسي وفي مالتيبل سيس هنفكر في كونجنتال سيستيك ادماتويد مالفورميشن. خلاص لما تلاقي برضو لوبر هايبر ترانسليوسنسي وفي راوند اوباستي غالبا دي برونكال اتريزيا والراوند اوباستي دي دي اي برونكوسيل. الاثنين الديفرنشال دولت الاثنين ديفرنشال دياجنوز بتاعت الكونجنتال لوبر امفيزيما مهمين لازم تقولهم كونجنتال سيستيك ادماتويد مالفورميشن وبرونكوسيل ودي اي هايبر انفليشن. ندخل بقى على differential diagnosis of cavitary lesion. خلاص ده right upper lung lobe cavitary lesion with air fluid level. الكافيت هنا central والinner wall بتاعه smooth فده غالبا lung abscess. السموثنس دي طبعا تبان اكتر في السي تي بيني وبينك يعني. لما تلاقي upper lung lobe cavitary lesion وفي surrounding ايه pulmonary scarring وفي bronchiectasis وفي ده يعني volume loss واضح قوي الدايفراجم هنا elevated فلازم تفكر في cavitary TB. فلما تلاقي right upper lung lobe cavitary lesion لما تلاقي right upper lung lobe cavitary lesion وفي surrounding fibrosis وbronchiectasis وفي volume loss طبعا cavitary TB مهم جدا. لو لقيت cavitary lesion والcavitation فيه eccentric طبعا الregular دي هتبان في الـ CT اكتر لكن الeccentric cavitation ده يقول لك ان ده غالبا برونكوجينيك كارسينوما مش لانج ابس. طبعا لما تلاقي كافيتري ليجن لما تلاقي كافيتري ليجن وفي طبعا ايه اير فلويد ليفل بس ويفي سيرفيس طبعا هيداتد سيست ودي اسمها ووتر ليلي ساين. لما تلاقي كافيتري ليجن وفي بول طبعا دي اسبرجلوما سهله جدا. خلاص ده برضه كافيتري ليجن والسنترال كافيتيشن واير فلويد ليفل فده لانج ابسس. يعني الديفرنشيشن بتوين لانج ابسس وبرونكوجين كارسينوما بيحتاج فعلا ان انت اي سي تي اكتر. ده ازاي هنعمل هنا بقى ديفرنشال دياجنوز الكافيتري ليجن. اول حاجه لو الكافيتري ليجن فيه هواء بس ما فيهوش اير فلويد ليفل بتبص على الول. لو الانر وول سموث يبقى ده غالبا لانج ابسس. لو الريجولار يبقى ده برونكوجين كارسينوما. ليه؟ لان البص ده عامل زي يعني ميه النار بالظبط بيكوي الول. فلازم فهتلاقي الول من الانر وول بالذات هو السموث مالناش دعوه بالاوتر وول. فالانر وول سموث ده ابسس الريجولار يبقى ده ايه؟ برونكوجينيك كارسينوما. طب لو لقيت في اير فلويد ليفل اول اثنين زي برضه هنا انر وول سموث ابسس الريجولار برونكوجينيك كارسينوما. خلاص الويفي كونتور الايه؟ يبقى ده هيدات السيست. لقيت معاه ساينز ثانيه اوف تروما يعني الليجن لقيت معاه ساينس ثانيه للتروما زي مثلا نيوموثوركس او فراكشر ريب يبقى دي غالبا لانج لاسريشن. فهمنا؟ طيب لو لقيت بقى انترا كافيتري سوفت تيشو لو فانجس بول يبقى دي اسبرجلوم. لو سوفت تيشو كده الريجولار سوفت تيشو يبقى دي غالبا برونكوجينيك كارسينوما. لو لقيت كده هايدات دي هايدات السيست باين دي سكوليكس فدي هايدات السيست. دي بقى مهمه لو لقيت كافيتري ليجن وفي انهانسمنت من جوه غالبا ده انيوريزم او راسموسين انيوريزم في عيان عنده كافيتري تي بي. يبقى ده الديفرنشال دياجنوز اوف كافيتري ليجن. دي بقى شويه حاجات مالهاش ديفرنشال دياجنوز قوي بس صور مختلفه للبرونكوجينيك كارسينوما انا هجيبها لكم عشان مهم. يعني طبعا ايبيكال هنا ايه؟ انكريز دنسيتي ومعاها ريب ديستراكشن السكند ريب هنا مش موجوده فدي طبعا بانكوستيوم. خلاص هنا في صحيح في رايت ابر لوب كولابس بس فيها جولدن اس ساين اللي هي طبعا اللي هي كونفكس ايه لور بوردر بتاعت الكولابس المفروض الكولابس يبقى ستريت كده لكن لما تلاقي الحته دي كونفكس دي فدي غالبا برونكوجينيك كارسينوم. لو لقيت في بالمونري ماس ومعاها شيست وول ليجن خلاص يبقى دي غالبا ميتاستاتيك برونكوجينيك كارسينوم. في ناس اختلفت على دي قالت لي يا دكتور طب ليه مش بلورال افيوجن؟ البلورال افيوجن بيبقى الابكس بتاعتها تحت شويه كده ماشي عامله زي البريست رقم واحد. رقم اثنين حتى لو انسيستد لازم هتلاقي معاه اوبليتريشن للكوستوفرينيك انجل. فدي برونكوجين كارسينوما. لما تلاقي مثلا هايلر ماس ومعاه ديليفيتد رايت هيمي ديافراج ومعاه مثلا هنا اوبليتريشن للرايت باراتراكيال ستريب فدي برضه غالبا برونكوجين كارسينوما عامله انفلتريشن للفرينيك نيرف.
هو ده سبب الاليفيشن للهيمودايفراج. يبقى انا جايب لكم كلها كل الحالات دي برونكوجينيك كارسينوما مع سكندري ساين ريب ديستراكشن كولابس ريب ميتاستاسيس ماشي فرينك نيرف بولسي. انواع الانفيزيما طبعا مهمه خلاص على حسب الديستريبيوشن بتاعها في البلمونري بيور في السنتر لوبيلر دي غالبا بتعرفها ازاي بتبقى بايلاترال ايبيكال ده اهم حاجه فيها يعني انها تيجي في الايبيكال سيجمنت اوف ابر لانج لوب ماشي لكن البان لوبيلر انفيزيما بتيجي في اللور لانج لوب اوكي. طب والباراسيبتال طب اللور سهله قوي الباراسيبتال ماشي يبقى السنتر لوبيلر في الابر لانج لوب ماشي البان لوبيلر او بان اسنر في اللور لانج لوب والباراسيبتال انفيزيما في السب لوب. نيجي احنا هنخلص التشست يا شباب وناخد بريك ماشي. هنيجي بقى للمدياستاينال ماسز. احنا بنقسم الراديولوجيكال كلاسيفيكيشن للمدياستاينال في انتيرور وميدل وبوستيرور. بتقسمهم ازاي؟ الانتيرور مدياستاينال يبقى انتيرور تو ذا انتيرور وول اوف ذا تراكيا. دي التراكيا اليوسنسي وده الانتيرور وول بتاعها. فالانتيرور تو ذا انتيرور وول اوف ذا تراكيا هو الانتيرور مدياستاينال. وتحت الايه البوستيرور بوردر بتاع الكاردياك شادو. يبقى هنا انتيرور وول اوف ذا تراكيا والبوستيرور بوردر اوف كاردياك شادو ده الانتيرور مدياستاينال. وفوق بيبقى ليميتد بالكلافيكل. يعني الانتيرور مدياستاينال فوق ليميتد طب هل في لو في حاجه فوق الكلافيكل يبقى دي مش تبع الانتيرور مدياستاينال. اسمها الساين دي اسمها ايه سيرفايكو ثوراسيك ساين. اي ماس تعدي الكلافيكل يبقى مش انتيرور مدياستاينال. ليه؟ لان الانتيرور مدياستاينال اخره الكلافيكل ماشي. طب الميدل مدياستاين نيجي البوستيرور بقى. البوستيرور 1 سنتيمتر بيهايند ذا فيرتبرال مارجن والميدل هو اللي في النص ده. يعني الحاجات اللي قدام الفيرتبرا دي تبع البوستيرور وتبع الميدل تبع الميدل طبعا. لكن لازم عشان تبقى بوستيرور لازم تبقى على جانبي الفيرتبرا. فده برضو يقول لك حاجه في الاي بي فيو. لو لقيت حاجه اوف ميد لاين غالبا بوستيرور مدياستاين. لكن لو لقيتها ميد لاين مستحيل تبقى بوستيرور مدياستاين. ليه؟ لان في النص الفيرتبرا. فاي حاجه ميد لاين عمرها ما تبقى بوستيرور ابدا ماشي. هنيجي طبعا برضو هنراجع الاناتومي للمدياستاينم. هنا الرايت كاردياك بوردر ماشي الرايت باراتراكيال ستريب هنا ماشي. وده الرايت كاردياك بوردر بيتعمل بالرايت اتريوم. ده الليفت كاردياك بوردر والليفت فنتريكل بعد كده الليفت اتريوم والبلمونري كونس والاورنج ناكل ماشي. طب البوستيرور مدياستاينم بقى على الليفت سايد الديسندنج ثراسيك اورتا شايفينه ده الديسندنج ثراسيك اورتا. طب وعلى الرايت هو الصعب بقى اللي على الرايت ده اللي هو الازيكو سوبجير ريسيس اللي هو الخط ده. ده صعب شويه بيني وبينك يعني ماشي. الازيكو سوبجير ريسيس يبقى المارجن بتاعت الانتيرو ميدياستاينا الرايت كاردياك بوردر على الرايت سايد وعلى الليفت الليفت كاردياك بوردر. طب والبوستيرور على الليفت هو الديسندنج ثراسيك اورتا وعلى الرايت الازيكو سوبجير ريسيس. طب والتراكيه في الميدل اي حاجه تعمل سيلويتنج للتراكيه وخصوصا الرايت باراتراكيال ستريب يبقى في الميدل ميدياستاين. سهله؟ سهله. طيب يبقى دي انتيرو ولا بوستيرو ميدياستاين الماس. تعالى نطبق القانون. هي عامله سيلويتنج لايه؟ ما تتسرعش. ده الليفت كاردياك بوردر اهو بريزرفت قادر ارسمه بالايه بالقلم ماشي. فالماس دي نوت انتيرو ميدياستاين. طب ما انا عامله سيلويتنج ايه للديستنج ثراسيك اورتا. انا مش قادر ارسم الديستنج اورتا لحد الاخر لحد هنا وقفت. فدي بوستيرو ميدياستاينال ماس. احنا مش بنحكم بالشكل لينا قواعد. عامله سيلويتنج كارديال بوردر انتيرو عامله سيلويتنج للديستنج ثراسيك اورتا بوستيرو ماشي. طب يبقى دي بوستيرو ميدياستاينال ماس. طب ودي عامله سيلويتنج للليفت كارديال بوردر ده رقم واحد. مش بس الليفت والرايت كمان. ثاني حاجه ميد لاين. احنا قلنا الحاجات اللي ايه الميد لاين ممكن تبقى انتيرو غالبا انتيرو او ممكن ميدل لكن مستحيل تبقى بوستيرو. طب تيجي نراجع البوستيرو ادي الديسندنج ثراسيك اورتا اهو باين. فدي نوت بوستيرو مدياستاينال ماس. دي انتيرو اكيد. ليه انتيرو؟ لانها عامله سيلويتنج للكاردياك بوردر ومش عامله سيلويتنج للديسندنج ثراسيك اورتا. طيب خلاص. طيب نيجي بقى لدي. دي عامله اوبليتريشن او وايدنج للرايت باراتراكيال ستريب. فدي ميدل مدياستاينال ماس غالبا ليه في نودز يعني. لما تلاقي معايا فيوجن فغالبا العيان ده عنده انفوم لان الساركويدوز صعب قوي يعمل افيوجن يعني. طيب دي بقى تعالوا نراجع الماس دي. اولا الماس دي عامله ديفيشن للتراكيه خلاص واكستندنج ابوف ذا ايه كلافيكل.
فدي مستحيل تبقى انتيرو ميدياستينال. ليه؟ لان زي ما قلت لك ان الانتيرو ميدياستينال بينتهي عند الكلافيكل. اي حاجه فوق الكلافيكل يبقى دي من نوت انتير، رقم واحد. رقم اتنين، التراكية في الميدل ميدياستينال، فاي حاجه تعمل ديفيشن للتراكية فاكيد موجوده في الميدل. طب هل تنفع بوستيرور؟ لا طبعا. ليه ما تنفعش بوستيرور؟ لانها ميد لاين. احنا قلنا البوستيرور في الميد لاين في الفيرتبرا، اي حاجه مش ميد لاين ما تنفعش انها تكون بوستيرور. فدي ايه؟ ميدل ميدياستينال، دي ريتروسترنال جويتر. يعني انا عارف الناس في بتحط الريتروسترنال جويتر في الانتيرو ميدياستينال، بس ده كلام غلط. يعني لما نطبق القواعد فدي ايه؟ ميدل ميدياستينال. هنراجع بقى الانتيرو ميدياستينال ماس. انت لما تجيلك في الامتحان هيحط لك طبعا فيلم الشيست اكس راي الاول عشان تقول دي انتيرو ولا ميدل ولا بوستيرو، بعد كده يحط لك السي تي عشان تقول ويقول لك الاول ايه الديفرنشال دياجنوز، وبعد كده يحط لك السي تي. فلما تلاقي انتيرو ميدياستينال ماس طبعا دي عامله سلويتنج رايت كاردياك بوردر، خلاص هتفكر في ايه؟ ال ال تي تي لينفوما، ايه لينفوما ثيموما تيراتوما لينفوما لايبوما، بالظبط كده، لايبوما لينفوما ثيموما تيراتوما، دي الانتيرو ميدياستينال ماس. ممكن بريكارديال سيست، وخصوصا لو كانت في الرايت كارديوفرينيك انجل، حاجه فاسكولار زي مثلا دبل مونري ارتري انيوريزم، عامل طبعا واضح ان هو ايه الكاردياك بوردر هنا اليفيتد، فدي انديرو ميدياستينال ليش فاسكولار بقى اللي هو ايه بالمونري ارتري انيوريزم او هيرنيا. طب هل ما الهيرنيا شبه البريكارديال سيست؟ هنا في ايه؟ لو لقيت فيها ايه هتتاكد ان دي هيرنيا، او تعمل السي تي طبعا هيجيب لك فيلم السي تي. طب نيجي بقى للميدل ميدياستينال ماس، الريتروسترنال جويتر تعمل ديفيشن التراكيه، الليمف نودز معظم الليمف نودز بتبقى حوالين التراكيه، هنا برضو دي حاجه فاسكولار في الميدل ميدياستينال ماشي. رايت سايدد اورتيك ارش، هنا الليفت الاورتيك ناكل مش باينه، في فاسكولار ليجن عامل كومبريشن للتراكيه فده ايه رايت سايد اورتيك ارش. البرونكوجينيك سيست بتيجي في الكارينه في الميدل ميدياستينال، الهيرنيا لهيئه الهيرنيا تبقى ريترو كاردياك اير فلويد ليفل بتيجي برضو في الميدل ميدياستينال. يبقى خلصنا الميدل. نيجي بقى للبوستيرور، طبعا اهم حاجه في البوستيرو ميدياستينال طبعا هي اوف ميد لاين، اهم حاجه النيوروجينيك تيومر سواء نيرف شيست تيومر او بارا جانجليوما، خلاص سوري، او جانجلونيوروما اللي بتيجي في السمباثيك تشين. طيب الدوبليكيشن سيست برضه السوبجيكت دوبليكيشن سيست بتبقى في البوستيرو ميدياستينال، صعب تشخصها من غير سي تي. ديسيندنج ثوراسيك اورتيك انيوريزم باين قوي ان ده ديسيندنج اورتا ايه ديسبليس، فده ديسيندنج اورتيك انيوريزم. واخر حاجه الدافراجماتيك هيرنيا برضه البوكدالك هيرنيا بتبقى في البوستيرو ميدياستينال، لازم سي تي عشان تشخص. يبقى ده باختصار الايه كل الميدياستينال ماسز او ليجنز ماس تيست. معلش يا دكتور انا اسف، ثواني ماس تيست فاسكولار ليجن او هيرنيا. ماس احنا قلنا في الانتيرو ميدياستينال ايه؟ لينفوما لايبوما ثيموما تيراتوما. سيست في الانتيرو ميدياستينال البريكارديال سيست. فاسكولار ليجن في الانتيرو ميدياستينال كان بالمونري ارتري انيوريزم. هيرنيا في الانتيرو ميدياستينال كان مورجاجي. طب نيجي للميدل، كان ماس كانت ايه؟ كانت ثايرويد ماشي لينف نودز، فاسكولار ريجن كان رايت سايد اورتيك ارش، كان سيست كانت برونكوجينيك سيست، وهيرنيا كانت هيئه الهيرنيا. نيجي بقى للبوستيرو ميدياستينم، الماس كانت نيوروجينيك تيومر، والسيست كانت دوبليكيشن سيست، والفاسكولار ريجن غالبا كان ديسيندنج ثراسك اورتيك انيوريزم ماشي، والهيرنيا كانت بوكدالك هيرنيا. اتفضلي يا دكتوره اسالي. هو هنا النيوروجينيك تيومر ما ينفعش يلخبطني مع اللور لوب كولابس بالظبط. اهم ساين ليها يعني انا في لما قلت اهم ساين بالظبط كده يا دكتور، يبقى انا قايلها لك قبل كده، اهم ساين ليها اللي فرق النيوروجينيك تيومر، بس ممكن تكون سطل يعني. لا الليفت لور لوب ده كبير جدا، ده من اكبر لوب في الشيست اساسا، ازاي يحصل ليفت لور لوب كولابس من غير الفوليوم لوس؟ فهمنا؟ فاهم اللور لوب كولابس من البستير ميدياستينال ماس والفوليوم لوس ماشي. طيب نيجي بقى للهايلر ايه شادو. هنا عندك لما تلاقي هايلر شادو في قاعده لازم تحافظها الاول، لما ايه الساين المهم قوي في لما تلاقي هايلر شادو؟ ما هي هايلر ايه؟ اوفرلي ساين كونفرجنس ساين. لا الهايلر كونفرجنس دي بتاعت البايلاترال هايلر ليجن، لكن اليونيلاترال هايلر ليجنز هي اسمها الهايلم اوفرلي ساين. ايه الهايلم اوفرلي ساين دي؟ انت شايف الفيسلز من خلال الهايلم ولا مش شايفها؟
لو شفت الفيسلز من خلال الهايلر يبقى الليجن ده مش في الهايلر, ده انتيرو او بوستيرو الهايلر. يعني انا شكلها هايلر ماس بس انا شايف الفيسلز كويس جدا, فده مش هايلر, ده يا اما انتيرو يا اما بوستيرو. اعرف ازاي؟ عامله سيلويتك من الرايت كاردياك بوردر انتيرو, مش عامله يبقى بوستيرو. انا الرايت كاردياك بوردر ايه شايف, فدي غالبا الليجن ده بوستيرو الهايلر. تعال نعمل له سي تي كده, ادي اكس راي في اللاتر بوستيرو, في السي تي بوستيرو هي جايه ورا الهايلر بس هي مش هايلر ماس. عرفت ازاي انها مش هايلر, مش ترو هايلر ماس, هايلر اوفرلي ساين بوزيتيف. ايه الهايلر اوفرلي ساين بوزيتيف؟ ان انا شايف البلاد فيسلز كويس جدا من خلال الهايلر. هي حاجه بيني وبينك يعني ثيوريتيكال شويه, انا لما بلاقي هايلر شادو بعمل سي تي على طول, بس مهم يعني كسؤال مهم. فدي كانت بوستيرور ميدياستاينال ماس جانجلو نيوروما غالبا في السمباثيك شيء. طيب دي برضو هايلر شادو بس انا شايف البلاد فيسلز كويس وعامله سيلويتنج للرايت ايه كاردياك بوردر, فدي انتيرو للهاينر مش هاينر. عملت سي اكس راي لاترال لقيتها انتيرو, عملت ام ار لقيتها ايه انتيرو ميدياستاينال ماس وكانت لايبو. طيب دي بقى لا, دي مش شايف الفيسلز كويس, فدي الهايلر اوفرلي ساين نيجاتيف. نيجاتيف بتساوي نيوبلازما ان 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 هايلر ماس, دي غالبا برونكوجينيك كارسون يونيلاترال. طب لما تلاقي يونيلاترال هايلر شادو غالبا دي برونكوجينيك كارسون, عملنا له بيت سي تي لقينا فيه انكريز ابتيك, فدي من برونكوجينيك كارسون. لا تنسى ان الهايلر اوفرلي ساين مش شايف الفيسلز يبقى دي مصيبه خلاص. شايف الفيسلز يبقى الله اعلم بقى, ممكن تكون انتيرور او بوستيرور, هشوف الكاردياك بوردر اخباره ايه. يبقى ده لما تلاقي يونيلاترال هايلر شادو. طب بايلاترال بقى, هنا بقى تشوف اللي انت قلت عليها دكتور اللي هي كونفرجنس ساين. ايه الكونفرجنس ساينز دي؟ لو البلاد فيسلز منتهيه عند الهايلر شادو يبقى ده ايه البايلاترال هايلر ليجن, دول فاسكولار ليجن. لو البلاد فيسلز منتهيه, هم نفس الفكره قريبين من بعض يعني تو ساينز قريبين. لو لقيت البلاد فيسلز منتهيه ورا الهايلر شادو يبقى ده ايه, يبقى ده غالبا الليجن دول ايه ليمف نود. فهنا الليجن طبعا انت شايف البلاد فيسلز منتهيه ورا الهايلر شادو, فدي غالبا اللارجد ليمف نود. لما تلاقي طبعا بايلاتر هايلر ليمف نود اهم حاجه تقولها السيركيولوس ماشي. بعد كده الليمفوم صعب قوي تكون وارد طبعا بروكوجين كارسينوما بس بعضهم يعني. طبعا في اللاتر بتلاقي انكريز بير هايلر ديست, لا ياكد لك برضه ان عنده اللارجد ليمف نود. يبقى تلاقي بايلاتر هايلر شادو, احنا قلنا هنبص على الساينز اللي هي ايه اللي هي هايلم اوفرلي ساين, ان البلاد فيسلز منتهيه ورا الشادو. ثاني حاجه يعني بس دي مش شرط قوي يعني, يقول لك ان لما تلاقي اللارجد ليمف نودز بتبقى السيرفيس بتاعها بيبقى لوبيوليتد شويه, لكن الهايلر فاسكولار شادو بتبقى الوول بتاعها سموث. بس دي مش مهمه بقدر اللي زي ما قلت لك انا اللي هي الهايلم ايه كونفرجن ساين. زي دي مثلا, دي واضح قوي انهم سموث لكن هنا المارج بتاعتهم الى حد ما لوبيوليتد, فده لينف نود انلارجمنت وده فاسكولار. خلاص احنا قلنا الديفرنشال دايجنوست بتاع البايلاتر هايلر انلارجمنت يا اما لينف نود ساركيدوزس لينفوما ميتاسس تي بي. طبعا لو طفل صغير لازم يكون انفت, ما ينفعش واحد كبير ويكون عنده بايلاتر هايلر شادو تقول لي ده تي بي ماشي, او بايلاتر هايلر فاسكولار انلارجمنت. عندي ثلاث احتمالات للهايلر فاسكولار انلارجمنت, بالمونري فينوس كونجيشن, بالمونري هايبرتنشن, بالمونري بريس. تعالوا نوريك تفرق بينهم ازاي. هنا بايلاترال برومنات فاسكولار هايلر شادو صح؟ طب ده كونجيشن, الاول عرفناه انه فاسكولار لان البلاد فيسلز كبيره ومنتهيه في الهايلر شادو, يبقى هايلم ايه كونفرجن ساين بوزيتيف, يبقى دول فاسكولار شادو رقم واحد. طيب ده كونجيشن ولا هايبرتنشن ولا بليثرا؟ تعرف ازاي؟ لما تلاقي البرومنات ابر لوب فيسلز, الابر لوب فيسلز اكبر من اللور لوب فيسلز, يبقى ده عيان عنده بالمونري فينس كونجيشن. ايه الحاجات اللي بتعمل كونجيشن؟ يا اما مايترال فالف ديزيز يا اما هارت فيلر. طبعا ده واضح ان هو ايه عامل مايترال فالف ريبليسمنت فعنده بالمونري فينس كونجيشن ماشي. بعد شويه هيخش في بالمونري اديم. شايفين الابر لوب فيسلز اكبر ازاي من اللور لوب فيسل؟ المفروض النورمال ان اللور تبقى اكبر. طيب يبقى ده بالمونري فينس كونجيشن. طب وده واضحه قوي سهله قوي ان هي بالمونري ايه, البالمونري فاسكولار شادوز بروميننت سلايتلي بروميننت, بس عندك اولوجيميا لللن خلاص, في بروننج للبريفرال بلاد فيسل. فلما تلاقي اولوجيميا يبقى العيان ده عنده بالمونري ايه هايبرتنشن.
مش شرط على فكرة البلمونري هايبرتنشن الكاردي ثوراسيك ريشيو ما بتبقاش فيه كبيرة ولا حاجة، عشان بس يعني خلاص عملنا له سي تي لقينا ايه بقى في السي تي، لان البلمونري ارتري اكبر من الاورطة بكتير جدا، المفروض نورمالي الاورطة قد البلمونري ارتري مرة ونص، لكن لما تلاقي البلمونري ارتري قد الاورطة او اكبر منه يبقى ده عيان عنده بلمونري هايبرتنشن. الشيست اكس راي بيبان العيان عنده اولوجيمي طبعا معاه بلمونري انفاركشن كمان بالورال بيست ويج شيبد الفلر بس برومينت بالمونري كونس برضو ده يقول لك ان العيان ده عنده بلمونري هايبرتنشن. في السي تي ان البلمونري ارتري ديامتر اكبر من الاورطة بلمونري هايبرتنشن. لما تلاقي رايت فنتريكل هيبر دايلاتيشن يبقى ده كور برموناري رايت سايد هارت فيليير نتيجه للبلمونري هايبرتنشن. اسباب البلمونري هايبرتنشن ايه؟ برايمري وسكندري، والسكندري يا اما حاجات في الارتريز يا اما حاجات في الكابيلز يا اما في البين، ده كلام نظري بقى. سامعيني الصوت يا شباب؟ نيجي بقى لاخر احتمال ان في بايلاترال البرومينات فاسكولار شادوز فاسكولار هايبر شادوز، بس البلاد فيسلز ايه واصله البريفري بتاعت اللنج. يعني ايه واصله البريفري؟ احنا بنقسم اللنج ثلاث تلات خلاص، تلت جنب الميدياستينم وتلت جنب الشيست وول وتلت في النص. لو لقيت البلاد فيسلز برومينات واصله التلت الاخير وبرومينات يبقى ده العيان ده عنده بليثرا خلاص. ولما تلاقي برومينات فاسكولار هايلر شادوز ومعاها بالمونري بليثرا ايه الاحتمالات اللي عندك؟ ايه الاحتمالات اللي عندك للبالمونري بليثرا؟ عندك حاجه من الاثنين، يا اما ليفت ورايت شان زي مثلا بيتال داكتس ارتريوزس ارتريوزس اي اس تي دي في اس تي دي، او عنده ايه كونجنيتال سيانوتيك هارت ديزيز ما عدا الفالو. ليش معنى الفالو استبعدت له من الفالو؟ بيبقى معاه اولوجيني ما بقاش معاه بليثرا. لكن الثلاثه الباقيين اللي في السيانوتيك هارت ديزيز او كونجنيتال سيانوتيك هارت ديزيز بيبقى معاه بليثرا. تعال نشوفها في السي تي اوضح بقى. او ده بيتال دي نزلت على فكره الحاله دي على فكره الدور اللي فات في الدكتوراه، بيتا داكتس ارتريوز ما بين الاورطة ما بين البلمونري ارت خلاص، لان في اللنجز البلاد فيسلز برومينانت واصله البريفرال 1 ثيرد. شايفين البلاد فيسل واصله للبريفرال ثيرد ازاي؟ فده يعني عنده بليثرا مع الايه مع البيتا داكتس ارتريوز. يبقى اسباب البليثرا حاجه من الاثنين، وزود سيانوزس يبقى ليفت رايت شالت اي سي دي في سي دي بيتا داكتس ارتريوز، والسيانوزس كونجنتال سيانوزيك هارت ديزيز ما عدا الفالو، لان الفالو معاه اوليجيميا ما بقاش معاه بليثرا زي الترانس بوزيشن اوف جريت فيسلز ترانكس ارتريوزس او توتال انومالس بالمونري فينس ريتير. الكونجنتال سيانوتيك هارت ديزيزز الفالو قلناها اول واحد فالو تترولوجي، والباقيين الثلاثه بيبداوا بحرف التي ترانس بوزيشن اوف جريت فيسلز ترانكس ارتريوزس توتال انومالس بالمونري فينس ريتير. لو انت مش حافظ يعني الكونجنتال سيانوتيك هارت. اخر حاجه بقى هناخدها في التشست وبعد كده ناخد البريك هو الديفيوز لانج ديزيز. طبعا هنا واضح قوي ان دي ايه ريتيكولار اوباستيز. يعني نقسم الديفيوز لانج ديزيزز، هنشرح الديفيوز لانج ديزيز في الاكس راي بقى فقط، يعني ما عندناش وقت ان احنا نشرحه في السي تي الصراحه. في الاكس راي بنقسم الديفيوز لانج ديزيز يا اما عندك ريتيكولار باتر خطوط يا اما نودولار باتر ماشي يا اما الفولار باتر يا اما سيستيك باتر. الحاجات اللي بتعمل ايه ريتيكولار باتر؟ عندك احتمال من الاثنين، يا اما فاين ريتيكولار باتر او كورس ريتيكولار باتر. كورس ريتيكولار باتر يبقى ده كرونيك انترستيشال لانج ديزيز على طول. الكورس ريتيكولار باتر يبقى ده ايه؟ كرونيك انترستيشال لانج ديزيز. طب لو لقيت فاين ريتيكولار باتر ممكن يبقى كرونيك بس مايل او اكيوت ايه انترستيشال لانج ديزيز. ماشي؟ ماشي. طب لقيت نودولار باتن بنقسمها ازاي؟ يا اما لارج نيديول يا اما سمول سايز نيديول. مفيش ميديوم سايز في الاكس راي، الميديوم ده في السي تي، لكن احنا في الاكس راي بنقول لارج او سمول او ميليار يعني السمول دول. اللارج نيديولز طبعا اهم حاجه المتس، اهم حاجه في اللارج نودولار بس يعني. طب والسمول بنقسمها ازاي؟ لازم تقسمها، ما ينفعش تقول لي ميليار تي بي على طول، لازم تقسم الميليار شادوز دي. بتقسمهم ازاي؟ في كالسيمويد ميليار شادوز او نون كالسيفايد اوف سوفت تيشو دنسيتي ميلر شادوز. هل تقدر تعرفها من الاكس راي كالسيفايد ولا لا؟ ازاي؟ لو لقيت ليها ويل ديفايند مارجن يبقى دي كالسيفايد ميلر شادوز، لو لقيت ليها ال ديفايند مارجن يبقى دي ايه؟ سوفت تيشو ميلر شادوز. ايه اللي بيعمل كالسيفايد ميلر شادوز؟ 2 اس السيدروزس والسيليكوزس خلاص. طب وايه اللي بيعمل بقى سوفت تيشو
soft tissue density miliary shadows infection TB histoplasmosis fungal الهايبر سنسيتيفيتي نوميتايتس والميلياري ميتس. في حاجات بتعمل ميلياري ميتس زي الثايرويد حتى اسمها ثايرويد ستور ماشي او ستورم ابييرنس تعمل ميلياري ميتس. لما والنبي لما يجي لك ميلياري شادو ما تقوليش ميلياري تي على طول لازم تقسمها زي ما قلت لك هتقول له في كالسيفايد او دنس ميلياري شادوز بتعرفها ازاي ان ليها ولدفايد مارج اللي بيعملها السيليكوزيس والسيدروزيس في soft tissue density miliary shadows تعرفها ازاي ال defined margin اللي بيعملها infection لازم تقول التي بي ولازم تقول الفانجل infection التي بي هتقول انا عارف لكن ما تنساش الفانجل ما تنساش الهيستوبلازموز مع انه مش موجود في مصر بس قول الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس الاكيوت تايب الميلياري ميتاستاز خصوصا الثايرويد. طيب الالفيولار اوباستيز احنا قلناها في اول المحاضره بيلات الالفيولار اوباستيز ديفيوز وبات وينج وريفرس بات وينج ومالتي فوك. اخر حاجه هنقولها سيستيك ليجنز في الاكس راي لو ثيك وولد يبقى غالبا سيستيك برونكايتس لو ثين وولد يبقى غالبا انفيزيما. هتقول لي يا دكتور انا حافظ السيستيك لانج ديزيز اللي هم ايه اللام الليمفانجيولاي مايماتوزيس صح كده والهيستوسايتوزيس والليمفوسيتيك انترستيشيال نيمونيا ما بتبانش في الاكس راي ما بتبانش في الاكس هي سيستيك لانج ديزيز بس ما بتبانش في الاكس راي انها سيستيك بس بتبان ريتيكولار زيها زي الكورس ريتيكولار. لكن اللي بيبان سيستيك ليجر في الاكس راي لو ثيك وولد برونكايتس لو ثين وولد يبقى بالمونر انفيزيما ماشي كده. نبدا بقى البون فيلم ريدنج ماشي. عندي 3 ايمجز الثلاثه باين فيهم ايه اكسفوتيك ليجن او بوني بروجكشن او بوني اوت جروث ازاي نفرق بينهم. اول حاله دي طبعا الكورتكس يعني في هنا بوني اوت جروث الكورتكس بتاع الاوت جروث ده كونتينوس وذ بارنت بون المضله كونتينوس وذ بارنت بون فدي طبعا ايه اوستيوكوندروما او اكزوستوزيس خلاص. لما تكون مالتيبل اكزوستوزيس بتبقى اسمها ايه زي فازيا الاكليز. طب ده برضو شكله اوت جروث لكن الكورتكس طبعا ما فيش كورتيكال او مضلري كونتينويتي زي الحاله دي رقم واحد. ثاني حاجه السنترال بورشن بتاعها مور اوستيفايد ذان ذا بريفرنت فدي نفكر فيه طبعا في البراوستيا الاوسيوساركوما وخصوصا لما تكون جايه في الباك اوف ذا فيمر ده كاركترستيك لوكيشن. طيب هنا هو شكله اوت جروث لكن هنلاحظ اول حاجه انه ليه اكشل كالسيفيكيشن الاوسيفيكيشن مور في البريفرال عن السنتر فطبعا نفكر في المايوسايتس اوسيفيكانز وخصوصا المايوسايتس اوسيفيكانز بيجي دايما في الادكتور ماسلز الراوند ذا هيب طبعا اكتر حاجه واكتر حاجه الراوند ذا هيب في الادكتور ماسلز. يبقى ده اهم الفرق بينها وبين البراوستيا الاوسيوساركوما ان البراوستيا الاوسيوساركوما الاوسيفيكيشن بيبقى في السنتر مور ذان ذا بريفر لكن المايوسايتس اوسيفيكيشن في البريفرال مور ذان ذا سنتر عشان كده اسمها اكشل كالسيفيكيشن. ثاني حاجه اللوكيشن براوستيا الاوسيوساركوما دايما تيجي الراوند ذا نين اكتر حاجه في الباك اوف ذا فيمر لكن المايوسايتس اوسيفيكيشن دايما بيجي الراوند ذا هيد اكتر حاجه في الادبر في المصر. ده سي تي ليهم هم الثلاثه الاكزوستوزس او الاوستيوكوندروما كورتيكال ومدالري كونتينوتي ماشي. طبعا لو عامل ام ار هشوف الكارتريجنس كاب خلاص. البراوستيا الاوسيوساركوما سنترال اوسيفيكيشن ذان ذا بريفرال مور ذان ذا بريفرال او الماتوريشن سنترال اكثر من البريفرال لكن المايوسايتس اوسيفيكانز مش لازم في المايوسايتس اوسيفيكانز تلاقي كليفت بينها وبين البون هنا ما فيش كليفت ولا حاجه. هل هتغلط فيها؟ لا ازاي زي ما قلت لك بريفرال اوسيفيكيشن مور ذان ذا سنترال اكشل كالسيفيكيشن او اكشل اوسيفيكيشن يبقى دي مايوسايتس اوسيفيكيشن. طبعا دول ايه الجامع بين الليجنز دول تعالى نوصفهم كلهم هنا برضو هنا في سيسايل بوني اوت جروس وسكورتيكال ومدلر كونتينوتي فدي ايه اوستيوكوندروما ماشي. طيب هنا بقى في شويه ايه جوكستا كورتيكال سوفت تيشو اوسيفيكيشن وفي ايه كورتيكال سكالبنج فروم اوت سايد بالاوستيال سكالبنج هنا فدي جوكستا كورتيكال كوندروما خلاص. طبعا الموست رير تايب اوف كوندرال ليجنز يعني طبعا واضح ان دول كلهم كوندرال ليجن. احنا قلنا الاوستيوكوندروما دي جوكستا كورتيكال كوندروما دي السهله بقى دي الام كوندروما انتر مدلر ليجن وفيها بوب كورن كالسيفيكيشن على طول هنفكر في ام كوندروما. امال دي ايه شكلها زي الانيوريزمال بون سيستم بالظبط في الاكس راي اكسنتريك اكسبلتاين مالتي لوكيولار. انا لو شفت اكس راي لوحده ده اقول دي انيوريزمال بون سيستم بس انا ايه اللي جابها هنا وسط الكارتج كونتيننج هو في ليجن شبه الانيوريزمال بون سيست بالظبط
الاكس راي. لكن في الام ار لو عملت ام ار هتلاقي ليه كارترج ايكويفالنت سيجنال تيست اسمه كوندور ماكزويد فايبروم. فالكوندور ماكزويد فايبروم في الاكس راي ايكوال تو انيوريزما بون سيست. عشان كده مع الانيوريزما بون سيست تحط على طول كوندور ماكزويد فايبروم كديفرنشال دياجنوز. لكن في الام ار مش هتلاقي بقى فلويد ليفل, هتلاقي كارترج ايكويفالنت سيجنال. ماشي. طبعا الكونترال ليجن اللي بيجي في الابيفيسس قبل اليونيور ذابيفيسس طبعا معروف اللي هو ايه كوندرو بلاستوم. طب مال دي ايه اخر واحده بقى في الكوندرو ليجن كوندرو ساركوما. طب ايه الفرق بينها وبين الانكوندروما؟ انا مش شايف فرق. لا في اقول لك اول حاجه انها لارج. لما تلاقي لارج كوندرو ليجن تشك في كوندرو ساركوما اكتر من 5 سم. طيب ايه تاني؟ تلاقي اندوستيال سكالوبين. شايف ده النورمال كورت او ده نورمال كورت لكن انا عامل سكالوبين للبوستيرو كورت مرفع قوي. لما الاقي اندوستيال سكالوبين اكتر من 50% اشك ان حصل مالجنت ترانسفورميشن. لو لقيت بروستر رياكشن, لو لقيت اكسترا اوسيس سوفت تيشو كومبوننت, لو العيان لو الليجن ده الانكودروما دي بقت بينفول, كل ده يقول لك ان حصل مالجنت ترانسفورميشن ودي بقت كوندروسايت. ماشي. يبقى ده في الام ار كورتيكال مدلل الكونتينيوتي. طبعا في كارتيليجنس كاب هنا طبعا الكاب اكتر اقل من 1.5 سم يقول لك بنايت. لو اكتر من 1.5 سم يبقى حصل مالجنت ترانسفورميشن. دي جوكستا كورتيكال كوندروما انكوندروما او انترامدلل. دي ايه كوندروموكزويد فايبروما شبه الانيوريزما بون سيست بالظبط في الاكس راي. دي ايفيزير كوندروبلاستوما بيبقى ليها سكروتيك مارجن والسراوندنج جمر قديمه وهتلاقي فيها ماتريكس كالسيفيكيشن. دي كوندرو بقى ساركوما اندوستريال سكالوبينج بريوستر رياكشن اكسترا اوسيس سوفت كومبوننت كل ده يقول لك ان دي كوندرو. يبقى دي كارتريج كونتيننج تيومرز. وده سؤال جه نظري المره اللي فاتت الدور ده كمان مش الدور ده. طب نيجي بقى للفايبرس كونتيننج ليجن خلاص قليلين يعني. لو لقيت حاجه كورتيكال خلاص بتفكر سمول وليها ولد يعني فيريس كلوروتيك مارجن يبقى فايبرس كورتيكال ديفكت. لو كبرت شويه يبقى اسمها ايه نانوس فاين فايبروم. طب لو في الانتيرور تيبيا لو لقيت كورتيكال ليجن بالمنظر ده انا لو شفت حاجه زي كده بفكر على طول في ادمانتينوما خصوصا في الانتيرور كورتكس اوف ذا تيبيا. بس في حاجه شبه الادمانتينوما بالظبط بيبقى فيها فايبرس تيشو اسمها اوستيو فايبرس ديسبليزي غير الفايبرس ديسبليزي. الاوستيو فايبرز ديسبليزيا حاجه والفايبرز ديسبليزيا حاجه ثانيه بتيجي برضو في الانتير كورتكس اوف ذا تيبيا وشبه الادمانتينوما بالظبط حتى في الباثولوجي. ماشي. طيب دولت الكورتيكال ليجن فايبرز كورتيكال ديفكت واوستيو فايبرز ديسبليزيا. ايه ثاني؟ الانترا ميدالري نون اوسفاين فايبروما خلاص شبه الانيوريزما بونسيست شويه بس ما الاكسبانشن بتاعها اقل من الانيوريزما بونسيست. ولو عملت لها ام ار هتلاقي فايبرز تيشو سيج. ماشي. والفايبرز ايه ديسبليزيا بتبقى ليه هنا جراوند جلاس دنس. طب المالجنت فايبرس كونتيننج ليجنز الفايبروساركوما والمالجنت فايبروسيستايتوما ازاي؟ طبعا احنا حافظين اقول لك ان الفايبروساركوما بتمسح العظم. يعني ايه بتمسح العظم؟ بتعمل بيرميتيف بوند ستراكشر ويز نو بريوستير رياكشن. خد بالك يعني ممكن تكسر الكورتكس وتكسر المظله بس ما تلاقيش معاها بريوستير رياكشن. ده معنى كلمه ايه بتمسح العظم في الفايبروساركوما او مالجنت فايبروسيستايتوما. ده في الام ار المالجنت فايبرس سايتوما. انا عايز اقول حاجه برضو مهمه الويل ديفينيشن اوف ذا ليجن ده مقصود بيه الاكس راي وليس الام ار. يعني لما تقول الليجن ويل ديفاين مارجن ان ده بيناين او ويل ديفاين مارجن مالجنت ده الاكس راي. يعني الليجن باين هنا ويل ديفاين خلاص فانا غالبا هقول ده مالجنت بوني ليجن. لكن لما عملت له ام ار ويل ديفاين الويل ديفينيشن في الام ار نوت اجينست مالجنس. كل المالجنت ليجن في الام ار هتلاقي المارجن بتاعها ويل ديفاين ده عادي دي حاجه والاكس راي حاجه ثانيه. ماشي. فالويل ديفينيشن في الام ار اي نوت اجينست المالجنس والديفينيشن في الام ار اي مش مع البناين. لحظه ايه ده والويل ديفينيشن في الام ار اي مش مع البناين مالجوم مارو ريكونفرجن بيبقى ال ديفاين في الام ار. يبقى الويل المارجن ديفينيشن والويل ديفينيشن ده اكس راي فايندينج رقم عليه في الاكس راي. طبعا دي مهمه ميتافيزيال اكسبانشن او اسمها ايرلين ماير فلاسك ديفورميتي ديفرنشال دياجنوز. تفرق ازاي؟ ايه الاسباب لايرلين ماير فلاسك ديفورميتي؟ ثلاسيميا الجوشرز ديزيز الاوستيوبتروزس الميتافيزيال ديسبليزيا. افرق بينهم ازاي؟ بالبون دنسيتي. لو في انكريز بون دنسيتي مع ايرلين ماير فلاسك ديفورميتي يبقى ده اوستيوبتروز. طب لو لقيت ديكريز بون دنسيتي افكر في الثلاسيميا او كرونيك هيموليتيك انيميا واللايسوسومال ستورج ديسيز زي الجوشر ديسيز. هنا في مدلل ميتافيزيال اكسبانشن وفي ديكريزد بون دنسيتي. طب لو لقيت نورمال بون دنسيتي مع الايرلين ماير افكر في ميتافيزيال ديسبليزيا او ايه بايلز ديسيز. يبقى انا عملت لك ديفرنشال دايجنوزيس
للإيرلين ماير فلاسكي ديفورميتي ماشي للإيرلين ماير فلاسك قارورة بيستخدموها في الكيمياء ماشي طرحة واحد اسمها إيرلين ماير لما تلاقي اللونج بون شبه الإيرلين ماير فلاسكي دي الديفرنشال دياجنوز بالبون دنس كريس دنسي أوستيوبتروز كريس دنسي كرونيك مالتيك أنيميا أو لايسوسومال ستورج ديسيز نورمال دنسي يبقى ميتافيزيال ديسبليزيا أو بايزيز. هنا في ايه طبعا هنا في تيبيال باوي خلاص ماشي وايه تاني في ديفيشنسي في الميديال ابيفسس وفي بيكينج في الميتافسس وفي باوين في الدايفس ومعها ايه تيبيا فارا اسمها ايه دي كونجنيتال تيبيا فارا او بلاوند ديزيز تاني بقى يبقى ايه البلاوند ديزيز ده ديفيشنسي في اوف ذا ميديال ابيفسس اوف ذا تيبيا طبعا وبيكينج اوف ذا ميديال ميتافسس وباوين اوف ذا ايه دايفسس يبقى ده كل ده وعلى بعض معاهم ايه كونجنيتال تيبيا فارا كل ده على بعض اسمه بلاوند ديزيز اسباب الباوند اوف ذا تيبيا كلها مهمه دي حاله انا لسه مارشفها من كام يوم كده كانوا اتنين اخوات ده واحد منهم يعني عنده انتيرو باوند في التيبيا الرايت والليفت الليفت التيبيا دي ما فراكشر وطبعا معاه جنرالايز ديكريس في البون دنسيتي والبون باين قوي ان هو ثين وجراسيل فده يعني عيان عنده اوستيوجينيس امبرفيكتا هو واخوه اسباب الليك باوند مهمه طبعا كديفرنشال دياجنوزز في ديفلوبمنتال باوند او فيسيولوجيك باوند ده بيختفي بعد سنتين في حاجات تانية بتعمل باوند الريتكس طبعا هنا ده هيل دي ريتكس باين دنس ميتافيزيال بان في وايدنينج اوف ذا ميديال فايسز خد بالك اللي بيعمل وايدنينج اوف ذا ميديال فايسز ده هو الايه الريتكس ماشي وفي باوند طبعا في الفيمر وفي التبي ايه تاني خد بالك لازم الريتكس يبقى بايلاترال باوند البلاوند ديزيز طبعا ديفيشنسي اوف ذا ميديال بيفسز بيكينج اوف ذا متافسس باوينج اوف ذا دايفسس ممكن يبقى يونيلاترال وحتى لو بيلاترال بيبقى اسيمتريك يبقى واحده اكتر من الثانيه طيب الانتيرو باوينج ممكن بيحصل مع ايه مع النيوروفايبروماتوز ما تنساش خلاص اللي هو تيبيال سودو ارثروز من ضمن المانيفيستاشن بتاعه السودو ارثروز هو الباوينج ايه تاني اللي بيعمل باوينج الاوستير قلت لك الاوستيوجينس امبرفيكتا بقى ثين والجراسيل بونز رفيع جدا ورشيق اللونج بونز رفيعه جدا وايه معاه جنرالايز ديكريست في البون ديز ايه تاني اللي بيعمل تيبيال باو حاجات كونجنيتال زي الفيبولار هيميميليا هنا الفيبولا ابسنت ماشي ده عامل طبعا شورتنينج في اللور لين من الناحيه الشمال لكن الفيبولا هنا على الرايت موجوده لكن هنا على الليفت ابسنت والتيبيا فيها باو دي كلها اسباب الباو ماشي ده الامثله الجريز اوف تيبيال سودا ارثروزيس اللي بيحصل مع النيوروفايبروماتوز ممكن مجرد باوي ممكن باوي مع السيكنينج في الكورتكس ماشي ممكن يحصل سيست فورميشن زي في الحاله دي وممكن يحصل كومبليت فراكشر ومعها ريزولفد انس في المنظر يبقى دي جريدز المختلفه للسودو ارثروز هجيب شويه امثله للاكس راي اوف ذا فوت عشان الحاجات اللي بتيجي في الفوت يعني طبعا هنا ايه اول حاجه ده جوينتز اول حاجه يعني الكلام ده في منتهى الاهميه لما تلاقي اكس راي بون جوينت ديزيز ولا بون ديزيز طبعا ده جوينت ديزيز لان هو واخد البوس ارتكولار سيرفيس في بوس السكند ميتاتارسو فالنجيال جوينت في ريزوربشن او ديمينورايزيشن اوف ذا ارتكولار سيرف ومعاه مارك سوفت تيشو ديما فكر طبعا في سيبتيك ارثرايتس هنا في ايه هنا في بون ديفورميتي اللي هي بنسل انكاب ديفورميتي سورايس هنا في جوكس كورتيكال بانشد اوت بون ايروجن ومعها طبعا هنا سوفت تيشو طفاي فدي جاوتي ارثرايتس دي بقى يعني مش عارف ليه ناس كتير يعني بتتلخبط فيه هنا اولا ده بايلاترال ديزيز في جوكستا كورتيكال اوستيوبينيا في الميتاتارسو فالنجيال جوينتس بايلاترالي وسيمتريك واضح اول ميتاتارسال هيد هنا اوستيوبينيك وهنا نفس الكلام وعلى الناحيه والبيزس اوف ذا بروكسيمال فالنجيز الناحيه دي والناحيه دي برضه اوستيوبينيك دي روماتويد انت حافظ الروماتويد في الهاند بس هي بتيجي في الفوت برضه يبقى جوكستا كورتيكال اوستيوبينيا وخصوصا في الميتاتارسو فالنجيال جوينتس دي مع الايه؟ مع طبعا بري ارتكولار سوفت تيشو قديمه فده ايه؟ وخصوصا لما يكون بايلاترال ديسيز ومالتيبل جوينت افكشن ده روماتويد. طيب دي طبعا محفوظه قوي اللي هي بتيجي في الترسو ميتاتارسال جوينت يحصل فراكشر ديسلوكيشن في الترسو ميتاتارسال جوينت اسمها ليس فرانك فراكشر ديسلوكيشن تحصل طبعا مع الشارك جوينت او نيوروباثيك ارثروز. دي برضو مهمه ماشي قوي يعني ما تنسوهاش ارجوكم في كولابس اوف وفلاتنينج اوف ذا سكند ميتاتارسال هيد لكن البروكسيمال
البيز اوف ذا بروكسيمال فالانكس بريزيرفد فده مش جوينت ديزيز. امال ده ايه؟ ده اوستيوكوندروزس كولابس افاسكولار بون كلوز كولابس اند سكلروز اوف ذا سكند ميتاتارسال هير. اوستيوكوندروز اسمها ايه؟ فرايبرج انفاركشن. طبعا كل انواع الاوستيوكوندروز مهمه واحيانا يقول لك سمحهم فلازم تبقى حافظهم ماشي. طبعا البايلاترال الفيمورال هيد بيرسز يبقى بيرسز ديزيز حافظين يعني، او حتى اللاترال لو كان في اللور باتيلر بول يبقى اسمه ايه؟ سندنج لارسنج ديزيز ماشي. طب وده اسجد في التيبيال تيبروستي هايبر اوستوز فراجمنتيشن اوف ذا تيبيال تيبروستي يبقى ده ايه؟ اسجد شلاتر ديزيز. سكليروزس وفراجمنتيشن مهمه وما لا تنسى الفراجمنتيشن اوف ذا كالكينيال ابوفيسز يبقى سيفير ديزيز او كالكينيال ابوفيزايتس ماشي. مهم قوي الفراجمنتيشن. السكليروز لوحده مش كفايه، ياما شفت سكليروتيك كالكينيال ابوفيسز في نورمال كيدز عادي خالص، لكن اهم حاجه الفراجمنتيشن. طبعا الكلاب دي برضو بتيجي الكلابس والسكليروز في النافيكولار بون اللي هو كوهلر ديزيز في الاطفال ماشي. ودي طبعا معروفه اللي هي ايه؟ كولابس وسكليروز في اليونيت بون اللي هو كاين بوكس. يبقى دي كل انواع الاوستيوكوندروز. ايه الساين دي اسمها ايه بقى؟ سيبك من الاسماء هنا. سيكويسترام ساين. ايه سيكويسترام ساين؟ في الراديولوجي سيكويسترام ساين او بوني سيكويسترام ساين سنترال سكليروز سراوندنج ليوسنسي ماشي خلاص. لكن في الباثولوجي التعريف مختلف على فكره، هقول لكم بعدين. المهم لما تلاقي في الكالكينيوس سنترال سكليروز حواليها بريفرال ليوسنسي غالبا دي انترا اوسياس ايه؟ لايبوما. عملنا لها سي تي بين هايبودنس وعملنا لها ام ار بين انها فداس. طب ايه الحاجه؟ بص دي بقى البوني سيكويسترام ساين. في الراديولوجي معناها سنترال كالسيفيكيشن وحواليها ليوسنسي. امال في الباثولوجي معناها ايه؟ بنقولها بس على السيكويسترام بتاع الاوستيومايلايتس. لكن في الراديولوجي البوني سيكويسترام ساين حاجه والسيكويسترام حاجه ثانيه بتاعت الباثولوجي. السيكويسترام بتاعت الباثولوجي بتاعت الاوستيومايلايتس معناها ديد سكليروتيك بون سراوندد باي نكروز والديفينيشن مهم. لكن البوني سيكويسترام ساين سنترال كالسيفيكيشن سراوندد باي ليوسنسي ماشي. زي دي مثلا بوني سيكويسترام ساين في انتروسيس لايبوما مش في اوستيومايلايتس ولا حاجه. هنا في السكال طبعا خصوصا في الطفل الصغير نفكر في ايه؟ ايزونوفيليك جرانيولوما او هيستوسايتوز. دي طبعا باين اول مدلل سكليروز كورتيكال سيكننج وده بوني سيكوسترام الحقيقي بقى. ده طبعا كرونيك اوستيومايلايتس. لما تلاقي بوني سيكوسترام ساين في الكورتكس البوني سيكوسترام بتاعت الاوستيومايلايتس تبقى انترا مدلل. لكن البوني سيكوسترام بتاعت اللي هي ايه؟ الاوستيويد اوستيوما بتبقى كالسيفايد نايدس جوه الاوستيويد اوستيوما نايدس قصدي فيها سنترال كلاسيفيكيشن جوه النايدس فتبقى الكورتيكال غالبا. ممكن ما تبانش في الاي بي فيو لكن لو عملت سي تي او لاتر هتعرف انها انترا كورتيكال ليجن. باستو البوني سيكوسترام ساين في المانديبول ممكن تبقى موجوده، ممكن تبقى اوستيومايلايتس، ممكن في العينين اللي واخدين راديشن برضو بيبقى فيهم البوني سيكوسترام ساين. يبقى دي الحاجات اللي بتعمل بوني سيكوسترام ساين كلها في السكال ايزونوفيل جرانيلوما خصوصا في الطفل يعني. في الادر ممكن تبقى ميتاستاسيس لو في السكال. في المانديبول استيوريديو نيكروز. في اللونج بون لو انترا ميدلري يبقى كرونيك اوستيومايلايتس. انترا كورتيكال يبقى نفكر في الاوستيود اوستيوما. لو لقيت في الكالكينيوس يبقى انترا اوسيس لايكوما. الانواع المختلفه بقى بصوا ازاي بتقسم الارثرايتس عشان لو جات لك حالك ارثرايتس واقول لك ايه انواع الارثرايتس تبقى عارف بتقسمها ازاي. هتقول في انفلاماتري ماشي وفي ديجنراتيف خلاص. الانفلاماتري فيه انفكشوس وفيه اوتوميون. تفرق بينهم ازاي نظري كده؟ الانفكشوس مونو ارتكولار، الاوتوميون مالتي خلاص. يعني الاوتوميون ارثرايتس زي الروماتويد اي سكليروديرما اي حاجه بتاخد مالتيبل جوينت، لكن الانفكشوس سيبتيك ارثرايتس او حتى التي بي بتاخد سنجل جوينت غالبا يعني ماشي. طيب الديجنراتيف عندي برايمري وعندي سكندري. البرايمري اوستيوارثرايتس ليها سبيسيفيك ديستريبيوشن تبقى بايلاترال وسيمتريكال بس ليها سبيسيفيك ديستريبيوشن. اكتر جوينت تاخده النيه طبعا ماشي. الهيب اقل شويه. الديستال انترفالنجيال جوينت خلاص. الفيرست كارب ميتاكاربال جوينت من الديستريبيوشن بتاع البرايمري اوستيوارثرايتس معروف. ده بالاضافه للايج ما ينفعش اقول لي برايمري اوستيوارثرايتس في يعني ايه. نيجي بقى السكند. في حاجات بوست تروماتيك وفي حاجات ديبوزيشنال ارثروباسي وفي حاجات زي النيوروباسيك ارثروباسي. هنقول لهم كلهم دلوقتي خلاص. هنجيب امثله ليهم كلهم عشان تبقى عارف. ده مثلا اللاترال ناروينج في الهيب جوينت سبيس. ان اللاترال يبقى على طول ده سيبتيك ارثرايتس. احنا قلنا الانفكشوس ارثرايتس بيبقى ايه؟ غالبا مونو ارتيك.
ده هنا واخد الفرتبرا طبعا معروف الانفكتوسايتس بتاخد الفرتبرا الاند بليس هي التي بي او السبونديلوديسكايتس عموما. طيب ده بايلاترال ومالتيبل واخد الميتاكاربو فارينجيال جوينتس ومعاه ديسلوكيشن ريماتويد ارثرايتس. نعم ماشي. طب دي هل دي برايمري اوستيوارثرايتس؟ ده عندي شولدر اهو في نارو في جوينت سبيس سبكوندرال سكلوز مارجنال سبايل. اقول عليها برايمري؟ لا احنا قلنا الديستريبيوشن بتاع البرايمري معروف ني هيب سباين ديستال انترفرنجيال جوينت وفيرست كاربو انتكاربال جوينت. امال انا لما الاقي البو في اوستيوارثرايتس ولا الشولدر في اوستيوارثرايتس؟ لا لازم افكر في حاجه ان ده الاوستيوارثرايتس هنا سكندري الحاجه سكندري مثلا هنا في الشولدر كان روماتويد سكندري الشاركوت جوينت. فاهمين؟ فلما تلاقي اوستيوارثرايتس في نون ويت بيرنج جوينت يبقى دي غالبا سكند اوستيوارثرايتس ما تتلخبطش. طبعا البايلاترال ساكروليتس دي مهمه بتيجي طبعا مع السيرو نيجاتيف سبونديلو ارثروبيسز اللي هم ايه السيرو نيجاتيف سبونديلو ارثروبيسز. طبعا لازم اوصف هنا في نارو في الجوينت سبيس سبكوندرال ايروجنز وسكليروزس بايلاترال. ايه الحاجات اللي بتعملها السيرو نيجاتيف ارثروبيسز؟ هم الانكيلوزنج والرايتر سيندروم ماشي والسورايسيس والانتيروباثيك ارثروبس. مهمه قوي لازم تكون حافظها. تعال نفرق بين شويه حاجات كده بتيجي في الفرتبرا. يعني ده بلين اكس راي لاربع حالات مختلفين. هنا في مارجنال اوستيوفايت سيندسموفايت سوري دي مارجنال سيندسموفايت بيحصل اوستيفيكيشن ان انيولس فايبروز ماشي. فدي طبعا مع الايه الانكيلوزنج سبونديلايت اللي انتوا بتقول عليها بامبو سباين دي. بس لما اقول لك ايه المانيفيستاشن اوف انكيلوزنج والنبي ما تقوليش بامبو سباين دي على طول. ابدا الاول بالبايلاترال ساكروليتس بعد كده قول اللي انت عايزه. طب يبقى مارجنال سيندسموفايتس انكيلوزنج سبونديلايتس. طب نان مارجنال يعني هنا جاي عند المارجن بالظبط لكن دي بعيده شويه. نان مارجنال سيندسموفايت تيجي مع السورايسيس. طيب امال دي ايه؟ يوستيوفايت. عرفت منين يا دكتور؟ فرقت بينها السيندسموفايت بتبقى فيرتيكال لكن الاوستيوفايت بتبقى هوريزونتال خلاص وعند الاند بليد بالظبط. يبقى الاوستيوفايت دي بداعي يعني عنده سبونديلوز. امال دي ايه؟ شبه هوريزونتال برضه بس مش عند الاند بليد بالظبط. هو الاند بليد من حوالي 2 مل. ايه دي بقى؟ اسمها تراكشن بون سبير. بتحصل مع العيانين عندهم انستابيليتي خلاص فنتيجه للتراكشن على الانيولوس فايبروزس بيحصل بون سبير. ازاي افرق بينها وبين الاوستيوفايت؟ ان الاوستيوفايت بتبقى عند الاند بليد لكن دي بعد الاند بليد ب 2 مل. يبقى ده مارجنال سيندسموفايت نون مارجنال سيندسموفايت اوستيوفايت تراكشن بون سبير. مهمه قوي دي على فكره. دي انكيلوزنج دي سورايسيس دي سبونديلوزيس او سبونديول جينف تشينجز ودي ايه سباينال انستابيل. يبقى باختصار قلنا كده الانفلاماتوري ارثرايتس انفكتشوس زي السيبتيك ارثرايتس والتي بي او اوتو اميون زي السيرو بوزيتيف روماتويد او سيرو نيجاتيف اللي هي بتبقى عامله بايلاترال ايه ساكروليتس وقلنا الاربع انواع. طيب نيجي بقى للديجنراتيف. في البرايمري طبعا بتاع النيه مشهور قوي وخصوصا لما تلاقي النارون في الميديا الفيمورال تيبيال كومبارتمنت ده ياكد لك ان ده برايمري. الديستال انترفرنجيال جوينت باين قوي ان ده ايه في نارون في الجوينت سبيس وفي مارجنال اوستيوفايت ده برايمري اوستيوسايتس خصوصا في الستات. برضه الفيرست كاربو ميتاكاربال جوينت مشهور قوي بالبرايمري اوستيوسايتس. امال ده ايه؟ ده فاريانت من الانفلاماتوري فاريانت من الاوستيوارثرايتس اسمه ايروزيف اوستيوارثرايتس. تعرفوا ازاي؟ ليه سي جال ابييرنس بالمنظر ده بيعمل سنترال ايروجن ده رقم واحد. رقم اثنين ما تلاقيش معاه مارجنال اوستيفايد زي البرايمري. برايمري مارجنال اوستيفايد بتبقى واضحه قوي من الجوينت سبيس واضح لكن ده السنترال ايروجنز فيه اوضح. عشان كده ده انفلاماتوري فاريانت من الاوستيوارثرايت اسمه ايه؟ اسمه ايروزيف اوستيوارثرايت. يجي في البروكسيمال او الديستال عادي ملهاش دعوه ملهاش علاقه. ده الفرق بين الايروزيف اوستيوارثرايتس والبرايمري اوستيوارثرايتس العاديه. خلاص دي بتيجي في الديستال اكتر وممكن تيجي في البروكسيمال برضه بس المارجنال اوستيفايز بتبقى واضحه قوي لكن هنا السنترال ايروجنز بتبقى اوضح. ده ايه ده؟ العيان عنده فراكشر في السكافولد. طب وبعدين حصل له راديو كاربن سكندري اوستيوارثرايتس بوست ترومات ماشي سكندري اوستيوارثرايتس في الراديو كاربن جوينت اسمه ايه ده؟ سكافولد نان يونيون ادفانسد كولابس. ليها ستيجز وبتاع بس هي العينين اللي عندهم فراكشر سكافويد ممكن يديفلوب ايه سكندري اوستيوارثرايتس في راديو كاربال جوينت. خلاص طيب هنا ايه ده بقى؟ هنا في ناروينج
في الايه في الجوينت سبيس في الميتاكاربوفالانجيال جوينت البروكسيمال ماشي لكن الديستال ما فيهوش حاجه اللي طبعا الروماتويد ارثرايتس خلاص هنا في مارجنال بون ايروجن وباين اس ايه توفاي هنا فدي الايه جاوتي ارثرايتس هنا في كوندروكارسينوزس هدور بقى في الديبوزيشنال الفرابسي اللي بتعمل كالسيفيكيشن في الكارتريج ماشي زي كالسيوم بايروفوسفيت ديبوزيشن ديسيز او هيدروكسي ابيتيت ديبوزيشن ديسيز هتلاقي ارثرايتس ومعاها كالسيفيكيشن في الكارتريج نفس الكلام هنا في ايه كالسيفيكيشن في الهايلاين كارتريج فده كالسيوم بايروفوسفيت ديبوزيشن ديسيز او هيدروكسي ابيتيت ديبوزيشن ديسيز الكالسيوم بايروفوسفيت ديبوزيشن ديسيز او سودو جاوت اللي احنا بنقول عليه سودو جاوت ماشي طب ودي في كالسيفيك تندروماس فده نفكر برضو في ايه في ديبوزيشنال ارثروباسي زي الهيدروكسي ابيتيت ديبوزيشن ديسيز بتعمل كالسيفيك ده تندروماس في الشولدر تعمل حاجه اسمها برضو احيانا تعمل ديستراكشن في الشولدر اسمها ميلواكي شولدر بيبقى مور سيفير فورم اوف هيدروكسي ابيتيت ديبوزيشن دي برضو نوع من الديبوزيشن ارثروباسي ازاي اولا جاي في طفل صغير بس مش باين هنا ان هو طفل يعني لكن هو الارثروباسي ديفلوبمنت عنده من هو طفل في وايدنينج في الانتر ايه كوندايلر نوتش طبعا دي هيموفيليك ارثروباسي الموست كومن لوكيشن ليها للايه في الني لكن ممكن تيجي برضو في القلب خد بالك الهيموفيليك ارثروباسي بتعمل سكندري اوسارثروباسي دي اصعب واحده فيهم بقى نيوبين مع ان كانت مره نزلت زمان وانا نايم بس يعني ما نزلتش تاني من ساعتها العينين اللي عندهم كرونيك رينال فيلير برضو بيديفلوب ديبوزيشنال ارثروباسي في الشولدر ماشي بالظبط برافو عليك يا نويش العينين عندهم ايه كرونيك رينال فيلير بيديفلوب ديبوزيشن ارثروباسي في الشولدر هتلاقي في سوفت تيشو ديبوزيشن حوالين الشولدر الساين دي اسمها شولدر باد ساين ان انت ايه كان العيان مركب كتفات الشولدر باد اللي هي الكتفات بتاعت البدن ماشي فعشان بيحصل ديبوزيشن للاميلويد ماتيريال في السوفت تيشو فاسمها شولدر باد ساين باينه وبتبان حتى كلينيك وبتبان بقى في الارث في الشولدر ازاي ان بيحصل ناروي طبعا في الجوينت سبيس وفي ديفكتس كده نتيجه للديبوزيشن الاميلويد ماتيريال من غير ما اعرف ان العيان عنده كرونيك كليير فيليا مش هقدر اشخصه هو دي حته كمان عشان بس تبقى واضحين يعني يبقى دي انواع الديجنراتيف ارثرايتس كلها في برايمري في بوستر سكندري البوست تروماتيك السكندري بوست تروماتيك ديبوزيشنال او نيوروباثيك زي الايه الشارك جوينت احنا قلناها في الفود بالذات يعني الشولدر برضو ممكن يجي فيه شارك جوينت الناس اللي عندهم سيرينجوماليا ودي برضو بتنزل على فكره يجيب لك فيلم اكس راي في الشولدر وجنبه ايه او في الالبو وجنبه ام ار اي في السيرفايكال سباين وان عيان عنده سيرينجوماليا بيديفلوب برضو شارك والسيفلس برضو كان بيعمل شارك في الني جوينت زمان يعني نفس الكلام اللي احنا ده اللوكيشن بتاع كل جوينت يعني اكتر جوينت بيجي فيه النوع ده من الارثرايتس يعني السيبتك ارثرايتس طبعا اكتر حاجه الهيب التي بي طبعا في السباين الروماتويد طبعا في البروكسيمال انترفالنجيال جوينت والميتاكاربوفالنجيال السيرو نيجاتيف اللي هم الانكلوز اكتر حاجه في الساكرو ايلياك جوينت البرايمري مثلا اوستيو ارثرايتس اكتر حاجه قلناها ايه الني طبعا السباين الديستال انترفالنجيال جوينت والفيرست كاربو ميتاكاربال جوينت الايروزيف قلنا في البروكسيمال والديستال انترفالنجيال جوينت طب والبوست تروماتيك اكوردنج للسايت اوف تروما بس اكترهم طبعا مع السكافويد فراكشن الديبوزيشنال الجاوت بيجي طبعا فين اللي هو فيرست ميتاتارسو فالنجيال وانتر فالنجيال جوينت الكالسيوم بايروفوسفيت ديبوزيشن ديسيز في الشولدر هيدروكسي بيتي ديبوزيشن ديسيز برضه في الشولدر هيموفيليا في النيو في الالبو الهيموكروماتوزس في الميتاكاربو فالنجيال جوينت والاميلودوزس في الشولدر النيوروباثيك او شاركو جوينت الدايابيتس في الفوت احنا قلناها في الترسو ميتاتارسال جوينت او اللي اسمه ليس فرانك جوينت السيرينجوماليا في الشولدر والالبو والسيفلس في الني خلاص تمام يبقى دي اللوكيشن بتاعت انواع الارثروباس المختلفه بعض الحاجات اللي بتيجي في الهام عشان بس بتيجي كتير يعني هي ملهاش فريشر ديجنوز بس انا اجيب عشان طبعا دي مهمه هي سب الاوستيال بون ريزوربشن الونج ذا راديال سايد اوف ذا سكند او ثيرد فورث ميتا ايه فالنجيز ودي طبعا هايبر باراثايرويديزم لما اجيب لك حاله زي دي هايبر باراثايرويديزم اكيد هسالك يعني ايه بقيه المانيفستيشن اوف هايبر باراثايرويديزم هتقول لي ايه في البون بون ريزوربشن يا اما سب الاوستيال بون ريزوربشن يا اما اندوستيال هنا اندوستيال بون ريزوربشن في السكال سولت اند بيبر خلاص resorption of lamina dura subchondral bone resorption زي sacroiliac joint تلاقي brown tumor في soft tissue بقى تلاقي calcification زي calcification في cartilage في blood vessels
احيانا بيعمل روجرت سباين اللي هو اسكليروز بعكس المفروض. يعني انا عارف ان الهايبر بارازيتيزم بتعمل بون ريزوربشن، امال ازاي بتعمل اسكليروزس؟ انون كوز، انها مع السكندري بالذات اللي هو رينال اوستيودستروفي ممكن يحصل سكندري هايبر يحصل اسكليروزس، مش عارفين ايه السبب. يبقى لما تلاقي فيه حتة اسكليروتك في هايبر بار يبقى ده اكيد سكندري هايبر بار. في برضو الليسليتك ابييرنس في الفالانجيس اللي هي بتحصل مع الساركويدوزيس. الليسليتك اللي هو يعني عامل زي المفرش المخرم بتاع زمان. انا جايبها ليه دي؟ عشان اقول لك بقيت ايه اسباب بقيت الحاجات اللي بتعمل ايه داكتلايت. يعني الساركويدوز بيعمل داكتلايتس ويعمل الليسليتك باتنج في الفالانجيس. ايه بقيت الحاجات اللي بتعمل داكتلايتس؟ مهم السؤال ده بقى. التي بي، السيفلس طبعا، الساركويدوز، السيكل سيل انيميا، والسورايسيس والاوستيومايلايتس. لكن الروماتويد ارثرايتس مش من ضمن اسباب الداكتلايتس. داكتلايتس يعني انفلاميشن اوف ذا انتاير ديجيت، الصباع كله وارم خلاص. طب ليه الروماتويد مش تبعه؟ مش تبع الداكتلايتس لانها بتاخد البروكسيمال بس وسايبه الثاني ماشي. الداكتلايتس مش من ضمن اسبابها الروماتويد. ازاي تفرقهم ماشي؟ ده مثلا السيكل سيل انيميا، تعمل هاند اند فوت سندروم في الاطفال، تلاقي بري اوستر رياكشن في الميتاكاربال بون من ضمن اسباب الداكتلايتس. ده ايه عيان عنده ايه ده؟ سورايسس، باين هنا سورايسس، حتى فيها سورايسس، وتلاقي فلافي بري اوستر رياكشن يعمل داكتلايتس برضو. سباينا فينتوزا في التي بي مشهوره، والصوره دي مهمه، تلاقي اكسبانشن في الميتاكاربال بون بالمنظر ده، سباينا فينتوزا سيستيك تايب اوف تي بي. الاوستيومايلايتس وخصوصا في الديستال فالت تعمل داكتلايتس ماشي، هتلاقي فيه البوني سيكويسترم هنا باين. يبقى قلنا كل اسباب الداكتلايتس طبعا دي برضو مهمة. بتلاقي مدلر اكسبانشن في كل اللونج بونز نتيجة للايه؟ المدلر اكسبانشن ده لايه؟ طبعا مع الايه؟ مع الكرونيك موليتيك انيميا. المانيفستيشن برضو في كرونيك موليتيك انيميا مهمة، مدلر اكسبانشن، برومينال سكندري بون ترابيكولي في الاسكال ايه هيرون اند ابييرنس، اوبليتريشن في البارانيزال ساينس، تلاقي البارانيزال ساينس اوبليتريتد ان هو محتاج كل جزء من العظم عشان يطلع ايه؟ يطلع ار بي سيز. بيحبوا دايما يجيبوا حالات كورونيك موليتيك انيميا في فيلم شيست اكس راي. دي جات لي في امتحان الدكتوراه، خدوا بالك. يقول لك في، مع ان الريب اكسبانشن بيبقى فيري ساتل، بس يقول لك لا والله هنا في ريب. فما تنساش تبص على الشيست، بقيه الشيست وون، يعني هنا في باين ان هنا في ايه؟ جنرالايز ديكريس في البون دنسيتي، مدلر اكسبانشن، وبرومينانت سكندري بون ترابيكري، والريب اكسبانشن بس بسيط بس موجود. فما تنساش الكورونيك موليتيك انيميا في افلام الشيست اكس راي. احيانا بقى يصعب شويه، يجيب لك شيست اكس راي وفي مدلر اكسبانشن ومعاه ايه؟ ميدياستاينال ماس، عشان تقول له ان دي اكسترا مدلر هيماتوبويسيس ماشي. في السي تي طبعا اوضح واسهل، هنا باين اول مدلر اكسبانشن في الريبس والبروميننت سكندري بون ترابيكولي ومعاه ايه؟ بوستيرو ميدياستاينال ماس نتيجه للاكسترا مدلر هيماتوبويسيس. برضو من ضمن المانيفستيشن اوف كرونيك موليتيك انيميا الهيموكروماتوز، تادي جنرالايز ديكريس في السيجنال انتنسيتي في الليفر وفي السبين وكمان البنكرياس والمايوكارديا. دي برضو فيها بون ايروجن ماشي خلاص. فدي غالبا سورايس هي بنسل انكاب ديفورم. قلنا سيرو نيجاتيف سبونديولو ارثروبس قبل كده، الانكيلوزنج والسورايسز والرايتر والانكيلوباثيك ارثروبس. دي مهمه بقى، معاهم ارشيف منها كتير قوي في باب الشعريه. ايه بقى؟ لما تلاقي جوينت ديسيز، اولا ده مالتيبل جوينت ديسيز مش واحد بس، فبولي ارتيكلو. فلما تلاقي بولي ارتيكلو ارثرايتس، احنا قلنا بنفكر في الاوتو ميون، في طفل صغير خلاص لازم تفكر في الجوفينايل روماتويد ارثرايتس، وخصوصا انها واخده بس البروكسيمال انترفالنجيال جوينت وسبيرنج ذا ديستال انترفالنجيال جوينت خلاص، واخده طبعا الكار انتر كاربال جوينت. ما تنساش ان الانكيلوزيس في جوفينايل روماتويد ارثرايتس فيري كومن، ان هو بيحصل انفلاميشن فيري ايرلي قبل البون، قبل الفيزيا بليد فيوجن حتى، فدايما تلاقي معاه انكيلوزيس. فدي جوفينايل روماتويد ارثرايتس. انواع جوفينايل روماتويد ارثرايتس دي نظر، يعني بولي ارتكولر اكتر من 4 وبروسي ارتكولر اقل من 4 جوينتس، والسيستميك اونست جوفينايل روماتويد ارثرايتس او ستيلز ديزيز تيجي في فيفر وراش وسبينوميجي وارثرايتس. دي مهمه برضو جت قبل كده، لما تلاقي اوستيوليتيك ليجن
بس تقريبا الفيلم منزلونه كان فيلم فوت يعني. لما تلاقي استيليتيك ليجن في ديستال فلت اول حاجه انكلوجن درمويسيس او انكلوجن ابيدرمويسيس خلاص، ده رقم واحد. رقم اثنين طب انجوال جلوماس تيومر وارد، ده اللي اكتر الاثنين اللي هو انكلوجن درمويسيس طب انجوال جلوماس تيومر. في حاجات فيري ريل في الديستال فلت زي الانكوندروما، الانكوندروما فيري كومن في البروكسيمال والميدل فلانجيز عادي يعني. اول لما الاقي استيليتيك ليجن في البروكسيمال والميدل فلانجيز اول حاجه اقولها الانكوندروما، لكن في الديستال فلانكس لا. خد بالك بقى من التريكه دي، وهم غالبا بيجيبوها عشان التريكه دي، ان لما تلاقي الاوستيوليتيك ليجن في الديستال فانكس لا بتاخر الانكوندروما شويه. واخر حاجه الجاينت سيل تيومر دي فيري ريل يعني. ندخل على الهب، الصورتين دول مهمين يعني. ده العينين عندهم هيب ديستوكيشن، بس ازاي تفرق بينهم؟ لو الهيب ديستوكيشن، لو الهيب ديسبليسد سوبيرولي يبقى ده ايه؟ بوستيرور هيب ديستوكيشن. لو الهيب ديسبليسد انفيرولي يبقى ده انتيرو هيب ديسلوكيشن. طبعا بوستيرور هيب ديسلوكيشن مور كوم خلاص. طب الكلام بقى في الشولدر، الانتيرو سهل. لو الهيمورال هيب ديسبليسد انفيرور يبقى ده انتيرو هيب انتيرو ايه شولدر ديسلوكيشن. هدي بقى في منتهى الاهميه لسه موريها لنا الدكتور يوسف، خدوا بالكم يعني. لما تلاقي الهيمورال هيد روتيتد اللي فيها اسمها لايت بالب ساين عامله زي اللمبه كده خلاص، وفي جاي وايدنج في جرين هيمورال جوينت سبيس يبقى ده بوستيرور شولدر ديسلوكيشن. تيك كير، انا حذرتكم منها خلاص. لما عملنا اللاترال او سكابلر فيو لقينا ده انتيرو شولدر ديسلوكيشن وده بوستيرور شولدر ديسلوكيشن. ازاي اعرف البوستيرور والانتيرو من اللاترال؟ اللي ناحيه الكراكويد ده الانتيرو، ناحيه الاكروميوم ده البوستيرو، ده الاكروميوم فده بوستيرور خلاص. دي برضو مهم اللي هي لما تلاقي الفيمورال هيد ميديال تو ذا اليو اسكيال لاين، ده اليو اسكيال لاين اسمها بروتروزيو اسيتابلي، اسبابها كتير ماشي. ده النورمال هيب اهو، الهيومرال الفيمورال هيد لاترال تو ذا اليو اسكيال لاين، لكن لما تلاقي الفيمورال هيد ميديال لليو اسكيال لاين يبقى ده اسمه بروتروزيو اسيتابلي. اسبابها كتير، انا مش عايز تسمع نظري، انا هجيب لك حالتين طبعا كونجنتال وتروماتيك وانفلاماتوري زي الروماتويد ميتابوليك، كل الحاجات اللي بتعمل بون سوفت ثينج زي الريكتس واستيماليشيا واستيبروزيس والباجت والهايبربارا، كل الحاجات اللي بتعمل بول سوفت. ازاي تفرق يعني؟ في حاجات هتدلك بقى، هنا بقى تيجي التريك. اجيب لك مثلا حاله زي دي فيها ايه تريانجولار بيرفيز ومعاها بروتروزيا استابل، تقول لي والله دي ممكن تكون استيماليشيا، وخصوصا ان في فراكشر هنا في الانفير بيوبيك رين، ممكن تكون اوستيوجينس امبرفيت. يعني افكر في الحاجات اللي بتيجي في اليانج ايج، هنا في فراكشر في الانفير بيوبيك رين صار واضح، في الام ار في السوبير بيوبليمس برضو، وفي الال اوف ذا سيكرام كمان. طيب حاله زي دي بقى، العيان عنده بايلاترال بروتروزيا استابل، هل اقدر اعرف السبب من الاكس راي؟ ازاي؟ في بايلاترال ناروينج في الهيب جوينت سبيس. كل ما ينفعش في الليسته اللي احنا قلناها بس غير الروماتويد ارثرايتس هي اللي بتعمل بايلاترال ناروينج في الهيب جوينت سبيس. يبقى لما الاقي بايلاترال ناروينج في الهيب جوينت سبيس وبروتروزيا استابل ده يساوي روماتويد، هل اي حاجه تانية ما تنفعش؟ كل الميتابوليك ديس اوردرز مش هتضيق الجوينت سبيس ولا الكونجنتال ديس اوردر خلاص. يبقى دي مهمه. يبقى احنا خدنا من شويه اليونيلاترال ناروينج اوف ذا هيب جوينت سبيس وقلنا ده سيبتك، وخدنا دلوقتي البايلاترال ناروينج اوف ذا هيب جوينت سبيس وقلنا الروماتويد مش الاوستيوارثرايتس طبعا ماشي، ان الهيب جوينت ات از نوت ا كومن لوكيشن فور اوستيوارثرايتس ماشي. دي برضه حاله مهمه، وتيجي دي حاله مارشفها من برايفت لانها حالات كتير يعني ماشي. لما تلاقي في وايدنينج اوف ذا بايلاترال وايدنينج اوف ذا ساكرو ايلياك جوينت خلاص، ومعها مالتيبل اوستيوليتيك ليجن. طبعا انا هجيبها لك اوريك الاوستيوليتيك ليجن عشان تقول لي ده متاسس وتغلط، لكن لما تلاقي بقى في بايلاترال وايدنينج اوف ذا ساكرو ايلياك جوينت لازم تفكر في الهايبر باراثايرويديزم لانها بتعمل سب كوندرال بون ريزوربشن. لكن انا اوستيوليتيك ليجن لوحده مش هقدر اقول لك دي براون تيومر كده من غير حاجه، مستحيل. اول حاجه اقولها دي ميتاستاس طبعا، لكن معاها بايلاترال وايدنج اوف ذا ساكرولياك جوينت يبقى دي هايبر باراثايرويديزم. خد بالك البلفيك بون حوالين الهيب ده الموست كومن لوكيشن للبراون تيومر ما تنساش. فلما تلاقي اوستيوليتيك ليجن حوالين الهيب في عيان عنده كرونيك رينال فيلير لازم تفكر في براون تيومر. لقيت معاها السب كوندرال بون ريزوربشن خلاص مش محتاج حاجه ثانيه. تمام. واضح قوي في كورونا بقى الايه الوايدنينج في الساكرو اليك جوينت.
ودي براون تيوم. التركه دي حلوه قوي يعني. اجيب لك مثلا مالتيبل اوستيوليتيك ليجن وجنبها ترانس بلانتد كيدني، اجيب لك اي دليل ان العيان عنده كرونيك رينال فيلير، اي دليل ان العيان عنده هايبر باراثايرويديز مع اوستيوليتيك ليجن عشان تقول ان دي براون تيوم. ماشي، دي برضو مهم لما تلاقي ايه سكيلروزس على الالياك سايد اوف بوث ساكرو الياك جوينت والساكرو الياك جوينت سبيس بريزيرف، دي اسمها ايه اوستيايتس كوندنسانز اليار. ازاي تفرق بينها وبين الساكرو اليايتس؟ اول حاجه جوينت سبيس بريزيرف، ده رقم واحد. رقم اتنين ان مفيش ايروجن. رقم ثلاثة ان السكيلروز بيبقى على الالياك سايد بس فقط، اسمها اوستيايتس كوندنسانز اليار، حاجه بناين تيجي في الفيميل وخصوصا بعد البريجنسي ملهاش اي قيمه مهمه. لكن بقى ده طبعا لما تلاقي فيه الريجولار جوينت سبيس ونارونج وسبكوندر ايروجن وسكيوز يبقى ده خلاص بايلاترال ساكرولياتس. ساكرولياتس بقى لما تلاقيها بايلاترال احنا قلناها خلاص بايلاترال ساكرولياتس، يبقى اللي هم السيرو نيجاتيف سبونجيلو ارثروبيزس كلهم اهمهم الانكيلوزي، لكن الرايتر ممكن والسورايسيس ممكن والانتروباثيك ارثروبسي ممكن. ماشي، طب لكن لما تلاقي يونيلاترال بقى ساكرولياتس بتساوي انفكشن سيبتيك ساكرولياتس على طول او حتى تي بي، المهم تكون انفكشن. يونيلاترال ساكرولياتس ممكن انفكشن على طول. هنا طبعا في ده بلين اكس ري فيمر انتر بوستيريو ولاترال فيو في اوستيوليتيك، طبعا الماتيور سكيلتون ان ما لحمش في اوستيوليتيك ليجن في الابيفس. خلاص ممكن اقول لك يعني لو بصيت كويس قوي وركزت هتلاقي فيه شويه كوندرويد ماتر، فدي طبعا كوندروبلاستوم. ماشي، الحاجات اللي بتعمل اوستيوليتيك ليجنز بتيجي في الابيفيسز مهمه، الابيفيسيه ليجنز كلها مهمه. ايه بقى؟ قلنا الكوندروبلاستوما، البرودز ابسس او سب اكيوت اوستيومايلايتس بيجي في الابيفيس. لو سالتك البرودز ابسس بيجي اكتر في الابيفيسز ولا بيجي في الميتافيسز؟ طبعا بيجي في الميتافيسز اكتر، بس هو من ضمن الحاجات اللي بتيجي كمان في الابيفيس. ماشي، ايه تاني في الادلت بقى بعد اليونيوم في الابيفيسز؟ سب كوندرال ديجنريتيف سيست او جاود اللي احنا بنقولها دي وانترا اوسيوس جانجلون. تفرقها ازاي بين السبكوندرال جينيتيف سيس او جوي؟ الانتروسيوس جانجل غالبا بتبقى عندها انسرشن اوف ليجمنت اي سي ال او بي سي ال، لكن دي لازم يبقى يكون فيها هايلاين كارت، لكن دي فيها ليجمنت. الجاينت سيل تيوم برضه في زي ليجن بتبقى اباتيك ذا ارتيكولار سيرفيس، بس طبعا بعد اليونيو اوف ذا بفس. واخر حاجه الاي في ان افاسكولار بونيكوس. يبقى ده باختصار البرفيزيا ليجن. ماشي، هنا في اوستيوليتيك ليجن في الكورتكس اوف ذا انتيور تيبيا، ده كورتيكال اوستيوليتيك ليجن. اول حاجه طبعا الادامانتينوم. ماشي، عشان اللوكيشن، لكن لو بره الانتيرو كورتكس ذا تيبيا لازم تقول بقيه الديفرنشال دايجنوز. لو مالتيبل تفكر برضه في تاكد الادامانتينوم. لو لقيت مالتيبل انترا كورتيكال اوستيوليتيك ليجن وخصوصا في الانتيرو تيبيا يبقى ده ادامانتينوم على طول. طيب في حاجات ثانيه بتيجي في الكورتكس؟ اه، الفايبرس كورتيكال ديفكت بيبقى ليها ويل ديفايند سكلورتيك مارش طبعا قبل اليونيون اوف ذا ابيفس لازم في يونج ايج، لكن الادامانتينوما لا طبعا لازم تيجي في تيجي عند ال 30 بعد اليونيو اوف ذا ابيفس. يبقى الفايبرس كورتيكال ديفكتيف قبل اليونيو اوف ذا ابيفس. ايه تاني؟ لو قلت لي حواليها كورتيكال سكلروزس وميدالا سكلروز جامد يبقى تفكر في الاوستيودي اوستيوما انترا كورتيكال. انا قلت لك قبل كده في حاجات بقى السبريوستال اللي تخض بقى الصراحه، يعني ايه لما تلاقي فيه كورتيكال كده سكالوبنج ومعاها بريوستال رياكشن طبعا لازم تفكر، وخصوصا ان هو لاقي لي سان ري ابييرنس هتفكر في البري اوستيال اوستيوساركوما. اوكي، واضح قوي في الام ار انها صبري اوستيال ليجن. خلاص، طب لقيت معاه برضه بري اوستيال ليجن وسكالوبنج بس فيها كوستيفيكيشن او كالسيفيكيشن ممكن برضه تفكر في الايه انا قلت لك قبل كده اللي هي جوكستا كورتيكال انكوندروم سوري جوكستا كورتيكال كوندروما او بري اوستيال كوندروم. دول حالتين برضه مختلفتين فيهم انترا ميدالر سكلروتيك ليجن شبه بعض او قريبين قوي من بعض يعني، بس ليها واحده ليها ايه سيربنتاين سكلروتيك مارجن او اللي اسمه تشاينيز ليتر ابيرنس، وواحده ليها ايه لوبيوليتد مارجن او بوب كورن كالسيفيكيشن. دي بون انفاركشن ودي ايه انكوندروما. ما عرفتش تفرق بالاكس ري اللي انا قلته لك، تعال نشوف الام ار ازاي تفرق بينهم في الام ار. الام ار في البون انفراكشن هتلاقي جوه ممكن تلاقي حتت فيها بون مارو ايه سيجنال نورمال، هنا في فاتي سيجنال اهو ده تي 1 فده موجود طبعا، يبقى ده ياكد لك ان ده بون انفراكشن، ان هتلاقي حتت نون انفراكتد فيها نورمال بون مارو سيجنال. ماشي، ايه تاني؟ ممكن لو عملت تي 2
او ستير هتلاقي الدبل لاين ساين، والدبل لاين ساين ده اوتر سكليروزس، والاوتر بيبقى له سيجنال والانر هايبوتنس سيجنال، ما تنساهاش يعني اسمها دبل لاين ساين، ويبقى سيربنتاين لاين حط معاوج كده. طيب طب الانكوندروما اولا عمرك ما تلاقي فيها فاتي جوه، يعني احنا عملنا فات سبريشن ما فيهاش حتت فات خالص غير البون انفكشن. طب ايه تاني؟ السيرفيس بتاعها مش سيربنتاين لوبولي. ايه تالت؟ السيجنال بتاعتها كارتليج ايكويفالنت سيجنال، يعني باين قوي في الستير انها كلها زي السيجنال بتاعت الهيالين كارتليج. ايه كمان حاجه بقى يعني ساين مهمه؟ كيميكال شيفت ارتيفاكت. ايه الكيميكال شيفت ارتيفاكت؟ خط ابيض من ناحيه وخط اسود من الناحيه الثانيه. سببه ايه؟ سببه ان الكارتج ده مليان فلويد، يعني مليان وحواليها فات، فلما تلاقي تحط الفلويد جنب الفات يعمل لك كيميكال شيفت ارتيفاكت، لكن البون ما انفكشن ما فيهاش فلويد فما تعملش كيميكال شيفت ارتيفاكت، لكن الانكوندروما بتعمل كيميكال شيفت ارتيفاكت. يبقى ازاي تفعل الانكوندروما والبون انفكشن في الاكس راي وفي الام ار؟ ماشي. ده برضو الديفرنشال دياجنوزيس اوف كورتيكال ثيكنينج، زي ما جبنا الكورتيكال اوستيوليتيك ليجن اللي هم فايبرس كورتيكال ديفكت وادامانتينوما وجبنا كذا حاجه، هنجيب برضو الحاجات اللي بتعمل كورتيكال سكليروزس ثيكنينج. اول حاجه ستريس فراكشر، ماشي، بيعمل كورتيكال ثيكنينج وسكليروزس. اوستيود اوستيوما قلناها، ماشي. باراوستيال اوستيو ساركوما قلناها، والاوستيومايلايتس، ماشي، برضو بتعمل ميدالر سكليروز وكورتيكال ثيكنينج. وجبت لكم واحده فاكره فاكرين بتاعه البوني سيكويستران، كان واضح قوي فيها الكورتيكال سكليروز. برضو انواع البروستيال ريكشن، طبعا انتوا كلكم حافظين الكلام ده وكلام في منتهى الاهميه. في ستوليد تايب، ده الموست بلاين تايب، غالبا بيبقى غالبا ممكن يبقى فراكشر او اوستيومايلايتس. اللاميليتد تايب او اونيون بيل ابييرنس، بيحصل مع حاجتين، انتوا طبعا حافظين اليونج ساركوما بس بتنسوا الايزينوفيليك جرانيولوم، ما تنسوهاش ارجوك. الساندري ابييرنس برضو اليونج ساركوما والاوستيو ساركوما، لو في الميتافيزز قول اوستيو ساركوما، لو في الدايفيزز قول اليونج ساركوما. طب الكودمان بقى ترانجل، ايه الكودمان ترانجل ده؟ الكودمان ترانجل كان صانري في الاول، وبعدين حصل ايه؟ حصل ان الليجن عشان فيري اجريسيف كان البريوستر رياكشن، مش بس كان الكورتكس كمان، لا وكمان كان معاه البريوستر رياكشن اللي حصل، فلما كان البريوستر رياكشن عمل لك الكودمان ترانجل. طبعا الكودمان ترانجل دي كاركترستيك او الاوستيو ساركوم الموست اجريسيف يعني فيه. يبقى البريوستر رياكشن كل ما كنا الناحيه دي كنا ما كنا بناين، كل ما كنا الناحيه دي كل ما كنا ايه؟ مالجنت ليجن. الغلطه بقى اللي بتغلطوها دايما، هنا عيان عندي ديفيوز سكليروزس، طبعا باين قوي ان هو اماتيور سكليتون، سكليروز في اللونج بونز، سكليروز في البلبيك بون، في السباين عامل روجرز سباين. خلاص اول هتشوف الصوره دي هتقول لي اوستيو بتروز، ارجوك استنى شويه، خد لحظه كده وفكر هتجاوبها ازاي الحاله دي. هتقول لي ده اماتيور سكليتون، فطفل صغير. ايه الحاجات اللي تعمل سكليروز في الاطفال الصغيرين؟ اول واحد اوستيو بتروز، ما عنديش مشكله بس جاوب بهذه الطريقه. تقول لي الحاجات ايه الحاجات اللي بتعمل سكليروز في الاطفال؟ اولهم الاوستيوبتروز، ماشي. ايه تاني؟ البيكنودسستوز برضو بيعمل سكليروز. ايه تاني؟ حاجات توكسيك وحاجات ميتابوليك. التوكسيك زي الليد بويزنينج مشهور قوي، خلاص. الفلوروزس، مع اني مشهور عمري ما شفت حاله فلوروز بس ماشي. الميتابوليك ديس اوردر زي ايه؟ اي حاجه بتعمل هايبر كالسيمي. الهايبر فيتامينوزس برضو. ايه تاني ما تنساهاش بقى؟ دي الرينال اوستيوديست او السكندري هايبر بارثيرديزم. يا دكتور الهايبر بارثيرديزم بيعمل بون ريزوربشن، المفروض يقلل الدنس. معلش السكندري اللي مع الرينال فيليا، رينال فيليا ممكن يحصل في الاطفال عادي يعني ما فيهاش مشكله يعني. يبقى السكندري هايبر بار مع الرينال فيليا ممكن يعمل ديفيوز سكليروزس، ليه مش عارفين؟ عشان طيب لو ادلت بقى، خد بالك بقى الغلطه اللي بتغلطوها بقى، ماشي. خد عندك السكلوتيك ميتاستاز، ماشي. المايلوسكليروز، مايلوفايبروزس، الماستوسايتوز. ما تقوليش مايلوسكليروز في طفل صغير، ما بيحصلش، بيحصل في الأدر. ما تقوليش مايلوفايبروزس في الأطفال، بيحصل في الكبار بس، ماشي. خلاص البويزنينج نفس الكلام، الليد بويزنينج. الميتابوليك نفس الكلام، رينال اوستيوديستر برضو نفس القصة. يبقى ديفيوز سكليروزس هتقسمها لي في الأطفال ولا حالة بيدياتريك ولا حالة أدر. لو بيدياتريك هتحط لي الديسبليزيا أول حاجة، الأوستيوبتروز. خلاص في الادلت اول حاجه تقول لي سكليروتيك ميتاستاز، وبعد كده تقول لي المايلوسكليروز والمايلوفايبروز والماستوسايتوز، ماشي. مش هنقول مايلوسكليروز في الاطفال، ده بيجي في الادلت، بيجي مع اللوكيميا غالبا بس في الادلت، عيان كبير في السن تيجي تسحب له وتعمل بون مارو اسبيريشن ما يطلعش معاك بون مارو، حاجه اسمها دراي تاب، مفيش بون مارو اساسا.
يبقى ده الاوستيوبتروزس، ده الموست كومن كوز طبعا في السكيدوز في الاطفال، بس مش هنقوله على طول. او ماربل بونديسي طبعا انواع فيه منه كونجينيتا او بناين، ده المالجنانت فورم، والاوستيوبتروزس طاردة او بناين اي ادلت فورم. ده ايه ده؟ في ديفيوز سكيدوزس ماشي اه صح. وايه تاني؟ في ريزوربشن في التيرمينال فالانجيز، فده يقول لنا ده بيك نودس استوز، لان الاوستيوبتروزس ما بيعملش ريزوربشن للديستال فالانجيز. دي انواع مختلفه جدا للسكيلروزنج ديسبليزيا. في ده اسمه مدلري السكيلروز، يبقى في سكيلروز في المدله فقط. طب وده ده فيزيال ديسبليزيا، ازاي افرق بينهم؟ ده معاه كورتيكال ثيكنينج ومدلري ثيكنينج والبون اكسباند زي الباجت بس في الاطفال. ده اسمه كافي ديسيز اللي هو انفانتايل كورتيكال هايبر اوستوز، بيبقى تلاقي في في بريوستيال ثيكنينج واوستيفيكيشن. كل دوت من اسباب الدافيزيال ايه؟ سكيلروزس في الاطفال. في سكيلروزس في الميتافيز اللي هو كوندرو ميتافيزيال ديسبليزيا. في حاجات تعمل تاني غير ال زي مثلا الريكتس يعمل برضو ميتافيزيال ايه؟ سكيلروز. الحاجات بتعمل لوكالايز بقى سكيلروزس زي الكاندل بون ديسيز المينروستوز او اوستيوباسيا سترياتا الخطوط او النقط دي اللي هي اوستيوبكلوز. دي تجميع لكل السكيلروزنج ديسبليزيز اللي انا قلته، الديفيوز ماشي اوستيوبتروز او اوسنيو او بيكنوديس استوز، ازاي تفرق؟ ده بيبقى في ريزوربشن في التيرمينال الفالنجيت. الدافيزيال سكليروز، في دافيزيال سكليروزس ده ما تلاقيش معاه بون اكسبانشن، الدافيزيال ديسبليزيا بتلاقي البون اكسباند زي الباجت. الكافي ديسيز انفانتايل كورتيكال هايبر استوز بيبقى في بالاوستيال اوسيفيكيشن. الكوندرو ميتافيزيال او ميتافيزيال كوندرو ديسبليزيا بيبقى في ميتافيزيال ايه سكليروز. اللوكالايز باسكيلوز ميلوريستوزيس اوستيوباسيا ستريتا واوستيوبكلوز، كل ده مهم برضو. السؤال ده مهم، الحاجات اللي بتعمل ميتافيزيال ليوسنسي لاينز اللي هم لاينز لوكيميا وانفكشن التورش والنيورون بلاستوما والاندوكراين الريكس والهايبوفيسفاتيزيا والسكيرفي والسيك اللي هو ميتافيزيال ليوسنسي. طب والميتافيزيال سكيلروزيس برضو لاينز، بس هنغير شويه يعني، بدل اللوكيميا هنحط تريتد لوكيميا، يعني اللوكيميا بعد العلاج ممكن تعمل ميتافيزيال سكلوز. الليد بويزنينج الانفكشن، بس هنغير بدل التورش هنحط المالتي فوكال اوستيومايلايتس. الان بدل النيوروبلاستوما هنحط نون اكسيدنتال انجري. والاندوكراين نفس الكلام، والسيكل سيل انيميا نفس الكلام. فهمنا؟ يبقى الميتافيزيال ليوسنت باتس قريبين قوي من الميتافيزيال سكلوتيك باتس. طيب اخر حاجه في البونو اهو ده البري ارتيكولار كلاسيفيكيشن. لما تلاقي بير ارتيكولار لوبيوليتد كالسيفيكيشن بالمنظر ده فكر في تيومرال كالسينوز. ده كلمه تيومرال طبعا بنس نمر، دي مالهاش علاقه بالتيومر ولا حاجه، دي هيرديتري اب نمر في سفيت ميتابوليزم. في نوع منها برايمري وفي سكندري مع الرينال فيلنج. طيب لقيت في الجلوتير ريجن مشهور قوي ده وكومن على فكره، بنشوف حالات السي تي على طول اللي هي انجكشن جرانيولوم، وخصوصا في الستات لان السبكوتينيوس فات تخين، فبدل ما بيحقن في المصل يحقن في الفاه، وبعدين بيحصل بعد كده انفلاميشن وجرانيولوما وكالسيفيكيشن اسمها انجكشن جرانيولوما. لما تلاقي بيري ارتيكولار كالسيفيكيشن حوالين الفالنجيز لازم تفكر في السكليروديرما، معها طبعا دارون في الجوينت سبيس وديفورم اسمها كالسينوزس كوتس. احنا قلناها قبل كده دي اللي هي كالسيفيك تندنايزس مع الهيدروكسي ابيليتي بوزيشن ديزيز. وقلنا ايه دي؟ دي بقى ايه دي بقى؟ اسمها ايه؟ ساينوفيال اوستيوكوندرماتوز. في نوع منها برايمري الكيوم صغيرين وكتار، او سكندري مع الاوستيو ارثرايتس السيفير اوستيو ارثرايتس هتلاقيهم قليلين وكبار، يبقى صغيرين وكتار برايمري اوستيو كوندرماتوزس، كبار وقليلين في العدد يبقى ايه سكندري اوستيو كوندرماتوزس. دي بقى مهمه قوي، يجيب لك اكس راي كده تقعد انت تبص على البون والجوينت ويجيب لك واحده كده صغيره حته سوفت تيشو كالسيفيكيشن صغيره وفيها سنترال ليوسنس عشان تقول ان دي هيمانجيوما، كل دولت في البوليس. مهم قوي التركه دي، تقعد انت تبص على الجون والجون مش شايف حاجه، ومش لازم تبص بره تلاقي فيه سنترال حته سوفت تيشو كالسيفيكيشن وفيها سنترال ليوسنس. فدي في البوليسز بتحصل طبعا مع الهيمانجيوما. لكن الشيت لايك بقى كالسيفيكيشن هنا او اوستيفيكيشن برضه ما تنساش حوالين الجوين بالذات، لما تلاقي شيت لايك اوستيفيكيشن كده ساينوفيال ساركوما من ضمن النيوبلازما اللي بيحصل فيها كالسيفيكيشن او اوستيفيكيشن. يبقى دي تجميعه لكل البري ارتيكولار ايه سوفت تيشو كالسيفيكيشن، تروما
زي انجكشن جرانيوم انفلاميشن جاوت طبعا توفاي وسكليروديرما ماشي ديجنراتيف زي كالسيفيك تندنايتس فاسكولار هيمانجيوما تابوليك زي تيومورال كارسينوزيس او ميتابليزيا زي السينوفيال اوستيوكوندروماتوز او كوندروماتوز بعد كده ايه نيوبلاستيك اللي هي السينوفيال ساركوما هنبدا بالديفيوز ليفر ديزيز ماشي طبعا هنا في الديفيوز increase density في الليفر هو الليفر نورمالي اكتر من السبلين بس بشويه صغيرين لكن هنا واضح قوي انها في ديفيوز increase density فطبعا ده هيباتيك كروماتوز في نوعين من الهيموكروماتوز البرايمري بياخد الليفر بس خلاص والسكندري اللي بيحصل مع الناس اللي عندهم كرونيك هيموليتيك انيميا نتيجه للريبيتد بلاد ترانسفيوجن بيحصل لهم سكندري هيموكروماتوز بتعرف ازاي ان ده سكندري بياخد مش بس الليفر ياخد كل الريتيكولو اندوثيليال سيستم الليفر والسبلين بين السبلين ده النورمال سبلين هنا السبلين السيجنال بتاعته قلت البنكرياس باين من ان هو فيري لو سيجنال فده سكندري هيموكروماتوز طب وده هنا في ديفيوز هيباتيك ديكريز دنسيتي فاتي ليفر يعني مش محتاج الفاتي ليفر ممكن برضو تاكده بالان فيز والاوت اوف فيز هنا عملت له ان فيز جريديانت تي 1 وهنا اوت اوف فيز جريديانت تي 1 حصل طبعا دروب اوف فيز سيجنال فده ياكد لك ان ده فاتي ليفر نفس الكلام هنا ده نورمال ليفر وده فاتي ليفر الان فيز شبه بعض لكن لما عملت اوت اوف فيز طبعا الاوت اوف فيز بتعرفه ازاي اللي هو الخطوط السوداء دي حوالين الاورجانز ما انديان انك ابيرنس ده اوت اوف فيز على طول حصل دروب اوف سيجنال هنا في الليفر ده فده الليفر ده فاتي لكن ده نورمال ليفر ماشي ايه تاني طبعا السيروزس هتلاقي هايبر دنس ريجينريشن ديول نتيجه للديبوزيشن اوف سيدروت هيموسيدرين اسمها سيدروتيك ريجينريشن ديول ده في الام ار باين انها فيري لو سيجنال نتيجه للسيدروتيك ريجينريشن ديول يبقى خلصنا ايه الديفيوز ليفر ديزيز لما بتكون هوموجينيس كله نفس الدنس في بعض الليفر ديزيز اللي بتكون نودولار زي دي مالتيبل جرانيولوما يعني عرضت من مالتيبل سمول كده هايبودنس ليجن في الليفر وفي السبلين طبعا دي كانت ساركويدوزس دي برضه ساركويدوز مالتيبل سمول ليجنز كده في الليفر والسبلين خلاص الاثنين دول شبه بعض قوي بالظبط مالتيبل انهم سيستيك ليجنز سمول البليوزس هيباتس والبيلياري هامرتوما الاثنين شبه بعض انا عن نفسي ما بقدرش افرق بينهم اللي هو ده بقى ده اسمه ايه ده بقى نوت ميك ليفر نتيجه للبريبورتر لينفيديما هتلاقي الخطوط السوداء حوالين الهيباتيك بارينكيما طبعا بتلاقي ايه دايليتد هيباتيك فينز واي بي سي ده طبعا ايه هيباتيك كرونيك فينس كونجشن برضه ممكن تلاقي بريبورتال فايبروز هتلاقي اليوسنسي او هايبودنسي حوالين البورتال فين من ناحيتين عشان ما تتلخبطش بينها وبين الدايليتد بري راديكال دايليتيكال دايليت بري راديكال بتبقى على الناحيه واحده ده رقم واحد رقم اثنين البريبورتال فايبروز بيوصل البريف لكن البري راديكالز لا عمرها ما توصل البريف يبقى دي كل الديفيوز ليفر ديزيز باختصار هوموجينيوس ديكريز دنسيتي فاتي ليفر انكريز دنسيتي هيموكروماتوز نوديو سيدروتيك ريجينريشن او نودولار سيدروتيك ريجينريشن ميديول سمول هايبو دنس ليجن في ليفر سبري جرانيولوما زي الساركويدوز في البليوز سيباس والبيلياري هيمارتوماز بتبقى مالتيبل سمول سيست في الليفر كده بالمنظر ده فالبيري فاسكولار في ممكن الليمفيديما الهيباتيك فينس كونجشن هتلاقي معاها دايليتد فين والفي البيريبورتال فايبروزس في فاين وفي كورت طيب خلاص هندخل على حاجه اسمها سيجمنتال ليفر سيز ليفر سيز بس واخد سيجمنت لكن مش فوكال ليجن مش فوكال ماس ليجن زي ايه ده مثلا ده فوكال فاتي انفلتريشن خلاص ده هيباتيك انفاركشن بيبقى واخد لوب كامل وغالبا بيبقى معاه بورتال فينس بوز غلط كان حاجه دي ما فيهاش لكن عرفت منين هتلاقي مالتيبل انفاركس في السبلين كمان طيب دي طبعا بيبقى سيروتيك ليفر صعبه دي في التشخيص شويه بس مهمه يعني بتلاقي سيروتيك ليفر ومع ماركت ريتراكشن في الليفر ايه سيرفيس اسمها فوكال كونفلونت هيباتيك فايبروز دايما بتتشخص غلط انها ماس الكلو فيها ايه ماركت ريتراكشن للهيباتيك سيرفيس ده وطبعا يكون سيروتيك ليفر خلاص يبقى دولت الهايبودنس سيجمنتال ليفر ليجن الهايبر دنس ليجنز بقى فات سبيرنج شبه نفس اللوكيشن بتاعه الفوكال فاتي انفلتريشن بس الليفر هنا هو الفاتي والليجن ده والحته دي هي النورم فدي فات سبيرنج ترانزيانت هيباتيك اتنيويشن ديفرنت احيانا بعض الحتت من الليفر يحصل لها سيجمنتال انهانسمنت قبل الباقيين نتيجه للديفرنت بلاد سبلاي واخده ارتيريا بلاد سبلاي اكتر من البورت دي برضو مهمه في انهانسمنت اكتر في الكوتيد لوب اللي هو انلارج فده طبعا دي بات كاري سندروم هندخل بقى على الفوكال ليفر ليجن
طبعا ده في الوزاوت في الارتيريال فيس في البورتوفينس فيس حصل طبعا سنتر بيتال انهانسمنت او فيلنج اند سهله طبعا هيمانجيوما خلاص الام ار في تي 1 مش واضحه في هنا هيباتيك ليجن في سنتر سكار المنظر ده طبعا اول ما اقول لكم سنتر سكار هتقول لي ايه فوكال نودل هايبر بليزي لكن ما تنساش طبعا دي مش فوكال نودل هايبر بليزي دي فايبرولامير هيباتيك كارسينوم عرفت ازاي ان السكار في تي 2 بتبقى له سيجنال على اوريكو الفوكال نودل هايبر بليزي هيباتيك فوكال ليجن وفي سنتر سكار برضو بس في التي 2 هاي سيجنال ده اهم فرق بينهم يبقى لو لقيت سنتر سكار لو سيجنال تقول لي فايبر في التي 2 يبقى فايبروليمينر هيباتيك كارسينوم لقيت سنتر سكار هاي سيجنال في التي 2 يبقى ده فوكال نودل هايبر بليزي ماشي طيب ده الفرق بينهم ده لو سكار فايبروليمينر هاي سيجنال سكار يبقى فوكال نودل هايبر بليزي دي صعب بيني وبينك ان اي حد يشخصها كده يعني انها يعني شكلها زي الهيباتيك كارسينوما بالظبط تاخد انهانسمنت في الارتيريال فيز بيحصل لها وش اوت ماشي بس ايه الفرق بينها وبين الهيباتيك كارسينوما اول حاجه ده نورمال ليفر نون سيروتيك ليفر صعب الهيباتيك كارسينوما ماشي رقم 1 رقم 2 المارجن بتاعها بيبقى حواليها هالو ممكن تلاقي فيها هيموج ممكن تلاقي فيها فات الهيباتيك كارسينوما بيحصل فيها فات برضه بس دي بيبقى فيها فات اكتر ماشي لو عملت لها الاوت اوف فيز هيحصل فيها دروب اوف سيجنال دي هيباتيك ادينوما وطبعا تيجي في الفيميلز اللي هم ايه بياخدوا كونتراسيبتيف بيلز بس دلوقتي عشان الولاد برضو ابتدوا ياخدوا انابوليك ستيرويدز اللي بيروحوا الجيم وبتاع ابتدى يظهر فيهم الهيباتيك ادينوما دي بقى بتاعتنا حبيبتنا سيروتيك ليفر وفي انهانسمنت في الارتيريال فيز بعد كده وش اوت بعد كده حصل انهانسمنت في الكبسول في الديليت فيز فده طبعا هيباتيك سيركرز يبقى الايه هنجمع كل الهايبر فاسكولار فوكال ليجن هايبر فاسكولار فوكال ليجن يعني حصل لهم انهانسمنت في الارتيريال فيز او في البورتو فينس فيز ماشي لانها في الارتيريال فيز معناها واخده هيباتيك ارتري كتير في البورتو فينس فيز يبقى واخده بورتو فينس سبلاي لكن ديليت فيز الانهانسمنت في الديليت فيز ملوش دعوه بالبلاد سبلاي طيب يبقى الهايبر فاسكولار حصل لها انهانسمنت في الارتيريال او البورتو فينس الاثنين تبع الهايبر فاسكولار لو سيروتيك ليفر يبقى هيباتيك سيكرسوما نون سيروتيك ليفر هنقسمها بقى خلاص إيه حصل سنتري بيتال انهانسمنت يبقى ده هيمانجيوما سنترال سكار يبقى فوكال نودل هايبر بليزيا او ايه فايبرولاميلر احنا قلنا هنفرق بالاكسل كي 2 لقيت فيه هيموريج لقيت فيه هالو ساين لقيت فيه فات فاتي ليفر عينه بتاخد كونتراسيبتيف بيلز افكر في هيباتيك ادينوما طب نان سيروتيك ليفر وهايبر فاسكولاريجن افكر في الهايبر فاسكولار ميتاس زي الكارسينويد تيومر والرينال سيل كارسينوما والبريست احيانا في 15% من الحالات برضو ممكن بيدي هايبر فاسكولار ميتاس طب افرق بينها ازاي ممكن ما تقول لي يا دكتور ما ممكن تكون مالتي فوكال هيباتيك كارسينوما يعني افرق ازاي اول حاجه ان هو نان سيروتيك ليفر ماشي وايه تاني تاني حاجه السنترال نيكروز دايما بيجي مع الميتاس لكن الهيباتيك كارسينوما غالبا ما بيبقاش مع سنترال الهايبوفاسكولار هيباتيك ليجن ديفرنشال ديجنوز اقل يعني من الهايبر فاسكولار الهايبوفاسكولار اول حاجه نفس الكلام هنقسم الاول سنجل ومالتيبل سنجل في سيروتيك ليفر اي حاجه في سيروتيك ليفر يبقى سيكر سنوما هايبر هايبو ما تفرقش معاه طب نان سيروتيك ليفر لقيت هايبو فاسكولار خلاص ومعها ريتراكشن في الكبسول مع ديلي ومع ايه دايليتد بيلر راديكلز افكر في كولانجيو كارسينوما طب لو لقيت مالتيبل برضه نفس الكلام سيروتيك ليفر يبقى مالتي فوكال يبقى سيكر سنوما طب نان سيروتيك ليفر يبقى افكر في ميتاس وخصوصا لو لقيت مع سنترال يبقى دي تجميع لكل الهيباتيك فوكال ليجن الهايبر فاسكولار من الناحيه دي والهايبوفاسكولار الناحيه ماشي اهم حاجه لو سيروتيك ليفر ايا كان بقى هايبر هايبو يبقى هيباتيك سيل كارسينوما نان سيروتيك ليفر هنا هنبدا بقى الديفرنشال دايجنوز ماشي طبعا الكوليدوكال سيست برضو الكلاسيفيكيشن بتاعها مهم اول واحده تايب 1 اللي هو سيستيك دايريتيشن في السي بي دي ثاني واحده ترو دايفرتيكولم طالع من السي بي دي تايب 3 اللي هو كوليدوكوسي او سيستيك دايليتيشن اوف ذا تيرمينال او امبولاري بارت اوف ذا سي بي دي ماشي يبقى ده تايب 3 او كوليدوكوسي تايب 4 انترا اند اكسترا دايليتيشن اوف ذا انترا اند اكسترا هيباتيك بيلي راديكلز واخر واحد اللي هو دايليتيشن اوف ذا انترا هيباتيك بيلي راديكلز سيستيك دايليتيشن اوف ذا انترا هيباتيك بيلي راديكلز فقط والاكسترا لا اللي هو كارولي مهم طبعا خلاص دولت الايه الخمس انواع سيستيك دايليتيشن اوف سي بي دي تايب 1 ثرو دايفرتيكولم تايب 2 كولوديكوسيل تايب 3 تايب 4 انترا واكسترا تايب 5 انترا فقط
الريتروبورتنيال سيستك ليجنز طبعا برضو مهمه، العيان عنده لارج ريتروبورتنيال سيست فيها فلويد ليفل وفيها حتت فاتي. هي الحتت الفاتي دي اللي تقدر تقول لي تخلينا اشخصها ان دي ريتروبورتنيال ايه تيراتوم، يبقى مالتي لوكولار وفيها حتت فاتي بريتروبورتنيال تيراتوم. طيب دي برضو مهمه مالتي لوكولار بس في كلير فلويد دنسيتي وسراوندنج كيدني، يبقى دي نفكر في ايه، في الانفانجيوم. يهمني اقول انها مالتي لوكولار ماشي وكلير فلويد دنسيتي. طيب لكن النيوني لوكولار النيوني لوكولار غالبا ده بيبقى فلويد كولكشن خلاص، ممكن يكون ريتروبورتين هيماتوما زي الحته دي زي بتاع دي، لو يكون معاه ستراندنج في الفات، لو لقيت فيها فلويد ليفل وفيها هايبر دنسيتي فوق وهايبر دنسيتي تحت برضه تفكر في ريتروبورتين هيماتوما، لقيتها كلها هايبر دنس ريتروبورتين هيماتوما، لقيت السبب معاه زي مثلا رابشر داورتك انوريزم او رابشر دي ايه رينال انجيومايلايبوما يبقى ده ريتروبورتين. طيب لقيت مثلا هنا برضه ريتروبورتنيا سيستيك ليجا بس يوني لوكولار خلاص كلير فلويد دنسيتي بس في الديلي حصل له انهانسمنت، فدي طبعا يورينوم. طب لقيت ريتروبورتنيا سيستيك ليجا بس جاي فين في الريترو كرولر سبيس، فدي غالبا بتبقى دايليتد لينفاتيك دايليتد سيسترنا كايلي او ماشي، هي اللي بتيجي دايما ريترو كرولر بالمنظر، يبقى الريتروبورتنيا سيستيك ليجا. لو يوني لوكولار خلاص الليمفاجيوما ماشي التيراتوم هتلاقي فيها فات، ممكن السيستا دينوما برضو هتلاقي فيها سوليد ميورال ميديوم زي الاوفر بالظبط. لو لقيت هنا لوكولار ممكن تكون هيماتوما، لو لقيت فلويد ليفل، لو لقيت يورينوما هيحصل فيها ديليد انهانسمنت او الليمفوسيل ماشي. الريتروبورتينال ليجنز اوف فات دنسيتي طبعا اهم واحده فيهم هي اللايبوساركوما، ما تقوليش لايبوما مفيش حاجه اسمها ريتروبورتينال لايبوما، لو لقيت فات دنسيتي في الريتروبورتينال ليجن يبقى ده لايبوساركوما على طول خلاص. لو لقيتها طالعه من الكدني وخصوصا لو معها هيموريج يبقى دي انجيومايلايبوما، لقيت طالعه في الادرينال جلاند يبقى اسمها ايه مايلوبايلايبوما، لما تلاقي ريتروبورتينال ماس فات دنسيتي او فات سيجنال لايبوساركوما انجيومايلايبوما او مايلولايبوما. طيب هندخل في ديفرنشال دايجنوز تاني اللي هم ريترو سيكرال او ريترو ريكتال او بري سيكرال سيستيك ليج. هنا في لارج مالتي لوكولار سيستيك ليج وفي سوليد كومبوننت في بيلفيك كومبوننت وبلوتيال كومبوننت، فدي طبعا ساكروكوكسيال ايه تيراتوما. طب لقيت مالتي لوكولار بقى سيستيك ليجن هنا ماشي ده رقم واحد، السيجنال انتنس بتاعته سلايتلي برايت عن الفلويد ان هو هاي موسين كونتين، نفكر في تيل جات سيست تبقى مالتي لوكولار، احيانا لو العامل سي تي هتلاقي فيها ميورال كالسيفيكيشن يبقى وتلاقي النتيجه للهاي موسين كونتين، فتلاقي السيجنال انتنسيتي مش زي الفلويد بالظبط، يبقى التيل جات سيست 3 ام مالتي لوكولار ميورال كالسيفيكيشن ميوسين كونتينوس، ممكن تكون لو يوني لوكولار وكونتينوس مع السباين السيكر ساك دي انتيرو سيكرال منونجوسيل وخصوصا لو معاها سيكرال اجينيسيس. برضو انا لو بصيت على دي هفتكر ان هي سيكرال انتيرو سيكرال منونجوسيل، بس لما عملنا لها فيلم ديفيوجن لقينا فيها ريستريكتد ديفيوجن، فدي طبعا ابيدرمويد سيس، يبقى ريترو ريكتر سيس او بري سيكرال سيس ساكرو كوكسجيال تيراتوما هتلاقي فيها سوليد كومبوننت، الجات سيست مالتي لوكولار، الدرمويد سيست هتلاقي معاها ريستريكتد ديفيوجن، والانتيرو سيكرال منينجوسيل هتلاقي كونتينوس نفس السيجنال بتاع السيست. البنكرياتيك سيست طبعا مهمه لما تلاقي لارج يونيلوكولار سيستيك ليجن، لازم ما تقوليش بقى سيست ادينوما ولا سيروس ونص، اول حاجه طبعا السودو بنكرياتيك سيست، لكن لو فيها مالتي لوكولار وفيها سنترال كالسيفيكيشن هفكر في سيروس سيست ادينوما، لو دي برضه نفس الكلام سيروس سيستا دينوما مالتي لوكولار وسمول لوكيولز وفيها سنترال كالسيفيكيشن، لكن لو مالتي لوكولار وفيها لارج لوكيولز فيها بريفرال كالسيفيكيشن هفكر اكتر في الميوسنا سيستا دينوما، لو معاها دايليتيشن في البنكرياتيك داكت افكر في الانترادكتر بابيلاري ميوسنا نيوكلياس خلاص ماشي، سواء ديفيوز يعني كل البنكرياتيك داكت دايليتد او سيجمنتال في جزء بس من البنكرياتيك داكت هو اللي دايليتد افكر في انترادكتر بابيلاري ميوسنا نيوكلياس. لو لقيت مالتيبل بنكرياتيك سيست ماشي خلاص ولقيت مالتيبل ايه رينال هايبر فاسكولار ماسز افكر في ايه في الفون هيبل اندو ديسيز، بيبقى مالتيبل سيست في البنكرياس خلاص ومع رينال ايه سيل كارسينوما ما تنساهاش خلاص. الحاجات اللي بتعمل ديفيوز بنكرياتيك انلارجمنت مهمه جدا طبعا، ده اكتر واحد واشهر واحد ديفيوز بانكرياتيك انلاجن ومعها ستراندد بيرينيفريك فات بلينز وفلويد كولكشن، ده اكيد اكيد بانكرياتيتس، لكن ده بقى اللي صعب شويه تلاقي البنكرياس انلارجد وسوساج شيب
ماشي، لكن تلاقي البيري بانكرياتيك فات بلينز بريزيرف، فده اسمه اوتو اميون بانكرياتايتس. بعض النيوبلازم ممكن تاخد البنكرياس ديفيوز، ما تقوليش الادينوكارسينوما، الادينوكارسينوما عمرها ما تبقى ديفيوز ابدا، لكن الليمفوما ممكن زي دي وعامله انكيسمنت للفيز. النيورو اندوكراين تيومر هتلاقيها هايبر فاسكولار عكس الليمفوما اللي بتبقى هايبو فاسكولار، ممكن تعمل برضه ديفيوز بانكرياتيك. هنا في ديفيوز بانكرياتيك فاتي انفلتريشن، طبعا ده ايه سيستيك فايبروزس، ماشي، بيعمل ايه فاتي ريبليسمنت في الهول اوف ذا هول بانكرياس. هنا لما تلاقي بانكرياتيك اتروفي وفي كالسيفيكيشن، هنفكر طبعا في كرونيك بانكرياتايتس، ودي قلناها قبل كده، دي حاله نورمال للمقارنه يعني. هنا ديفيوز لو سيجنال اوف ذا بانكرياس، ماشي، طبعا معاها الليفر والسبلين، فده ايه سكندري هيموكروماتوز. فانا جبت لك كل الليجنز اللي بتيجي في البنكرياس. طيب الحاله دي مهمه برضو، طبعا باين هنا ديكستروكارديا في الهارت على الرايت سايد، الليفر ميد لاين، والسبلين ابسنت، فدي ايه هيتيروتاكسي سيندروم. ايه الهيتيروتاكسي سيندروم؟ عندنا السيتس ثلاث انواع، في سيتس سوليتس، سيتس انفيرسس، وسيتس امبيجوس. امبيجوس يعني فيج، او هيتيروتاكسي سيندروم. سيتس سوليتس اللي هو نورمال سايت، ليفر على الرايت والسبلين على الليفت، والرايت لانج تراي لوب لانج، والليفت لانج ايه باي لوب. لكن السيتس انفيرسس ميرور ايمج، كل حاجه على الليفت بقت على الرايت. السيتس امبيجوس دول بقى مش عارف لهم، يا اما رايت سايد ايزومريزم يا اما ليفت سايد ايزومريزم، هي دي بقى الصعبه يعني. دي النورمال سايتس، الرايت من برونكس بتبقى قصيره والليفت بتبقى طويله، دي الايه سايتس انفيرسس العكس. هنا بقى يا اما نورمال يا اما رايت سايد ايزومريز، هتلاقي التو من برونكاي شورت، يا اما ليفت سايد ايزومريز من التو من برونكاي ايه بيبقوا لونج. وزي ما قلنا في الليفر هتلاقي الليفر ميد لاين طبعا في الهيتيروتاكسي، هتلاقي السبلين حاجه من الاثنين، يا اما ابسنت يبقى ده ايه رايت سايد ايزومريز، لان السبلين ده ليفت سايد ديستراكشن، اما تلاقي بولي سبلينيا يبقى ده ليفت سايد ايزوموريزم، فاهم؟ لكن في الحالتين هتلاقي الليفر ميد لاين. المالتيبل سبلينيك فوكال ليجنز برضه في منتهى الاهميه، انا هبدا بدي. لما تلاقي مالتيبل فوكال ليجن في السبلين وموجود طبعا في الليفر وبقيه الاورجانز، هنا بس نفكر في ميتاس. لكن لو لقيت في مالتيبل فوكال في ليجنز في السبلين فقط وما فيش ولا حاجه في الليفر ولا بقيه الاورجانز، طبعا لما يكون في مالتيبل لارج ريتروبرتونيال ليمف نودز يبقى هنا ليمفوما اكتر طبعا. لكن السبلين ما يجيش فيه متاسس غير لو بقيت لقيت فيه متاسس في بقيه الاورجن. طبعا لو لقيت مالتيبل بقى سمول نيديولز في الليفر والسبلين، هنا تفكر في جرانيوما زي سايكيدوزيس، طبعا دي مهمه وبحب احنا اسمها من عيان السيروتيك ليفر والسبلين كبير وتلاقي فيه سيدروتيك نيديولز اسمها جاما جاندي بادس، ودي جت المره اللي فاتت يعني. هندخل اخر حاجه اليورولوجي يا شباب. هنا طبعا في رينال كالسيفيكيشن، بس ده مدلل للنيفروكارسينوز وده كورتيكال نيفرو. اسباب المدلل للنيفروكارسينوز مهمه، اهمهم طبعا ايه المدلل ريسبونج كده خلاص، لكن الكورتيكال نيفروكارسينوزيس اهم حاجه بتعملها هي الرينال انفاركش. الرينال كالسيفيكيشن اول لما اقول لك الديفرنشال ده جالي السؤال ده جالي وانا في ماجستير، اسباب الرينال كالسيفيكيشن النيفروكارسينوزيس طبعا قلناها مدلري وكورتيكال خلاص. النيفرولايسيز اللي هم الراديو اوبيك ستونز اللي هم كالسيوم اوكسيديت كالسيوم فوسفيت وتريبل فوسفيت، طبعا مش هحط اليوريك اسيد ستون ولا السيستين ستونز لان ما فهمش كالسيوم. او ديستروفيك كالسيفيكيشن كالسيفايد انفيكشن زي التي بي اللي بيعمل بوتي كيدني كالسيفايد سيست كالسيفايد انيوريزم، دي اسباب الرينال كالسيفيكيشن. الرينال سيست خلاص بقسمهم ازاي، يا اما في لارج سيست يا اما سمول سيست خلاص. لارج سيست اكتر من 2 سم، سمول سيست اقل من 2 سم. الحاجات اللي بتعمل لارج سيست في الكيدني، لو بايلاترال يبقى اوتوسومال دوميننت بوليسيستيك كيدني، طب يونيلاترال افكر في المالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني. ليه؟ لان الكيدني المالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني لو بايلاترال تبقى انكومباتبل ويز لايف خلاص، لكن والاوتوسومال دوميننت لازم تيجي بايلاترال، يبقى بايلاترال اوتوسومال دوميننت بوليسيستيك كيدني، يونيلاترال مالتي سيستيك ديسبلاستيك. سنجل سيست في عيان اولد ايج او فيو سيست ممكن تكون سيمبل كورتيكال سيست. طب لقيت مالتيبل سيست ومعاها مالتيبل هايبر فاسكولار ماسز في الكيدنيز وفي السبلين وفي الليبر، يبقى الفون هيبل لاندو ديسيز برضه لازم. طيب السمول سيست اقل من 2 سم في الاطفال الصغيرين بالذات، ما تنساش الاستريتد نيفروجرام ده اللي بيعمل اللي هو اوتوسومال ريسيسيف بلوسيست الكيدني، يبقى الكيدنيز انلارجت ومش باين فيهم سيست قوي يعني. انا الحاله دي جايبها سيفير شويه، لكن في بعض الاحيان ما بيبقاش باينين، بس هتلاقي الكيدنيز كبيره وفيها ايكوجينيك لو في السونار
او في السي تي تلاقي استريتد نيفروجرام ده اوتوسومال ريسيسيف بروسيستيك كيدني. ده حاجه اسمها مدلر ريسيستيك ديزيز، برضه بيبقى في سيست في الرينال مدلر بس لكن الكورتكس سبير. اخر دي برضه قلناها اللي هي مدلر سبونج كيدني اللي هو بينت براش ابييرنس او اللي هو باقه الورود يعني شكل باقه الدايليتيشن نتيجه للدايليتيشن رينال كولكتنج ده. واخر حاجه اسمها اكواير سيستيك كيدني ديزيز اللي هم الناس اللي عندهم رينال فيلير وهم دياليسيس بيحصل طبعا بايلاتر رينال اتروفي لان هم عندهم الكرونيك رينال فيلير وتلاقي ايه مالتيبل سمول سيست. فلما تلاقي مالتيبل سمول سيست بالمنظر ده رينال اتروفيك يبقى ده ايه اكواير سيستيك كيدني ديزيز. لما تلاقي مالتيبل سمول سيست نيومرال سيست بالمنظر ده والكيدنيز كبيره يبقى ده اوتوسومال بوليسيستيك ايه اوتوسومال دومينانت بوليسيستيك كيدني. الرينال لينفوما بتبان ازاي؟ ماشي انا جايب لكم رينال لينفوما عشان خاطر اهم واحد هو ده لانه كاركترستيك او ده ممكن اللي تلاقي بيري نيفريك ماس بالمنظر ده والكيدني ايه بريزيرف. فلازم ده يعني لو هجيب رينال لينفوما هجيب الحاله دي انها كاركترستيك. لكن بقيه الحاجات صعبه يعني سنجل ماس هتقول انها طب ما شبه شبه الرينال سيل كارسينوما بس اللينفوما بتبقى هايبوفاسكولار ماشي ومبقاش معاها ماس افكت قوي على الكاليسيز بس صعب يعني. لقيت مالتيبل ليجنز ومعاها لارج ليف نود تفكر فينا الليمفوما طبعا ريتروبوتين لارج ماس وعامله انكسمنت للفيسل وداخل جوه الهايلم خلاص. ممكن الرينال ليمفوما تاخد الانترستيشن فقط فتلاقي كيدنز انلارجد فقط من غير اي ماس فده برضو من ضمن المانيفيستيشن اوف رينال ليمفوما. فانا لو جبت حاله رينال ليمفوما هجيب لكم دي واسال على بقيه الانواع. طب بقيه الرينال ليمفوما بتبان ازاي؟ هتقول لي سنجل ماس مالتيبل ماسز ريتروبوتين ماس برينفريك ماس وايه ونيفروميك. البايلاتر رينال ماسز الحاجات اللي تيجي في الكيدني بايلاتر قلنا طبعا الليمفوما ماشي رينال سيركرز الميتاستاز طبعا برضو ممكن تبقى بايلاتر بس هتلاقي معها ايه ميتاستاز في بقيه الاورجان. يعني احنا قلنا السبلين لا يمكن ما تقولش ميتاستاز غير لما تلاقي ميتاستاز في بقيه الاورجان. الكيدني برضو نفس الكلام لان احنا عارفين الكومن سايتس ميتاستاز ايه لانج ليفر بون برين. فلما تلاقي مالتيبل ليجن في اورجان ثاني ما تحطش الميتاستاز اول لوحده تأنى لكن لما تلاقي معها بقيه الاورجانز هنا تقول ميتاستاز. احيانا رينال سيل كارسينوما تبقى بايلاترال خصوصا في العيانين اللي عندهم فون هيبل لينتوسي يبقى ده الديفرنشال دايجنوستيك اوف بايلاتر رينال ماس. خلاص طبعا رينال ماس اهي هايبر فاسكولار بالمقارنه بالبرينكيما فدي طبعا رينال سيل كارسينوما على طول مش محتاجه اي قولان. رينال سيل كارسينوما باستور هيستولوجي يعني كلير سيل تايب يبقى هايبر فاسكولار بابيلاري تايب يبقى هايبو فاسكولار ممكن يبقى بايلاترال كروموفوب تايب هو اللي بيبقى فيه كالسيفيكيشن. ماشي اخر سلايد يا شباب الرينال تيومرز كلها بقى ماشي خصوصا في الادلت يعني في اثنين بناين اللي فيها سنترال سكار سهله طبعا سنترال نيوسايتوما اللي تلاقيها فات دنسيتي وحواليها برنيفريك هيماتوما دي طبعا انجيوما دايبوما المالجنت طبعا الهايبر فاسكولار لو معاها رينال تيومر فينتريمورال ثرومبوزيس عشان عايز اخليك تفرق بين الحاله دي والحاله اللي فاتت يعني كده. خد بالك ممكن اي عيان يعني ده عيان عنده ميتاستاز وعنده فين رينال فين ثرومبوز بس ده مش تيومر ثرومبوز عرفت ازاي ان الثرومبوس نون انهانس خلاص. لكن في الرينال سيل كارسينوما عشان تفرق بس الرينال سيل كارسينوما التيومر من الثرومبوزز العادي البلاند ثروم الرينال فين ثرومبوز في الرينال سيل كارسينوما او حتى في الهيباتوسيل كارسينوما لما بيدخل جوه الفين هتلاقي جوه البورتال فين هتلاقي التيومر جوه الفين انهانسنج وتلاقي ثرومبوس انهانس. فلما تلاقي انهانسنج ثرومبوس يبقى دي تيومر ثرومبوس سواء في البورتال فين في الليفر يبقى سيل كارسينوما في الكيدني يبقى ايه رينال سيل كارسينوما. طبعا الترانزيشنال سيل كارسينوما بتعمل فيسلس كيدني لانها بتفل الهايلم اللي نفهم احنا قلنا بتبقى برينيفريك والميتاستاز بتبقى مالتيبل واخده بقيه الاورجانز وبيبقى فيها سنترال نيكروز. خلاص يا شباب شكرا ثانك يو. حد عنده اي سؤال تاني؟ انا عارف ان المحاضره طولت والموضوع يعني